يا الله يا كريم. وعليكم السلام الأخ عبد الخالق. ما هو لا مفاجأ له. وعليكم السلام الأخ فتحي، أخ أمين، الأخ حسام. وعليكم السلام الأخ ياسر. أخ عبد الحليم، ربي يبارك فيك. وعليكم السلام الأخ بوزيان، أخ رزيق، إسحاق، محمد، أخ بالخير. وحشت إذاعة وطنية. أخ فارس، نبيل، أخ علي، ربي يبارك فيك. الأخ عبد الخالق، بن صالح، فتحي، الله واسمه هذا. وعليكم السلام الأخ نور الدين. والله ساعات تجيبوا لي الضحك على بالي يا اخويا. الموضوع راهو للنقاش. شوف، موضوع هو حول الوعي السياسي في الجزائر. يا يعني ترى راه المواطن هذا الجزائري راهو واعي هو بالمخاطر هذه اللي راها تواجهها البلاد، لا على المستوى الوطني ولا على المستوى الإقليمي ولا على المستوى الدولي. هل ترى هذا المواطن راهو واعي، يعرف هذه واسمه المرشحين هذو، راهو يقرأ في البرامج نتاعهم، راهو فاهم. ماشي أي واحد يجي هو يلعب له العاطفة نتاعه والله المشاعر نتاعه ويمشي معاه. هل ترى هذا المواطن راهو فاهم فعلا هذا النظام، عارف كيفاش يتكون، عارف كيفاش هو يتغير هذا النظام، إلى غير ذلك من المسائل. يا هل ترى هذا المواطن راهو قاري هو الدستور، راهو قاري هذا القانون المتعلق بالانتخابات. تلقى إنسان يرحم والديك قبيل قاعد نسمع في بعض المواطنين، يا يروحوا سجلوا، يا يروحوا سجلوا في البلدية، يا يروحوا يجيبوا ورقة الانتخاب. الناس ما على بالهمش حتى بالموعد، ما على بالوش حتى بالموعد نتاع التسجيل نتاع الانتخابات. والله المراجعة ما على بالوش بها، هي راها انتهت. سيد روح، يا يروح سجلها، يا يروح سجل في البلدية. يا هل ترى هذا المواطن راه على باله؟ وكنت يجيك واحد، دوك انت واحد مرشح وراغب في الترشح، ما نقولوش مرشح، لأنه مرشح المفترض هو أنه هذوك الناس اللي هما يمروا في المجلس الدستوري بعد ما هما يشكلوا الملف هذاك نتاع الانتخابات باش يصير هو مرشح. هذو راهم الآن يعلنون عن رغبة، واحد رايح يطلب على جال باش يجمع التوقيعات. المفترض هو أنه الإنسان لما راهو راح يجمع التوقيعات راهو لقى مجموعة 100 200 500 1000 2000 10 4، راهو يوزع في الاستمارات. قال السلام عليكم أخ الكريم، هاي الاستمارة وقع لي، عمر الاستمارة تاعك وقع لي، ويمرر من واحد لواحد. هذا اللي يروح ذوك انت يروح لك المكان ويدير لك هو تجمع ما على بالوش ما مبوشي هو الحملة الانتخابية. رانا في حملة انتخابية، أو هذا انت مرشح ما على بالكش بالحملة الانتخابية. الحملة الانتخابية راها بعد ما الناس تعرف شكون هم المرشحين، قال 5 ولا 6 ولا 10،
وراه كاين الاجل تاع الحمله الانتخابيه، من بعد انت تبدا دير في ليزافيشن تاوعك، تبدا انت توزع انت في البرنامج نتاعك. سيد راه يجمع التوقيعات قاعد يدير في السيرك، وكاين حتى اللي منهم اللي ممنوع من الترشح، ممنوع قانونيا ممنوع من الترشح. اذا الاخوه والاخوات حابين باش نناقشوا هذه المساله هذه نتاع المهم اللي يحكي لي على العهد الخامسة وبوتفليقة احنا هذيك تجاوزناها. بوتفليقة كنا ضده في 99 ماشي في 2019. بوتفليقة كنا ضده، نهار كان يرقص، نهار كان يشطح في الطرقات، ونهار كانت الناس ضرب له في الشتاء. بوتفليقة دوك الان انا بالنسبة لي راهو من عداد الموتى. شوفوا ترى الاخ هذا مصطفى. وعليكم السلام الاخ نجم الدين. اخ حمزه ماناش ساكتين. اهلا. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام. اهلا الاخ مصطفى. لاباس استاذ الحمد لله. والله لاباس الحمد لله. واش راك تايه؟ والله لاباس الحمد لله. كاش انتخابات؟ كاش انتخابات؟ كاش وعي؟ كاش مرشحين؟ انا قريب رانا قريب نولو كيما مخلوف البومباردي. راه هكذاك قول، راه هكذاك، راه على طريق تاع ثمان روات. والله راه قريب. نقول لك يا استاذ، انا المشكل هذا الوعي اللي تحكي عليه صح هو موش موجود، لكن ما يخلي هذيك التجمعات تصرى، يبحثوا على التغيير من اجل التغيير. والله لا على بالو واش هو البرنامج، ولا انا متاكدين هذه الا على بالو واش هو البرنامج، ولا راح يقدم المترشح واش راح يقدم، ولا في المجال السياسي ولا الاقتصادي ولا الفكري. الناس حابه تغير من اجل التغيير. يا راجل يا راجل، درك انت هذا الانسان اللي راهو يهدر مع واحد قال مثلا راهو مرشح للانتخابات الرئاسيه، مرشح ماشي راغب في الترشح، مرشح وراه عنده برنامج. اصبرني راه مرشح وراه عنده برنامج، وراه انطلقت الحمله الانتخابيه، والانتخابات راها رايحه تجري في شفافيه وفي نزاهه. وقت لما تقول له ودي الفايده، المهم الوعد نتاعك اللي وعدتنا به الفايده، المهم قال طبقوا وكذا ورانا معاك. تحكي مع واحد ما عندوش الدروة باش يترشح، يا رب العالي ما عندوش الدروة باش يترشح، ويحكي معاه وكأنه راهو خلاص رئيس. هذا بك عنده دماغ. أنا معاك أستاذ، هي نمو كي نقولوا مترشح يعني بعد قبوله من اللجنة الدستورية. الناس هذه راغبة في الترشح، مازال ما كاش اللي استوفى شروط ترشح، ما كانش لحد الساعه ما كانش مترشحين، كاين راغبين في الترشح. لكن انا نقول لك الناس هادو يبحثوا في التغيير من اجل التغيير. شو المشهد طول عليهم بزاف ولا حابين يغيروه وخلاص. والله لا على بالهم شكون هو ولا منين جا ولا اش هو البرنامج تاعو، اسكو يقبلوا المجلس الدستوري ولا ما يقبلوش، والله ما على بالهم. ولكن مش هذه هي الطريقة، مش هذه يعني معاك الطريقة. انت درك راك تحوس على التغيير، راني معاك، فهمت؟ راك تحوس على التغيير، راني معاك، ولكن لما انت دقدق في الباب، دقدق في الباب صحيح. يعني معاك أستاذ، أنا قلت لك يعني الأمور مازال ما اتضح حتى بعد الإعلان اللجنة الدستورية يوم 3 مارس القائمة تاع المترشحين. فهمت تتضح الصورة؟ قائمة تاع المترشحين واضحة، واضحة إلى حد ما، راهم معروفين الأسماء محجوزين. ممكن فهمت، ماهيش واضحة 100%. اللهم إلا إذا كان، شوف، اللهم إلا إذا كان حراك شعبي حقيقي، والناس هي تبتعد عن الأنا، تبتعد عن الزعامة، تبتعد عن المشيخة، توضع الناس المصلحة العامة فوق كل الاعتبارات، وتتعاون الناس مع بعض،
من أجل طرد هذه العصابة. هذه ممكن، ممكن. أما هو أنه بالهذه الكيفية اللي راهو درك هو يجري بها النظام الانتخابات، المسألة هي راها محسومة، فهمت؟ محسومة. تذوق أنت راك رايح ذوك الماتش، وعلى بالك باللي الماتش راه مبيوع، وعلى بالك باللي لي جوار راهم ثاني داخلين في اللعبة، واللي سيبورتور راه نص منهم راه داخل في اللعبة، فهمت؟ أو قالها، أو قالها محمد فريك الوالي السابق الوهران. إيه هذه. دوك أنت لما تكون معول، معول هو أنك أنت تكون مستعد للتغيير. مستعد للتغيير هو أنه الناس أولا هذيك العنطاريات وهذيك نتاع البلا بلا والكلام الزايد، وعطينا السكنة وخدمنا، وهذيك كامل الناس ما تهضرش عليها، مش وقتها. الناس كامل قال التحدي من أجل طرد هذه العصابة. نقول لك أستاذ، الحل الوحيد اللي يبقى، بقى حل وحيد، هذه المعارضة لهم يقولوا معارضة، يديروا اتفاقيات ويتلمدوا مع بعضهم ويقدموا برنامج موحد ومرشح، يتفقوا على مرشح، ممكن، ممكن تكون فيها أمل. غير هذا ما كانش، غير هذا ما كانش. إلا ما كانش هذه الطريقة الوحيدة، يعني المعارضة يتلمدوا مع باليش إسلاميين لائكيين علمانيين ما يهمش، مهم قال المعارضة يتاخذوا برنامج ويديروا موقف موحد، ممكن هنا كما نقولوا يتقبلها الوضع العام والوضع تاع المواطنين. غير هذا ما لا يصلح اي شيء، ما متاكدين. الواقع، الواقع هو انه راها الناس رفض النظام، رفضها بدليل هو انه راها بدات الان فيه بعض الشباب بداوا يخرجوا، هو انه يناديو، ومن حقهم هما انه يتكلموا ويصرخوا باي شعار، فهمت؟ راهم ناس هما درك خلاص لحقهم كما يقولوا الموس العظم، البطاله، الظلم، التهميش، الحقره، لبني عمي السكنه ما كانش، الناس راها طموح، عندها طموح، واحد راه يحب يخرج الفيزا ما كانش، الناس مسكرت لها الطرق. هذا امر مفروغ منه، امر مسلم به. ناس راه تعاني من الحقره، تعاني من التهميش، تعاني من هذه المسائل، هذا امر مفروغ منه. ولكن هو انه الناس لما راه تحوس على التغيير لازم تضرب في الباب الصحيح. هذا هو الشيء احنا نحوسوا عليه. يعني درك انت هذا الانسان اللي ما عندوش وعي، ما تقدرش تعول عليه اجل باش يدير لك تغيير. هذا قادر غدوه يستدرجوه، قال له روح احرق البلاصه هذيك، يروح يحرقها، يدفعوه. باسكو علاش؟ راهم كاينين الناس درك الان هما راهم يحوسوا هو انه تهيئ لهم الظروف على جال باش الناس تخرج تكسر او تحرق، من بعد ما يدخلوا يفرضوا الامر الواقع. خاطر على بالهم باللي كانت تكون كاينه هناك انتخابات وتكون هناك تنافس، هما راهم يخسروا المعركه. هما راهم يحوسوا على جال باش هما لهم الظروف على جال باش هما يدخلوا في التغيير. عمره لا يكون بالفوضى استاذ، والتغيير عمره لا يكون عن طريق الفوضى. لذلك احنا نحوسوا على جال باش خاوتنا الشباب، لا سيما الفئه نتاع الطلبه، ما لازمش تنجروا. راهم كاينين الناس هما يجيو يلعبوا لكم على لي سونتيمون تاعكم، يجيو يلعبوا لكم على العاطفه نتاعكم، يجروكم. ربما هو انه تبعوهم، ولكن ما راكش راح انت دير تغيير بهذوك الناس. تغيير لو كان ما يكونش الجيش، غير سي بالبان تحكي على التغيير، غير سي دستور. استاذ الدستور من قانون باب الحريات يسمح للتظاهر السلمي، احتجاج سلمي يكفلوا الدستور. اذا كان احتجاج سلمي من قانون باب الحريات يكفل لك انك تعبر على رايك بطريقه سلميه. لكن المشكل انه من يتبنى هذا التجمهر السلمي لا يوجد. دروك هذا شغل، حتى وهذو الخارجات تاع الشباب اللي تحكي لهم غير منظمه، وما عندهاش كيما نقولوا اجماع على شخص، يخرجوا من اجل راهم يهضروا نغيروا وخلاص. ما كانش اللي يجمع الشريحه هذه، ولا قال حنا اللي نضمنوا ينسبوا ليهم هذا الحراك. قال
كاين قائد يشمل هذا الحراك، من غير هذا ما كاش. تما هذه خرجات عفوية تاع شباب للتعبير عن الرأي وفقط. ولكن قادرين، حتى كاين فيهم قادرين اللي يبعثوهم، هذه مفروغ فهمت؟ منها، هذه مفروغ منها، قادرين هم يبعثوا لك الناس على جال باش يديروا فو شونجمون. هذه راهم ممالفين بها، هو انه يبعثوا ناس يكلفوهم، من بعد كل واحد يبدا يجبد في جبدته، من بعد تبدا فيه الحريق وكذا، يقول لكم انا حرقوا، نحرقوا ولايه، ولا نحرقوا بلديه، ولا نحرقوا كذا، لا خير من لا تتحرق لا البلاد. انا نقول لك، انا نقول لك والله غير يديروها، والله نحلف لك على المصحف الشريف. لا نحكيك، كاينين الناس غير يديروها. لا شوف، راهم مولفين، نعرفوا هذه المسائل مولفين هما، انه كاينين جماعه هذوك نتاع واسمه، خاصه الناس اللي عندهم ديون فيما يتعلق بتاع الغرامه، وهذيك يبعث واحد هو يعطي له مصروفه والله هذيك، وقال يلا اعطي لها الهز باش من بعد وين يحلي طراس. نعرفوا هذه المسائل، وراهم داروها شحال من مره في بلديات، وداروها في ولايات. لا موجودة، حتى انه ناس هذه موجودة، مثلا هذه واحد عنده مشكله، قال والله معاه واسمه مثلا واحد من هذوك الارباب المال، والله ذيك، قال مثلا واحد في ولايه راهو يبيع مثلا في الالكترونيك، والله في حاجه هكذا، قال اعطيه الحس على جال باش يبقى هو يتحكم في السوق. وعلى نعرفوا هذه المسائل، لذلك احنا نحوسوا على التغيير. التغيير يكون تغيير حقيقي، مش التغيير تاع فوضى. ولازم الواحد هو انه لما يمشي، هذه قضيه انت امشي وراء شخص، هذه لازم الناس تنحيها من روسها. هذه فكره الزعيم، لازم الناس تعمل مع بعضها، كامل الناس كامل تعمل مع بعضها. يا راني معاك يا استاذ، هذه العصابه يا استاذ راني معاك، لكن بصح لازم تعطير، الا ما كانش تعطير ما توصلش. نعم معك، متفق معك. إيه، انا هذا بيت القصيد، انا نقول لك اذا كان خرجت عفويه كيما اللي خرجوها في بعض الولايات، ما عندها حتى معنى، ما عندهاش معنى، صح ما عندهاش معنى. لازم تكون خرجت، اذا كانت خرجت تكون معطره، اذا ما كانش معطره ما راح تدي نتيجه. نتمنى الخير ان شاء الله، وربي يجيب الخير للبلاد، ونعطيه الفرصه للجماعه واحد اخرين. بارك الله فيك استاذ، والله يعاونك ان شاء الله. بارك فيك الاخ مصطفى، شكرا شكرا. شكرا. نشوفوا كاش واحد من الاخوه، نشوفوا هذا الاخ بوعلم. الاخوه دوك نطلعكم واحد بواحد، صبروا شويه برك، كل مره نطلع واحد. والاخوه اللي راكم في الجزائر اعذرونا، راني عارف باللي راه الوقت متاخر، لكن عارف في المقابل بأنه فيه ناس راهم موجودين في الخارج. الأخ اللي بوعلام راني دخلتك، يبدو هو أنه عندك مشكلة في الخط متاعك. نشوفوا لهذا الأخ لك حل، للأسف الشديد خرج. شوفوا هذا الأخ يوسف، اصبر شويه الاخ الكريم اللي ترمز الاسم نتاعك بقسنطينه، دوك نطلعك، اصبر شويه برك، راه كاين مجموعه، دوك نطلعكم بالواحد. والله يهديك الاخ بشير، قال له كيفاش تطلب بالجيش من التدخل. انا قلت لك انا اطلبت من الجيش، قلت لك باللي راهم كاينين ناس هما ماذا بيهم على جال باش تحدث فوضى. كاينين جماعه نتاع الجيش ما يقدروش هما مباشره يهيئ لهم الظروف في البدايه، هو ان الناس تتجمع، ومن بعد تصرى احداث. لما تصرى الاحداث من بعد يدخلوا القوات تاع الشرطه نتاع مكافحه الشعب، هذوك اللي يسميهم مكافحه الشغب، هذوك دوك لما يدخلوهم يفشلوا ما يقدروش، من بعد يدخلوا نتاع الدرك، لما ما يقدروش من بعد يدخل الجيش. معروفة هذه المسائل تاع الجيش، هذو كاينين اللي راهم درك هما حابين نقولوا مثلا هما انه قال مثلا يكونوا ضد بوتفليقة والله هذيك، ولكن ما يقدروش يروحوا مباشرة يديروا انقلاب، والله لازم تهيئ لهم الظروف. لكن شكون هو اللي يضمن باللي هذ الناس لما هما قال مثلا ينحيوا بوتفليقة رايحين يسلموا السلطة للشعب؟
فهمت المسألة؟ كاينين الناس، بالإضافة إلى أنه كاينين الناس، أنا ماشي نخوف الناس، ولا خاطر كاين بعض من الناس لما تتكلم أنت هكذا يقول لك باللي أنت راك ماكش مع التغيير، ورانا ما فهمناكش، أنت راك حاكم العصا من النص، يعني ما عندك مشكلة في الوعي نتاعك، الله يسهل عليك. حنا نحوسوا على التغيير، ولكن في نفس الوقت ما لازمش نحوسوا هو أنه تخلي ثغرات، ولا تخلي أنت أبواب، ولا منافذ يدخلوا منها، فيما بعد هما يحرفوا لك التغيير هذاك. نشوفوا ترى خرج هذاك الاخ نتاع قسنطينه، شوفوا الاخ هذا اللي ترمز للاسم نتاعك بمهدي، عندك مشكله اعتقد في الهاتف نتاعك. شوفوا الاخ هذا الحسين، حسين بن سعدي. الاخ اللي ترمز الاسم نتاعك مهدي، راني حاولت باش نطلعك ولكن عندك مشكلة في الخط تاعك. اخ حسين مرحبا بك. اخ حسين، الاخ حسين بن سعدي هذا، الاخ حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا اخويا ورينا وجهك هذا، صاحبي خايف من نديوك والله. يا اخويا صافا، لاباس خويا. الله يبارك فيك يا خويا. تفضل الاخ حسين. اخ بن سعدي، للاسف الشديد. نشوفوا الاخ هذا، اصبر ترى نطلع هذا اللي يرمز الاسم نتاعو قسنطينه. ربي يبارك فيك الاخ رضا. وعليكم السلام الاخ سليمان، سليمان شيبان. الاخت والله اسمو لي ترمزي الاسم نتاعك برشيده، كيف من التحليل تحوسي على الحلول، الحلول رانا عندنا سنوات حنا نهضروا عليها. ماذا بينا روح يا سيدي وعلمنا، اعتبرنا تلامذة عندك. وعليكم السلام الأخ حكيم، أخ عبد الباقي، أخ معسكري. وعليكم السلام صلاح الدين، أخ عادل بن درينا. وعليكم السلام كيطة، للأسف الشديد حميد حكيم. أصبر ترى شوفوا ترى هذا الأخ، هذا بن صالح. ربي يبارك فيك الأخ جمال. هاي والأخ بن صالح، يا أخي ماكش في البرلمان برك. ودي السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. قول يا اخي ما راكش في الله في مجلس الامه برك. لا لا راني في مجلس تاع حضرتك. مرحبا بك. الله يسلمك. سلام على الجماعه اللي راهم يشوفوا فينا كاع. وعليكم السلام. واش تقولنا الاخ بن صالح؟ والله نبدو انا في البدايه نحكي على تحكي على الراي تاع الوعي السياسي للمواطن. الاولى نبدو بالوعي السياسي تاع هاد الجماعه اللي راهم مرشحين رواحهم، اللي هم راهم 101. هذاك الواحد هما شوف الواحد مرشحين الشعب والسلطه، الناس اللي راهم في السلطه، هذا الناس اللي درك هما على بالهم باللي بوتفليقه راه منتهي، ومع ذلك راهين يغامروا. هل ترى هذو راهم واعيين بالخطوره نتاع الوضع في الجزائر؟ بون هما في طبيعه الحال هما غادي كيغامروا، غادي يغامروا على المصالح تاعهم، ما غاديش يغامروا على المصالح تاع المواطن ولا المصلحه تاع الرئيس بوتفليقه، ولا خاطر بوتفليقه راه باين راه ما راه فاقد كل شيء، فاقد الوعي، فاقد العقليه الجسديه، كل شيء راه عندها. انا نحكوا على المواطن، المواطن راه منقسم على بزاف شرائح. مواطن بدون تجريب، مواطن شوية
ما راحش يغامروا، خاطر هاد المنتخبين هادو كاين اللي عنده مؤهلات وكاين اللي ما عندهش مؤهلات. بون مازال ما وصلش فيهم مجلس الدستور حتى يبانوا المنتخبين للمواطن الجزائري يعطي رأي فيهم. أما بالنسبة للوعي، ما كيبان فهمك الوعي ما مازال كيما مازال ما تأكدوش، والدستور مازال ما استقبلش الملفات على المرشحين ومازال ما بانوش. هادو هنا راه واقع كيبان يفهمك. اي مرشح يجي الولايه يدير يبغي يلم يجمع الاستمارات، تلقاه يهضر كما تفضلت انت قبيله، يهضر على امور تاع دوله كانه راه مقبول في المجلس الدستوري وصاير كاش يعطيك هذيك في المشروع قانونيا؟ تاعه. شوف هذيك الخرجات اللي راهم يديروا فيها قانونيا مرفوضة، فهمت؟ قانونيا مرفوضة. تذكر لما راك راح تدير توقيعات، راهو عندك ممثل قال مثلا في ولاية معينة، يكون عندك راهو مكتب. عندك مداومة، عندك مداومة، انت تروح قال الممثل نتاعك هذاك تعطي له، قال مثلا عندك 25 ولايه، في كل ولايه مثلا تجيب انت فيها 1500. بون مش مشكله، انت قال مثلا الممثل نتاعك هذاك مثلا ما يقدرش يقنع الناس، فرصه ليك انت على جال باش تلتقي بالناس، قال ودي تروح انت دير موعد هو انك تلتقي بالناس في مكان، قال مثلا في جردان ولا في كذا، وتعطي لهم انت الاستمارات يعمروهم، وتساعد انت هذاك الممثل نتاعك على جلبش انت تلم التوقيعات. مش مشكلة نورمال، لكن هو انك انت تروح من اجل على جلبش انت تلقي خطاب ولا تلقي انت كلام عاطفي، وتبدا انت تدير في حملة الانتخابية وهو مش وقتها، ومن بعد انت تخلي الشيء اللي رحت من اجله. علاش تروح تعجب باش تلم التوقيعات؟ كي تروح انت يا هذوك الناس اللي راهم يحضروك 500 الف 10 الاف 200 الف، لا يهم، قانونيا انت مطالب على جال باش تجمع 1500 توقيع في ولايه معينه. يا هل ترى هذوك الناس اللي انت تروح، هل ترى دوك راهم مسجلين لما انت تعطي مثلا انت استماره لواحد باش هو يوقع لك، والسيد هذاك مش مسجل اصلا في البلديه، مش مسجل اصلا، الاستماره نتاعو هذيك انت تعطيها له هو يقطعها والله حتى ويعمرها، لما يروح هو يوقعها يقول له اعطينا البطاقه نتاع الانتخاب تاعك وبطاقه التعريف، ما عندوش، ما يعطي، ما يسجلوا، ما 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 يوسيو، ما يديرولوش الختم عليها. ومن بعد انت يا اذا كان راك تحوس فعلا تترشح، المفترض هو انك انت تكون على بالك باللي الملف اللي راهم رايحين يطلبوه لك، المفترض هو انه يكون عندك وعي. انت راك راح تترشح من اجل انتخابات رئاسيه، وراح تترشح من اجل منصب هام اللي هو رئاسه الجمهوريه. انت راهو كاين الدستور، راه كاينه مواد، انت راك رايح تدخل، المفترض هو انه تكون على بالك بهذه الامور. انت لما تروح انت دوك راك تهضر مع الناس، تخطب ثم ونقلبوها لكم جنه كما قالها شنو بومباردي، ونديروا لكم التران تحت الماء، ومن بعد نجيبوا لكم الطيارات ترشكم بالريحه، وكل ان شاء الله نديروا لكم فيلات، وكل واحد نديروا له بيسين في الدار تاعو. هذه اي واحد يقدر يديرها. ومن بعد على فانت كونت توقيعات السي محمد والو، ربي يجيب. انت كي تروح الله يا استاذ، تروح عجل باش تلم التوقيعات. والله يا استاذ انا من اسمح لي لا قاطعتك، انا من شفت هاد الناس اللي راهم مترشحين وراهم يلموا في الاستمارات عبر الولايات الوطن، والله زعما يأسف الانسان من يشوف مهرجين. راه كاين واحد الناس لما شفناهم وروهم على قنوات جزائريه رسميه وكاع مهرجين، ما عندهاش كفاءه، وما عندهاش كفاءه حتى باش يسير بالك دوار اللي عايش فيه، ما عندهاش باش يسيره.
كتشوف واحد قال لهم، قال له انا طاح عليا الوحي، واحد حابس النيفو تاعه ويتياماني، واحد قلايلي، واحد فاهم استاذ. زعما دروك راهم كاينين جماعه راهم مرشحين رواحهم، عندهم شخصيات، عندهم بيرسوناليتي، مثقفين، مثقفين عندهم في كامل قواهم البدنيه والجسديه، وان شاء الله يكون يكون الشعب، يكون المواطن يكون واعي ويدير امبيت في راسه، يدير انسان يكون في كامل قواه، وتمشى ويطرح عليهم البرنامج. البرنامج ان شاء الله يكون تاني متين، يكون يخدم المواطن والشعب الجزائري واكثريتها الشباب، الشباب اللي راه مهمش، الشباب راك تشوف فيه راه اوتوروت عبر البحر، عبر البحار، راه رايح مولي اللي راهم يموتوا في البحر، العامل الخدمه نقص، فرص العمل ما كانش، راه كل شيء راه نطلبوا ربي ان شاء الله يجيب سعاده الخير لهذه البلاد، والمواطن الجزائري يدير كي يحط الورقه تاعها خصها يدير خصها هذيك الصوت نتاعه يمده للانسان، يكون متمكن، يكون متمكن في كاع المجالات، ما يكونش انسان كيما نقولوا جهوي، ما يكونش انسان ديجا راك تشوف راه الان جهويه، راه اللي تكون عندك العرف باش تدخل تخدم اللي راك فاهمني استاذ. نعم، شكرا للأخ الكريم. نمر للإخوة آخرين. شكرا للأخ فتحي. نمر للإخوة آخرين على جل باش نشوفوا. ترى هذا الأخ جمال شنوي. إخوة والأخوات صبرني شوية، ها مرة على مرة نطلع واحد، والتعليقات ساعة ساعة نقرأ هكذا تعليقات، إذا كان شفت تعليق يستحق الرد هكذا إن شاء الله ندين. أخ جمال مرحبا بك. السلام عليكم أستاذ نور الدين. وعليكم السلام ورحمة الله. من راك تكلم فينا الأخ جمال؟ من الغردقة دائما. مرحبا بك الأخ جمال، بارك الله فيك. مش راح نطول بزاف أستاذ نور الدين، راح نتكلم على الوعي السياسي هذا. أنا يبان لي، شوف أستاذ، مادام راه مادام الشعب مأمن أنه شخص كيما رشيد نكاز ولا غاني مهدي راح يكون في لا خطر، هادو اصلا مش رايحين من بعد يقبلوهم في المجلس الدستوري، وتلقى يعني هكذا والناس يعني ديتها العاطفه برك، ما على بالوش بلي هذا اون فان كونت مش راح يشد. مش غير قضيه المجلس الدستوري، نعطيك كمثال برك، كمثال مره تسمع ناس مثلا هذاك المدعو هذاك سبيسيفيك مثلا ذاك النهار دار تسجيل، راهم مسجل بالصوت والصورة، يقول للشعب شعب مذلول. يعني أنت أيها المواطن في الأول يقول باللي أنا نشكر الناس اللي عاونوه، اللي عاونوه هذو، قال يقول باللي راهم 30,000 ولا 40,000 ولا كذا، يشكر هذو الناس. البقية شعب مذلول، ويتشرف هو أنه يدخل للسجن يكون رئيس على المساجين، وما يتشرفش على جلبش يكون رئيس الشعب مذلول. شفت وهذا المواطن، المواطن المزطول المضروب للرأس، يقول لك باللي سبيسيفيك هذا راه يقول فيه كلام تاع حق وفعلا والشعب يستاهل. هذا ذو كنت تنتظر منه على جلبش هو يغير لك في البلاد؟ هذا واش قلت لك، الشعب المشكل ما تسمى ميم لا بيرسوناليتي تاع ولا الكاريزما تاع المترشحين، تسمى ما امبوسيبل يكون بريزيدون. وهذا مش معناه المواطن، المواطن هذا درك انا، هذا درك انا سبيسيفيك، هذا ما نديرش عليه، راه ما عنده لا واسمه برنامج سياسي ولا عنده وعي سياسي ولا انتظر منه شيء. راني نحكي على المواطن، هذا المواطن اللي هو واحد يسب فيه، سب فيه هو راني عليه. هذا معنى باللي ما كانش وعي سياسي هنا، يعني تسمى المواطن، يعني تقدر تقول باللي ردة الفعل تاعو الطبيعية، تسمى بحكم العاطفة، تسمى الشعب راهو كيما قال متعطش يشوف واحد واقف وخلاص ويهضر، هذا واش راه يشوف، تسمى ولا نيمبورتو كي تسمى يقدر. بصح لو كان تشوف تسمى الكاريزما تاع هذاك الشخص ولا البرنامج السياسي تاعو ولا البرنامج الرئاسي، لا علاقه، تسمى امبوسيبل من بعد هذا تشوفه كومون بريزيدون.
دونك انت لو كنت تشوف المترشحين تاع 99 ولا تاع 2004، تشوف ناس قامت كيما طالب ابراهيم ربي يحفظه، لو كنت تشوف عمروش حميروش شوف مولود انت حميروش واحد كان عنده برنامج سياسي قال ها هما في تم صح المجال ناس، تم صح الاقتصادي كذا، ناس في المجال سياسيين وعندهم السياسي كذا، في المجال الثقافي كذا، في المجال الرياضي كذا، في المجال السياحي كذا، عنده برنامج مبني على خطة استراتيجية، مبني على أهداف، مبني على مبادئ كذا. السيد داير قال لك برنامج في التعليم يوعد في الناس على جال باش يعطي لهم باسبور للحراقه في الخارج. هذا ما تقولش انت يا هذه تاع غاني. شوف ماكل النخاله بالمخلطه بالخله. ها تنتظر فيه انت هذا راه يدير لك وسوي يدير لك تغيير. سيد ما على بالوش بالضبط المشروع وش هو، وتروح المواطن المضروب في دماغه راه يسيك مشروع نتاع امه. هذا اش قلت لك، المواطن ايه ما عندوش تشبع سياسي ولا عاد باله سهله غير روح وحكم كرسي. تسمى لو كان تشوف ناس كما قلت لك، لو كان دير مقارنه بين المرشحين تاع بكري وتاع درك، يعني كان واحد الفرق كبير. يعني ناس تشوف مرحوم ايت محمد، تشوف مولود حمروش كما قلت لك، طالب ابراهيمي، تسمى ناس عندها تاريخ وعندها قامه كما يقولوا. تسمى هذوك صح تقدر تتكل عليه، صح لو بروبليم درك هذا النظام خلق، يعني بالعين يخدم عليها كيما يقولوا طيوال 20 سنه هذه، واش دار؟ يعني خلى الساحه فارغه بالعين باش يطلعوا ناس ما عندهمش صراحه. درك عباد دوك لو كان يسمعني يقول لك راك جاي ضد نكاز ولا ضد مهدي ولا احنا ربي يعاونهم. تسمى معليش داروا ومن بعد اللي ما عجبوش الحال يخبط راسه للحيط. شو من حاجه يهدر راك تحكي انت دوك، لو كان نقولوا مثلا راك راح انت تترأس الدار نتاعكم وجيت انا تدخلت فيك عندك الحق. فهمت؟ لو كان جيت راك راح انت تترأس الدار نتاعكم وجيت انا تدخلت فيك ولا تترأس لا فامي نتاعكم عندك الحق. راح تترأس الجزائر، تجي انت يا دوك انت تترأس لي الجزائر قاعده تبلعط في الناس يا سيدي. يحكي لك في السي في نتاعو، حط لك في السي في نتاعو باللي راهو بدا يخدم في 2007 في قناه العصر، الور كو قناه العصر بدات في 2011. انا والله كنت نحترمه وسموه كاعلامي، بصح خاصه بعد السقطه قال لهم الاخيره. ما تهدرش الله يسهل عليك، انا مانيش نجامل فيك، انا راني نحكي لك في واقع انت راك تحوز. علاش حنا راني ننتقدوا في النظام هذا؟ انت لما تولي انت تشوف في بوتفليقه والجماعه اللي راهم دايرين به، غدوه راهو راح يقدم لك برنامج بناء على ارقام. فهمت؟ هذا النظام. احنا اللي رانا نقولوا احنا باللي راهو نظام ظالم ونظام طاغيه ونظام فاسد، احنا رانا نحوسوا نغيروه. راهو رايح هو قال مثلا يضخم لك ارقام، قال مثلا هو مثلا بنى 200 الف سكن، هو يقول لك انا بنيت 500 الف، يضخم لك ارقام. ولكن كاين وقائع، كاين اشياء قالها. وقال مثلا هاني درت السكن، هاني درت النقل، هاني بنيت قال مثلا مدارس، هاني درت ثانويات، هاني درت جامعات، هاني درت طرقات، هاني درت كذا. وانت تجي تقول لي باللي انا راني كنت نخدم في العصر في 2007. انت المواطن هذا اللي راهو يشوف فيك يمشي معك مضروب بال مانيش عارف انا باش مضروب، هذا مضروب بالغاز ها وش يمشي معاك. ومن بعد قال لك انت راك تحوس على النظام. نحوس على واحد احسن، فهمت؟ ايه مش سهله، نحوس مش سهله على واحد احسن من الناس اللي راهم في النظام. واحد اللي خاصة راهو قال مثلا عنده برنامج سياسي ثقافي في كل مجالات، مبني على ارقام، مبني على استراتيجيه، مبني على نظره، مبني على استشراف، مبني على كذا، مش انت وعود وعود نتاع تبلعيط. سيد المحكمة العليا موجودة والمجلس القضاء موجود، ويقول لهم ندير لكم مجلس نتاع قضاء. إيه. احنا كنا نعولوا بزاف على برنامج تاع نقيب احمد شوشان تاع جبهة حماية انهاء الوصاية الفرنسية. كنا ماذا بينا يقدموا مرشح وان شاء الله بالك للامام ان شاء الله.
لخاطر نشوف فيها خير إن شاء الله، والله أعلم. يا ودي رايحين رايحين، يروح يروح البنبيتور هذاك ومن بعد يعود. يا ودي هذا الناس شوف نقول لك، والله شوف نقول لك، هذا الناس اللي راهم في السلطة هذو درك راهم متجذرين ومفرخين يعطيك صحة. درك. يا إما هو هذا هو أنه هذا البروبليم، الناس، مش بالسهل انك الناس تمحيهم لو بهذه كان ما الطريقة. يكونش هناك توافق لخطر عليه سنوات، وإحنا نحكيه على هذا الموضوع سنوات، كان منهم اللي كان هو لما تحكي له على هذه المسألة نتاع التوافق يقول لك على واش نتوافق، روح دوك عليه جاي ليها، علاش جاي ليها؟ توافق لو كان ما ناش تلتقي، لأنه التوافق هذاك راهو أول الشيء اللي راهو راح يديره وحدة، وحدة وطنية، هو أن الناس لما تلتقي، الناس الأمة لا تلتقي على الضلالة، يلتقيوا مجموعة من الناس، لكن هذا الناس لا يمثلون الشعب. على ذوك جيت تحكي لي على بن بيتور، يعطيك جيت الصحة. تقول لي انت عليه، قول لي انت عليه، انت باللي راك دكتور وراهو وزير قول مش حبيت. انا بالنسبه لي انسان جبان، انا لا انتظر منه خير. هذا الانسان اللي وقف في التسعينات، وقف مع الانقلاب، هذا الانسان اللي خدم مع الحكومات المتعاقبه الى ان وصل بوتفليقه، وقف معاه هذا الانسان غدوه يقف هو في وجه فرنسا. بصح ما نوقفش مع النظام الحالي يا أستاذ، واش من النظام الحالي؟ تسمى ما كانش مع بوتفليقة، لا بصح تسمى واش من بوتفليقة؟ كما يقولوا خرج عليه، واش ما من رضاش خرج بهذا، عليه؟ يعني خدم مع ما رضاش نزار فيه. وخدم مع التوفيق وخرج على بوتفليقة، بحسب واسمه نزار أرحم من بوتفليقة، لا والتوفيق لا أرحم لا من بوتفليقة. نزار إيه واش هو؟ الله أعلم. أنا واحد من الضحايا نتاعو، النهار اللي داروا منع نتاع واسمه حظر نتاع حركة الوفاء والعدل، وين كانوا في العهد نتاعو وزير الداخليه يزيد زرهوني هو وبن فليس. انا علاش بالي ما كانوا قالوش ما هما، كانوش علاش ما قالوش هما باللي احنا خاطئين فهم سور بلاس؟ قال ودي راهو النظام وكذا وفرات، علاش خلوها للان؟ للان احنا في 2019 مازال ما جاوبوش، علاش ما يجاوبوش؟ كانوا دايرين خضره فوق طعام كما يقولوا، ما كاع ها مش دايرين عليه. كانوا دايرين خضره هذه فوق باين. طعام، ولو كيديروه من تحت دوك يديروا الطعام فوق الخضرة. يا خليك ايه يرحمك والله الله، مشكلة. المنطقة هذا إنسان جبان جبان، هذا الإنسان اللي ما قدرش يواجه الجنرالات. دوك تقول لي مثلا واحد هو استقال فهمت، ولا أقالوه، قال مثلا واحد كيما بن محمد هذاك، علي بن محمد تاع وزير التربية، قولوا اي أقالوه، الله يبارك. قال أقالوه والله هذيك، والله دار الاستقالة نتاعو والله أقالوه، ولكن عنده موقف راهو يسجل له، قال راهم كانوا جماعة ضد العصابة، راهو كذا 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 كذا، السيد راهو خدم معاهم، خدم مع بوذياف، ومن بعد زاد خدم مع غزالي، وخدم مع وش اسمه، معاهم كامل، خدم مع رضا مالك، خدم مع بالعيد عبد السلام، خدم مع مقداد سيفي، حتى الحق وش اسمه هذاك، مع زروال، مع بعد يجي. شوف ترى الأخ عادل هذا معذرة اللي يحب يروح يدير الدعاية لكاش واحد يروح يدير له، راه عندكم اللي باش تاعكم والله يسهل عليكم. الحل الأخ حاج رانا عطيناه شحال من مرة فهمتي، لكن ما راكش مولف تتبع فينا السلام عليكم. الأخ. وعليكم السلام، مرحبا بك الأخ عادل. والله عبد الله، ايش رايك في الحمد لله؟ الحمد لله، الله يبارك فيكم. من راك تكلم فينا الأخ عبد الله؟ انا من لا ريجيون تاع اليوم. مرحبا بك الأخ عبد الله. السلام للناس اللي يسمعوا فينا كلهم، بصوري وبصورتي. الله يبارك فيك. بس واش الموضوع؟ الموضوع ما فيهاش موضوع، موضوع تاع الجزائريين موضوع واحد، هو الهم اللي راه جاينا هذا تاع الانتخابات وين ردينا. نحكيو على الانتخابات، على الوعي، الوعي نتاع المواطن، نتاع المرشحين، نتاع هاد الناس اللي راهم في السلطة. دوك انت تشوف انت دوك مثلا المواطنين ما هو لا قاري البرنامج ولا فاهمه اصلا نتاع مرشح معين، ولا قاري الدستور، ولا على باله بالقوانين. قال لي تخلي انت هذا اللي راغب في الترشح يترشح ولا ما يترشحش، ما على بالوش، يتبع هكذاك وتلقاه يهدر
الفايده كي توصل للرئاسه ديرنا كذا، فايده ديرنا كذا، فايده ديرنا كذا، والاخر يقول له ايه وندير لكم وندير لكم. تقصد لا على المواطن راه كراسي عنده فيه وعي، ولا المرشح هذا ولا الراغب في الترشح عنده الوعي، والله هذا الناس اللي راهم في السلطه، والله هذه الاحزاب، هاد الناس اللي راهم في السلطه دوك هما اللي راهم درك هما واحد راهم على بالهم به الناس باللي راهم خلص، ومع ذلك راهم منظمينهم بالاضافه الى احزاب هذه نتاع الموالات هذه اللي راها دوك هي تضرب في الطبل وفي الزرنه، وما ماناش عارفين وين رايحين في ظل هذه المعطيات هذه. ما هي اخنا ودين كيما راك تحكي على الناس اللي ما جبتش اساميهم، ماني فاهمك واش تقصد. هذا كنا بقاو نتبعوا فيهم، يودرونا وقتنا ثم يودرونا جيل واحد اخر وما نديروا والو. سي فري دونك لازم نهضروا على الناس اللي لازم نهضروا عليهم، هذا ما نزيدش نهضروا عليهم. سي فري اللي رانا نشوفوا فيهم كل هذا قادرين ما نسموهم رانا في الديمقراطيه ولا ليبرتي ديكسبريسيون، تحدث على روحك ما عندك حتى مشكل. انا ايه فوالا راني اونتر الجيريان كيما لي سيريان درك حاليا يحكوا على هم سوريا، تونيزيا يحكوا على هم تونس، حنا نحكوا على هم الجزائر عادي. دونك فوالا سي فري سوي اونتيرمون داكور معاك نور الدين بارابور الوجوه اللي راهي تنشط ولا راهي راهم يقولوا في التيران. الو راهم يديروا في البلبله ثابت وراهم يشجعوا في الـ في الـ في الاستمراريه تاع الوهن، باسكو بكري يقولوا اللي عنده مريض هو مريض. دروك احنا عندنا واحد كاو دونك سيستم كل راهو كاو دو بي ديزاني اوني بيان داكور نوردين فوالا. ماتنو كاين زوج حوايج، كاين اللي في وكاين اللي كونفيكسيون، كاين الوقائع وكاين القناعات. مليح واحد يفونكسيوني بهم في زوج باش يبني فكره. دونك انا يا واحد الناس دروك حبيت نطلب في المباشر وعطيتني دقائق باش نتكلم اون طونك مواطن برك، ماني شخصيه ما والو. كيما انت خويا نور الدين ممكن راك معروف ثابت انسان مثقف وكذا وعندك سنوات دير اذاعه وطنيه كنت نتبعك وما هضرناش، مي فوالا دونك بيرسوناليتي ريسبكتابل الله يبارك. درك المطلوب منك وش هو نور الدين؟ انك تخلي فكره اللي راك تدافع عليها، صح ولا لا؟ هنايا الفكره تاعنا اللي تشرك اللي نشتركوا فيها الجزائريين كل، وش هي؟ هي سون رونكين كما يقولوا، بلا انتقامات. باسكو رانا نشوفوا في 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 تدخلات وشوفوا في مواقف تاع شخصيات كي تسمحها خمسة دقائق تعرفها باللي انتقام ثم داخله فيها امور شخصيه، الناس اللي كانت في السيستم واللي خرجت من السيستم واك معايا ولا لا؟ هذا من الناس فيهم يلو كان 10% شك، دونك هذا ما ايزون با الدروا دو بارول بور لانستون اللي يشاركوا بكري واخ معايا. اخ عبد الله شوف اسمح لي اسمح لي باش نوضح هذه المساله. شوف الناس اللي راهم درك هما كانوا في السيستم وراهم هما حابين يلعبوا رول، انا هذو شخصيا ما يقلقونيش والله ما يقلقوني، خطر علاه ناس واضحين حتى اذا كان راهم هما يلعبوا في تمثيل دور تمثيلي هكذا ما يقلقونيش. انا الشيء اللي راهو مقلقني واللي منذ سنوات يعني ومن خلال التواصل ومن خلال الحديث نتاعي مقلقني المواطن غير الواعي. المواطن اللي راه واعي هذاك ما يقلقنيش، بالعكس هذاك راه هو يشجعني. حتى لما تشوف انت درك كيما كنت قبيل نقول للاخ واحد نقولوا راغب تاع الترشح مش حتى مرشح يسب في الشعب يسب فيه، وتلقى المواطن يدافع عليه. هاك تشوف انت دركا يجي واحد انت دركا في 2019 وما تقوليش باللي هادو كاينين اللي مبعوثين، يعني على بالي بهم في 2019 انا عندي 18 سنه ما روحتش للبلاد، الناس داخله بزوج باسبورات، عنده باسبور نتاع الجزائر وعنده باسبور واحد طالع هابط ويوسيك انت راك نتاع الكاشير تاع الكاشير زعماك شغل انت راه مشروك بكاسكروت نتاع كاشير. هذا مش تقول نروح نحكم له الراس نتاعو بالمصه نضربو للراس نتاعو نرحيه له نقلبو له كاشير. نقول لك نور الدين كاينه حاجه نور الدين والله العظيم نعطيك واحد اكزومبل، بقيت راك عايش ثاني في فرنسا جو بونس راك في النور. نعم باف راك في الاوروب. نعم واكيد راك تعرف شويه ال 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 النظام السياسي في فرنسا من ناحيه الاحزاب لا غوش لا دروا، شكون اللي حكم الحكم بكري شكون اللي حكم دروكا؟ على بالك على بالك بلي الفرون ناسيونال عمره ما حكم الحكم يا اخي، صح ولا لا؟ ابا جاتني فكره وعلى بالي بها من قبل، حبيت نقولها لك واش رايك فيها. الفرون ناسيونال ايماجين توا ان جور
يحكم الحكم ديجا راه قالت لنص فرنسا قال لي فرونسي قالت لهم بالخلايا صافي دي زاني سي فري او با ايماجين يكون يحكم الحكم يا اخي تتخلط ولا ما تخلطش ها صحيت شكون هما الفرونسيونال ما جاوش من القمر والله اخي ولاد فرنسا ولا لا بلي بار لي فونداتور منهم ماري لوبان وكانوا فيهم اعضاء سومارين تاع لويس لويس بليتو اخي هكذا ايماجين لو فرون ناسيونال هذا جبهه التحرير تاع فرنسا هذه كنت تحكم فرنسا واش يصرى غير تنجي تيماجيني سي الهول الور راهو الفرون ناسيونال راهو حاكم في الجزائر هاي الهضره والراي مو جبهه التحرير حزب جبهه التحرير حاكم في الجزائر من 58 من مؤتمر الصومام البركه حاكم في الجزائر دونك لي هنا 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 من حقك خويا نور الدين تلوم الناس الواعيين اللي يعرفوا الحقائق هذه درك الشعب الجزائري انا بور موا راهو 40 مليون انا بور موا كاينه 5 ملايين بدون سون اكزاجيري بلا ما نبالغ 5 ملايين اللي راهم مستفيدين من السيستم تاع الفلان تاع الرندي تاع لي جينيرو السيستم اللي داروه هاد 5 ملايين انا بور موا هادم يسموهم لي زالجي روا لي روا المستفيدين من السيستم ceux qui ont profité du système لي 35 مليون سي لي زالجي ريان وفيهم الناس اللي مهجره وفيهم الناس اللي ساكته دونك لازم الخطاب نتاعك النقد نتاعك خويا نور الدين ما توجهوش للناس كل الناس مش كل كيف كيف انا واحد الناس كون جا بابا خالد النزار نحاربك انا نور الدين نحارب الديسكور تاعك تبيري با الحمد لله بابا مش خالد النزار دونك راني تابع لي 35 مليون الجي ريان فهمتني ما عندنا والو سعدنا حب الوطن ها ولا هاي لا باطاي دبري وراي باطاي ما ديرش الناس كل كيف كيف خويا نور الدين اوني نومبرو لا 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 شوف انا نقول لك انا كاين مرات الناس اللي هما يقول لك باللي انت راك تنتقد في الناس الكل تنتقد في الناس الكل وماك حتى مع واحد ما فهمناش واش راك تحوس انا راني نحوس على المصلحه نتاع البلاد انا درك انت لما تخيرني درك انت يا بين هذا غاني مهدي وي وعبد الرزاق مقري رايح نختار وي. عبد الرزاق مقري لما تخيرني بين اصبرني لما تخيرني بين هذا عبد الرزاق مقري وش اسمه نقولوا مثلا حمروش رايح نختار حمروش انا نشوف للمصلحه نتاع البلاد شوف انا شكون هو هذا الشخص تخير انت كيما نقولوا بين الاحسن صح نور الدين هاي كاين حاجه نور الدين سامحني نقص الكلام قبل بين اخف الضررين نور الدين نعم هاي نقول لك انا نقص كلامك بالعسل اخي نوس بكري يقولوا لي ذاك الموت يستقنع بالحمى انت يا قلت فمك عندك 18 سنه وربع ابا كومبارازار انا ثاني عندي 18 سنه وربع انا بوتفليقه ما بوتيتش عليه انا بوتيت على احمد طارق ابراهيم 99 في 91 بوتيت على الفيس واللي فات مات الله يسمح انا من جيتي بارابور انا ميم انا جو سوي با بور درابو دوكا دو نابورت سوف نجم نهضر على الجيل نتاعي دركا واحد باش ما يكونش اناني يحاول يقدم حاجه للجيل اللي جاي من على 20 طون عم من حقهم يسقسونا يقولنا واش قدمتوا نتوما يا لو كان موقف دونك واحد ما يكون هذا واش نحوس بارك الله فيك بارك الله فيك دونك هاي ونعطيك فكره انايا باش ما نهضروش على الاشخاص منهم من هنا خير يا الفيسبوك دركا وكاين والاعلام كاين وعندنا ممكن نقول كاين اللي مويا اللي عنده كما نقولوا نيه صادقه ينجم يجسدها علاش ما ديروش غوفرنومون بروفيزوار تخيلوها هكا ديروا اعضاء انا في 5 دقائق تعطيني نجم نقول لك شكون يديروها سير مرحله انتقاليه برك هنا في بعضنا هنا في الاترونجي ولا اللي راهم ميم في الجاليه الجزائريه اللي راهي في الجزائر اي جاليه جزائريه اللي في الجزائر هي اللي في خطر هي اللي راهي في المدفع انا ملي كي نشوف درك لي مانيفيستاسيون تاع رشيد مكاز وغاني مهدي والله راه قلبي يخبط اون سي جامي بارطاجي يدير كريمه سي دي بوردي انا نقول لك سي لا فولي دونك الانتخابات هذه انا بور موا ما تصلح لحتى حاجه كون جاوا عاقلين يديروا بريود دو ترانزيسيون فهمت كيفاش يديروا فيها الناس متفق عليهم باش يسيروا مرحله انتقاليه يا لو كان يحطوا على راسها مرحله انتقاليه يا لو كان يحطوا على راسها شخصيه تاريخيه احمد طالب الابراهيمي ولا جميل ابو حيرب فهمت كيفاش ويديروا رئيس شرفي برك ويديروا من بعد رئيس حكومه واللي يسير المال ويسير الامور الامنيه وزير الدفاع العبد الغديري هاي الهضره صحيحه والراحه خيرو كان يجروا على جال باش يديروا المنصب ما تنجموش يديروها روحوا عطونا ديجا ليكزومبل ديروا فيها حكومه مؤقته بخفيف وهكا بروفيزوار وبروبوزوها للشعب الشعب يقبلكم يلقى فيها رشيد نكاس حتى رشيد نكاس يلقى بلاصته وانا بعد ناس نديروا مينيستر دي ليترونجي يا خويا تاع الوزير الخارجي علاش مهدي غالي ندير وزير الهجره
راه من 10 ملايين لزمتنا هجرة تاع المهاجرين يخلفوا وزارة المجاهدين نحوها نديروها وزارة المهاجرين كاين 10 ملايين نهار هضرة صحيحة نردين نبروبوزها للشعب بوندون دو زون في دو زون هذه نديروا زيليكسيون وكل واحد يمد رأيه منهم نردين خبابة الشعب درك راهم مقواه راه تاع درك راهي منو تصب بلي ستار دي رونالدو لي ميسي طايح عليهم رشيد نكاز راهم في ذبذبة كبيرة سي بور سا جماعة اللي راهم قاضيين السلطة تجرؤوا ودخلوا في حيط وعلنوا المساندة تاع العهد الخارجي. شوف الأخ الكريم والله أي سيكا لا سيتياسيون نور الدين راني أنا راني مريض ما نكذبش عليك يا نور الدين راني مريض بالأحداث اللي صارية بالجزائر والله سي كراف فهمت يا راني معاك كاين شي واحد عاقل اللي رانا نشوفوا فيهم هذا الكل كاين النظام كاين اللي راهم يقولوا رانا معارضة راني معاك شوف نقول لك الأخ الكريم شوف حنا درك الجزائر راها مرت بمراحل وكاين صراعات اللي هي راحت في وقت سابق هذيك الصراعات راها مازالها ممتده الى اليوم كاين بعض الشباب اللي دركوا ما راهمش فاهمين واش صرا ويقول لك انا ما تحكيليش على الامور هذيك يقول لك ما تحكيليش عليها احكي لي على درك هو المهم راهو كره من هاد الناس اللي راهم في السلطه حاب يشوف وجوه جديده من حقه من حقه راهو حاب يشوف وجوه جديده من حقه ولكن لازمك تعرف باللي هذا النظام راهو موش مجموعة نتاع أشخاص نعطي لك أمثلة من الواقع هام ضق قال مثلا نحاو هذاك نتاع تونس بالأبا واسمه بن علي ونحاو لفامي نتاعو راك تشوف درك الآن في 2019 توانسة ولاو يتمناو في عودة بن علي لماذا؟ لأنهم ما كانوش فاهمين النظام كيفاش راهو راكب نفس الشيء راهو صاري في اليمن نفس الشيء راهو صاري في واسمو في ليبيا ولما نقول لك احنا في هذا الكلام ماناش نخوفو فيك لازمك تعرف باللي النظام هذا دوك راهو كاين جيش كاين شرطه كاين درك كاين مخابرات تا دوك لما تنحي بوتفليقه ما نحيتش النظام لما تنحي خوه السعيد ما نحيتش النظام لما تنحي يحيى ما نحيتش النظام لما تنحي توفيق ما نحيتش النظام لما تنحي القايد صالح ما نحيتش النظام لما نحي طرطاق ما نحيتش النظام النظام هذا ذكره منهجية راهو نمط نتاع تسيير يعني بتحكي حكاية ما تنساهاش يا نور الدين ما تنساش حكاية 5 مليون ألجي الروا هاك تحكي عليهم هم عند هم مشكلين مليح وراهم منظمين مليح وهما صح متحدين ولترون 5 مليون ألجي الريا ما راناش متوحدين هاو البروبليم راهو ما نجمش نتوحدوا حتى في خيالنا قال نديروا حكومه مؤقته كما قلت ونعرضوها على الشعب سيدي نعينوها هكذا بلا ما تتعين وشوفوا خلي نعطيهم ليكزومبل قال هاو كيفاش حنا مازلنا نتحاربوا رشيد نكاز ضد الاخر الاخر مع ضد الاخر شنو ما الشعب اللي يفهم والو نور الدين اسمح لي الاخ عبد الله اسمع شوف تضرب مثلا انا ما عنديش اشكال هو ان نسمي الاسماء بالمسميات نتاعها لانه ما عندي حتى جهارات تتمشي فيا نعطيو كامثله درك قال مثلا ناخذو كامثله كاين بعض الشباب هكذا ما عندهم علم بالسياسه بحكم ان رانا نحكيو على الوعي السياسي ولا ناضلو ولا نخرطو ولا عندهم علم بالتاريخ ولا علم بما جرى نشؤوا في التسعينات هذو كاين منهم اللي عمره لا انتخب الان هو راهو شاف فطن لقى الانترنت عجبو هذا غاني مهدي جاء القسط تاعو وحب يمشي معاه الله يسهل عليه من حقه لا من حقه عجبو دوك هذا رشيد نكاز حب يمشي معاه الله يسهل عليه ولكن يصير. انا بحكم هو انه راني ناشط بحكم هو انه راني مناضل بحكم هو انه راه عندي سنوات في الخارج وبحكم هو انه هذه القضيه هي لا تعني رشيد نكاز في شخصه ولا غاني مهدي في شخصه ولا زيد ولا عمر من الناس هذه القضيه راه تعني وطن كامل باسره درك هذا الشخص حنا رانا نقولوا باللي من الناحيه القانونيه ما عندوش الدروه باش يترشح تقول لي باللي درك انا راني ضد الدستور وضد القانون وضد النظام هذا حقك ولكن الواقع حاجه واحده اخرى انت درك هذا الشخص راه رايح غدوه للمجلس الدستوري المجلس الدستوري ما راهوش رايح يعطي لهم هو الفيديوهات يقول لهم انا راني رحت للولايه الفلانيه وراه مستقبلوني بالورد والله روحوا تشوفوا الشعبيه نتاعي والله راه عندي صفحه في الفيسبوك راه تعدات 2 ملايين
اسمح لي هما نرمي. راهم رايحين يعطيو له اسنان يكمل لك هما راهم رايحين فهمتك فهمتك يطلبوا ملف الملف نتاعو فهمتك وراه رايح يقدمه، بالتالي راهو رايح يرفض من الناحية القانونية، رايح في تقول بطل. لي انت دركا رايح تقول لي انت دركا باللي هذا بوتفليقة راهو مريض، راني معاك رايح تقول لي باللي اصل بوتفليقة مش جزائري راهو مغربي وراهو كذا، راني نقول لك راني معاك، ولكن هذا درك راهو المجلس الدستوري تحت يديه، راهو مجلس الشعبي الوطني راهو تحت يديه، راهو مجلس الأمة راهو تحت يديه، راهو من تاع الجيش راهم متواطئين معاه، تاع المخابرات راهم متواطئين معاه إلى حد ما. درك أنت هما المجلس الدستوري هما اللي راهم رايحين يصفيوا الملفات، درك أنت هاد الناس راهم رايحين غدوة يمنعون، تقول لي أنا باللي إيه نخرج أنا ندير ثورة، ها ومن بعد دير ثورة، واش هي الثورة نتاعك انت هذه؟ رايح تخرج انت في ولاية معينة تخرج، ومن بعد واش راح تدير؟ رايح تحرق احرق، من بعد واش راح تدير؟ رايح تغير النظام؟ ما تقدرش تغير النظام، والله العظيم لولا تدخل انت الجيش، بمعنى انه الجيش هو ينحاز للشعب، والله العظيم ما يحصل تغيير. الجيش باش ينحاز للشعب لازم يكونوا مرشحين في المستوى اللي قادرين هما غدوة أولا يأثروا في الشعب، مش بالعاطفة، من خلال برنامج سياسي ثقافي تربوي سياحي إلى غير ذلك، إعلامي كذا، فيما بعد هذ الناس يكونوا مقبولين داخل الجيش وتكون عندهم علاقات دولية. درك غدوة لما تكون كاينة هناك قاعدة شعبية إلى حد ما، هذ الناس اللي راهم في الجيش غدوة لو كانوا نقولوا مثلا انتصر انتفاضة يقدروا ينحازوا ليهم. كيفاش انت هذا اللي راهو دوكا في الجيش يقبل لك على جال باش يمشيه نكاز ولا يمشي هذا غني مهدي وهو عنده لا عنده يوم نضال سياسي؟ ما يمشيش معاه. ذو الناس راهم دركا كابرين في هذا النظام، بدلوا يا الإسارة نور الدين، نتاعهم وبدلوا سنهم في هذا النظام. يا الأخ نور الدين، أنا دوكا الكلام الأخر نتاعك سمحت فيه روحك أنك تذكر أسماء هكذا، دونك الدوزيام بارتي تاع الحوار نخلو جماعة يهضروا إذا حبوا يتقدموا. الهضرة نتاعك اللي تحكي فيها هذه سيدي تشيتر برانسيبو، عناوين رئيسية على الشيء اللي رانا صاروا نشوفوا فيه، ما نجموش نكذبوا الشيء اللي تحكي فيه باسكو رانا نشوفوا فيه. رشيد نكاز، مهدي غاني، بصح هذا من الناس، انا واحد ناس ما سمعتش مهدي غاني ولا رشيد نكاز يخاطب في الشعب هذا من بكري ولا من دركا يقول لهم باللي عاد نوصل للحكم، والله مهدي غاني قال نوصل للحكم وما قالوش، باللي ما عندناش مشاكل، مستعرفين باللي كاين مشاكل تاع قوانين تاع المجلس الدستوري هذه، لو بلوكاج هذه الناس كلها واعيه، طفل مولا 15 على باله باللي هم يبوزوا في لي كيستيون المهدي غاني ورشيد نكاز يقولوا له اسكو تضمن لنا، ما يرجعوا لك الدوسي، انت عندك بليس دو 10 عايش في ترونجي، انت مرتك امريكانيه، لا لا لا، كيما لي مونوثاو لي لاربان تاع الفلان، قالوا له باللي مرتك امريكانيه، لا لا، عادي دافع على روحه يقول لهم هذاك هذيك الهضره هذيك خليها تماركالو على التاريخ نتاعو. مهدي غاني جيسكا ماتنو ما قالش باش نولي رئيس، ومن حقه يروح يدخل الجزائر، ديجا سي ديجا بيان، صافي دي زاني ما دخلش، راه يشوف سير تيرا، ومن حقه على بالك. انا واش نشوف فيها الاكتيفيتي تاع رشيد نكاس اكتيال هي ومهدي غاني، هي طلب اعتماد مباشر للشعب، الشعب يمدوا في الاعتماد، سي ديجا بيان ما عطاولهمش، ديجا بنواري ما عطاولوش، انا نخزر فيها باللي هذا كل بري اعتماد صح، او يسيب بريد على الديمقراطي. انا اسمع يعني بلي زوين يا راح نور يبان الدين، الاعتماد نتاعو هذا مع يعني وسمو هاني فاهم فيك نور محمد الدين، الطالب اسمع نور الدين الابراهيمي. اما الطالب نور الابراهيمي الدين كان موجود على مستوى 48 نور ولايه، الدين ومن بعد راه الناس يا يعني نور الدين بلي يا نور الدين يكوت هو فيس راهو كان في الشوارع، في المقاهي، في المساجد، في يا نور الدين الملاعب. يا نور الدين قال لك تبع احنا الكذاب حتى اننا نستفيد من الاخطاء اللي وقعت في الماضي. دوك انت لما يجي دوك مثلا واحد جون راهو زايد ما على باليش انه في 92، فهمت، زايد في 92 وجا هو ترشح، ولا في 93 والله جا ترشح جون ما على بالوش، قال انا ودي انا راني ما حضرتش المومو هذيك ولا اسمه، تجي سي محمد رانا مازلنا الموضوع مازلنا ما غلقناش،
انا راني من نقول لك الوضع. عندي 18 سنه، انا مازال، انا مازالني مازال ما روحتش للبلاد. جماعه راه مازالهم في السجن درك، الموضوع مازال ما غلقناهش نتاع الماساه. ما لازمش انت تقدر انت تفوت عليها، امبوسيبل. هذيك ما هي تجيبش نردي انت، مرة يجي من بعد، نردي من بعد المرحلة الانتقالية. اسكو ياتي داكور با كو لالجيري لا بوزوان دي ان بيريود دو ترانزيسيون تاع عقالة تاع ان ريكول كيما يقول القاوي، اون برون دو ريكول بوندون دو زون، نغربلو الشيء اللي تغربل بكل هدوء، ماشي في لا بريود هذه. لا بريود هذه ما تساعد لا انا الشعب مع لا نظام بوتفليقة التغيير، لا جماعة اللي يقولوا اسمع، انا معارضة. انا يا مع التغيير، وانا يا مع اناس اللي هم في المستوى. انا مانيش مع المهرجين، انا مع ناس اللي في المستوى. كل ما تجيب لي مثلا شخصيات سياسية اللي هي تمتلك حنكة سياسية، عندها رؤية، عندها استشراف، عندها برنامج من كل النواحي، وعندهم ناس داخل السلطة وداخل المعارضة وفي الخارج، وتلتف الناس حولهم، نقول لك أوكي راني معاك. بصح باش تجيب لي أنا واحد إنسان ما على بالوش حتى بكلمة برنامج وش معناتها، تقول له أنت يعطيني البرنامج السياسي نتاعك، حاط لك برنامج التعليمي في التعليم، الناس اللي راهم في الخارج نعطي لهم أنا الباسبور، الناس اللي راهم الحراقة في البرا نعطي لهم الباسبور. هذا أنا نهضر معاه، هذا ما نهضرش معاه طول، ما عنده حتى علاقة بالسياسة يا راجل، العين بليز. علاش انا راني دوك نقول لك انا راني ما مانيش مع التغيير، ولا راني مع ذهاب النظام ورميه لمزبلة التاريخ. ماشي حاجة جديدة عليا، انا راني يا نظل رشيد، يوميا ونقول يا نور هذا الدين، الناس ما همش في يا نور الدين، المستوى. يا نور الدين، انا اسمح لي ما تزعفش، كاين نقطه في ده برك راني فيها ضدك، والنقطه هذه راك تستعمل فيها في كي تعود تفرح تفهم الواحد، من بعد تبدا تتعمق في هذه مشني فيها. وش هي؟ انك تحوس تو تسويت الى مثبت التاريخ، دركا التغيير دركا كذا، لازم مهدي منتظر ما يهبطلكش. نور الدين ما كانش مهدي منتظر دي زاد، ما كانش. هذا يعني فهمت كيفاش؟ لازم العقل يا نور الدين. دروك الشعب الجزائري ما تنجمش تقول تعطي ليكزومبل كيما تاع تونس. ديجا الشعب الجزائري لو ديستان تاعو الي ابار بارابور لو موند اراب، لم يحكوا لي حنا ان زوي كولي لو موند اراب الوغ اوني دي بربر، مي يسرا جامي لو ميم ديستان. فهمت؟ دونك لا تونيزي وليجيبت يسون جامي ان اكزومبل بور نو. حنايا ان شاء الله يكون عندنا ان ديستان بريز اون مان تاع رجاله مش مصفي، مي افيك لو طون وميغ، لازم يكون ميغ. فهمت كيفاش؟ راهي ما جاش الناس كل تسكريبي، انت تسكريبي 18 طون، انا ثاني تسكريبي 18 طون، قال لي تسكريبا 30 طون. فهمت كيفاش؟ كاين اللي راهو عنده 40 طون تسكريبا هو بالجزائر، راهو انا ايه هاي تضحيه نور الدين. فهمت كيفاش؟ يا ودي مش اعطيك نحكيك على الامور، اللي نحكي لك على الموضوع السياسي. قلت لك بمعنى انه الازمه مازال ما غلقناهاش. واحد تمن ما قال راهي جنه، ما على بال راهي بوري الحكايه. الانسان فيه الامراض تاع سيدي ربي، كل كي يروح للطبيب يبعثوا، يروح داير، يروح دابور يروح للسبيساليست الميدسان تريتون تاعو، الميدسان تريتون تاعو كي يلقى فيه 50 مرض يبدا يبعث فيه لي كونفرير لي ميدسان، هذا سبيساليست تاع الكراجم، هذا تاع الكلوه، هذا تاع القلب، هذا تاع الدم، يبدا يدير فيه يداوي. يفو با غري لي زيتاب. ها البروبليم تاع واش الجزائر. احنا، واحنا واش رانا نهضروا، واش رانا انت نهضروا وين، احنا وانت وين وين اللي راك طالب فيه باش يدير لك الحل هذه العدل هذا كله منذ سنوات، وانا انادي على جل باش يكون العمل جماعي. تفهم العربية بارك ولا الله ما فيك، تفهمش؟ على بالي كنت منتظر عمل على بالي. جماعي، عمل جماعي. هذا الناس المؤمنين بالتغيير، الناس المناضلين، والناس اللي راهم درك هما قال باللي هذا النظام خلاص باسطة، لازم يحوس، لازم يكون هناك تغيير. هذا الناس لازم ينساو الأنا. هذا غني مهدي قبيل برك، انا نسمع فيه، بعث لي واحد فيديو قال له باللي واحد سقصاه هكذا على قضية تاع التوافق، قال له هذه ما تهضرليش عليها انا، ما تهضرليش عليها انا، يا انا نروح للشعب والشعب هو اللي مد لي، والملف معه مش رايح يفوت. هذا مام با مش راح يفوت، ومام با ما قال راه ما عنده شعبي. الناس راهم قادرين يبعثوا لك ناس، ما نعرفوش حنا النظام هذا، ولا قادرين يبعثوا لك ناس هما، وقال رانا معاك رانا معاك رانا معاك. من بعد انت، انا نعرف ناس نعرفهم دم والهم يخرجوا معاك البرة، راهم الناس اللي يعرفوني معرفة شخصية، يعرفون يخرجوا معاك البرة في البلديات في الولايات، يمشي معاك
وتروح ليه ويقعد معاك وياكل معاك ويمشي معاك في التجمعات وفي الوسمو، والنهار للصندوق تروح تلقى الريح قدامك. باسكو على راك الشعب نوردين لك تحكي للشعب شو هو وعلى احنا رانا نحكيو على المريخ والله نو تحكي على الشعب، الشعب هذا اللي يخليك ندور عليك هذا هو اللي تحكي يعني للشعب. كاين اشياء مفتعله يا الرب العالي، مانيش عارف انا مع مراني نهضر. كاين اشياء مفتعله، كاين معارضه مفتعله، كاين الناس درك هما يهموك يهموك. قال واش راهو دوك قال مثلا النكاز راه تما اكزامبل دار في لاباج نتاعو قال راهو غدوه راهو رايح لباتنا اوكي يبعثوا له جماعه مو مش حتى من باتنا سي بوسيبل ومن بعد يروحوا الناس لثما واحد يحوس يدير فوتو واحد يحوس يدير كذا هو ما على بالوش والله راهو على بالو راهو يتبهلل. تا دوك انت الانسان اللي ما على بالوش اللي ما على بالوش ماهوش فاهم الالعاب تاع النظام ماهوش فاهم هذه المسائل درك هو لما يشوف هذوك الناس يقول لك السيد هذا راهو عنده شعبيه وراهو كذا وراهو كذا وراهو كذا. ولكن في وقع الامر الريح في الشبك. تا دوك لما انت تروح تلم لي 1000 في بلديه 1000 واحد تلمهم لي ومن بعد انت على اساس واش رايح؟ رايح من اجل جمع التوقيعات. لما تروح تجمع التوقيعات تلقى 15 هذوك ال 800 والله 900 واش هذوك وراهم صح. انا الدين كاين حاجه راك ميلونجي في حاجه توقيعات راهي ماهيش حمله انتخابيه هما راهم يديروا في الاختبارات يلموها يلموا حتى مليون كل مش مشكل يلموها الور سوف كو مهدي غاني ورشيد نكاز يل بروفيت دو لوكازيون pour qu'ils font un contact public direct مع البوبليك كما قلت لك بلاتي الاعتماد ديريكت ما كانش عندهم صلاحيه اللي قبل بعد رشيد بوتيتر نكاز كان عندهم بعد فريناو المهدي غاني سوا بريمير فوا دارها مع لي ديترونجي لي ديترونجي زازوا دركا يدير فيها سير بلاس هي نورمالمون قانونيا هو نورمالمون قانونيا سهلوها سهلوها في بوان دانتو علاش خلوهم في المغرب تاعنا راه مسجل الكلام تاعنا راه مسجل الكلام نتاعنا راه مسجل بالصوت وبالصوره وي كي انت كي انا وي شي اللي هو اللي راهو رايح هو يعطيني انا الحق ولا راهو راح يعطيك الحق واش هو راهو الوقت بينك كل واحد رايو كل واحد لا 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 خلينا قضيه رايك ورايك هذه حاجه واحده راهو الوقت بيناتنا مازال ما بقاش بزاف راهو درك وقتاش بدايه نتاع مارس مازال شحال مازال 15 جور 20 جور شحال مازال 20 جور نلتقي فهمت ما يكون غير خير سلا نور الدين اتمنى الخير اسمع الى عندك كوراج الى عندك كوراج نهار يفوتوا في المجلس الدستوري عيط لي قول لي والله اسمح لي والله راني كنت غلط الو عقبوه نور الدين الى عقبوه راني نهضر على الصوت بالصوت وبالصوره الى عقبوه انا نصوم على الهضره صوم شنو عقبوه انا حاجه كان ما تنساش بلي كاين ناس اللي تبعوا فينا انايا ما قلتش بلي مهدي غاني ورشيد نكاز عادي اللوفي تاعهم يروح للمجلس الدستوري وما قلتش بلي عادي يقول لهم اللوفي تاعهم وما قلتش الهضره هذه كل انا نفسي ما قلتش هذه الهضره هذه قلت في زوج حاجه قلت الواقع اللي فيه اللي كونفيكسيون القناعات نتاعي في راسي ما يصصر لي الحوايج هذه كلها كيما راني داكور معاك مي الواقع يقول بلي شي راهم يديروا فيه ما نجمش نجيجيه باسكو كون جيجيه نجيجي البيبليك اللي عندهم ثما مهدي غاني الاف يتبعوا فيه رشيد نكاس الاف يتبعوا فيه معطيه الفرصه باش يحكموا عليه سير بلاس وهما من حقهم باش يكون عندهم الاعتماد من الشعب ديريكت فهمت كيفاش سي ليماج انا عندي مبادئ باش ما يتحقروش نعرفه باش ما يقولش حتى شكون قال ها ولا ها من فين تحكي انا عندي مبادئ انا نتمنى لهم الخير ان شاء الله عندي قناعات نحملها انا ما يسوقونيش الناس حتى ولو كان راهم بالملايين انا لما نتكلم كيكونوا الناس راهم مجمعين بالملايين ويجي قال كل واحد عايض قال جماعة اسمعوا يا أيها الناس أنا ما جيش نتحدث حديث عاطفي جيت نتحدث جيت نخاطب العقول. الجزائر راها معرضة إلى الأخطار، الجزائر راها معرضة لتحرشات، راهم كاينين الناس قادرين في أي لحظة يلهبوا البلاد، راهم كاينين الناس كذا كذا كذا. انتم من حقكم على جل باش يكون هناك تغيير،
من حقكم على جال باش تعيشوا في الجزائر أعزاء مكرمين، من حقكم على جال باش تستفادوا من الخيرات تاع البلاد، من حقكم باش تعملوا، من حقكم على جال باش تديوا السكنة، من حقكم كذا، كلام منطقي وكلام عقلاني وكلام موضوعي. ولكن قال راها كاينه، هاي كاينه الصعوبات هاي. دوك لو كان نقولوا مثلا راهو درك مثلا الواحد راهو يتحدث في حديث موضوعي، تارك على بالك بروحك باللي راك ماكش راح تفوت في المجلس الدستوري، وعلى بالك بروحك باللي ما راكش راح تفوز في الرئاسه حتى اذا كان فت في المجلس الدستوري. ولكن قال انا راني ترشحت من اجل على جال باش نستعمل انا هذه المناسبه على جال باش انا نخاطب الناس، نلتقي بالناس كذا، تتكلم كلام موضوعي. لكن لما انت تصير تعد في الناس وتصير انت هو انك انت تدفع في الناس، من بعد انت واش تحوس؟ تحوس على الانتخابات؟ ماكش تحوس على الانتخابات، تحوس على حاجه واحده اخرى. نوردين الصحه الصحه السياسيه ما فيهاش غير رشيد نكاز، ما فيهاش مهدي غاني. غروسو مودو انا العبد لله، اعوذ بالله من كلمه انا ضد العهده الخامسه، وضد العهده الرابعه، وضد العهده الثالثه، وضد العهده الثانيه، وضد العهده الاولى. وبوتفليقه عمري ما كان عندي سنتيمون باللي كان عندي رئيس اسمه بوتفليقه، ما كانش عنده الشرف انه يكون رئيسي. انا اللي قلت لك 99 فوتيت احمد طالب الابراهيمي، وفي في 91 فوتيت فيس، كنت جون اكفايا من وراها ما زدتش فوتيت طول، بعد ما زدتش فوتيت طول. اسمع جوست كامات نو، صقر لي انا رايي، الانتخابات هذه ما تنفع لا بوتفليقه، ما تنفع النظام تاعو، ما تنفع الشعب تاعنا، ما تنفع المعارضه مالو. عاد نخسر الوقت 5 سنين في لدوج. الحل الوحيد اللي يساعد الناس كل هي مرحله انتقاليه تاع 2 ans يحكموها ناس عقال يبريبارو فيها إليكسيون صحيحة، والشعب هو اللي يفوتي. هي لو كان يفوتوا على 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 شارلومان بصحتهم، إلا فوتوا على علي بن حاج صحتهم. أخ عبد الله كيفاش؟ هذا الهضرة صحيحة، كيفاش؟ ما نبوسوا حتى واحد حنايا. أنا واش راني نهضر؟ مرحلة انتقالية منذ سنوات. أسمع، راني منذ سنوات وأنا نعمل من أجل على جال باش تلتقي كل القوى، على جال باش نحاصروا هذه العصابة، وعلى جال باش تكون هناك انتخابات ونمشي واحدة واحدة على جال باش نبنيو جزائر جديدة. هذا التسابق نتاع أنه كل واحد هو الزعيم، هذا راهو رايح يخدم هذه العصابة. لماذا؟ أكيد أنا معاك. لماذا؟ لأنه درك هذا الناس، لأنه درك هذا الناس اللي راهم درك مثلا راهم ماشيين هما مع زيد ولا عمر، من الناس راهم هما يمشيوا فيما بعد غدوه لما يلحق الوقت نتاع المجلس الدستوري. المجلس الدستوري راهو راح يقول الكلمه نتاعو، هذا الناس ما راهمش رايحين يفوتوا، عندهم مرشحين اللي راهم درك هما يجمعوا التوقيعات معروفين، عبد الرزاق مقري، لويزا حنون، علي بن فليس، بوتفليقه، عبد العزيز هذاك بالعيد. وممكن اذا راهم كاينين جماعه راهم يسعاو، راهم يتحركوا هاد الايامات، وراهم منهم اللي راهو يجري على جال باش يرشح حمروش، او منهم اللي راهو يحاول يقنع هذاك احمد بن بيتور والله على جال باش هما يلقاو مرشح، ممكن اذا كان الناس تجندت وراءه وفيما بعد الناس يفوتوه. ولكن تاكد من انه هذ الناس اللي راهم دركا في النظام يو راهم يعرفوا الشعب احسن منك ومني. هذ الناس راهم عندهم معلومات دقيقه. اولا عندهم القوائم تاع الانتخابات على مستوى 48 ولايه، عندهم القوائم تاع الانتخابات على مستوى العواصم تاع الخارج في القنصليات وفي السفارات، عندهم هما القوائم تاع الانتخابات في الاسلاك الامنيه المختلفه، عندهم هما القوائم تاع الناس اللي راهم درك هما اللي راهم يأطروا في هذه الانتخابات في الولايات وفي الوزارة وفي البلديات، وبالتالي هما اللي راهم راح يديروا المراقبين، وهما اللي راهم راح يديروا الموظفين، وعندهم الوسائل تاع التزوير. ما عندكش انت القائمة تاع الانتخابات، بالإضافة إلى أنه هذ الناس لما يروحوا هما منقسمين، هذاك راهو راح مع زيد
وهذاك راح مع عمر، هذاك راح مع زيد، وهذاك راح مع عمر، وهما راهم ملتفين. المفترض هو انه هذا الناس اللي راهم يزعموا المعارضه وراهم يحوسوا على التغيير، المفترض هما انه هما اللي يلتفوا مع بعضهم البعض على جال باش هما يحاصروا هذه العصابه. فاذا به هذه العصابه راهم هما اللي ملتفين حول بعضهم البعض، عندهم دوك هما الارندي، وعندهم هما دوك تاع الافلان بار ديفو. تعرف شو هو بار ديفو؟ بار ديفو جبهته التحريري اعطيناك يا عهد، عندهم هذه بار ديفو، عندهم زوج ملايين ثلاث ملايين صوت، هذه بار ديفو تسمى الناس اللي 5 مليون هذه الروا الروا هذو رايحين. بالاضافه الى القوائم اللي هما عندهم، هما نتاع الموتى، الموتى عندهم نتاع الغائبين هذو كامل يروحوا، وخليهم التصوير الالكتروني. ومن بعد انت واش راك رايح؟ رايح فيما بعد تخدم هذه العصابه، وقالها مدوها لكم وانتم، ولا خاطر قلنا لكم، وقلنا لكم لابد من تعبئه، وقلنا لكم وانتم الله غالب وما مشيتوش من كذا. ومن بعدهم رايحين يفرضوا امر واقع ونزيدوا حنا نمشيو معاه. حنا رانا منذ سنوات حنا رانا نقولوا ارواحوا يا سيدي، تقدموا مجموعه من المرشحين يمثلوا تيارات مختلفه، قال واحد من التيار الاسلامي، واحد من التيار العلماني، واحد من التيار الوطني وكذا، مجموعه من المرشحين. لكن فيما بعد في السباق راهو راح يخرج رئيس واحد، وفيما بعد هذ الناس يخدموا مع بعضهم، يكون هناك برنامج ومشروع مشترك وتمشي الناس وحده وحده. اما هو انه واحد راهو يدير لك في السيرك منه، والاخر راهو يشطح لك من هيه، والاخر راهو يضرب لك في القبقاب ومن هيه، فيما بعد هذ الناس راهم قراصن عند هذا النظام. درك كاين اللي راهو ذوك الكلام تاعي راهو جارح بالنسبه ليه، لانه هو راهو يمشي مع واحد راه متعصب له ولا ذيك. الله يسهل عليه، الايام بيننا، راهو لم يبقى الا القليل ويفوت هذا نتاع المجلس الدستوري. كيفاش تيماجيني فيها نوردين الشهور اللي جايه ان شاء الله، السنوات اللي جايه كيفاش تيماجيني فيها؟ كان شي حاجه ما راح تتغير، حاجه ما راح تبوجي، بالعكس الامور راها رايحه غير زايده تتعفن، رايحه غير زايده تتعفن. لانه هذا النظام كيفاش النظام يغير روحه هو؟ نو على الانتخابات اللي كراك تروح جيسكوبو، يديروها جيسكوبو عاد يديروا بوتليك على هذا كان تطمالي. يا وهما شوف نقول لك، هما راهم عندهم عده سيناريوهات، ما عندهمش غير واحد برك، عندهم عده. انت انت شي سيناريو اللي في راسك انت اللي فوزابل، وين السيناريو اللي ممكن يطبقوه في رايك انت؟ يا يديروا عهده خامسه يباسون فوق. شوف اذا ما تحركش الشعب هما ماشيين في البلو ا، بلو ا نتاع تمرير بوتفليقه. وهذه النقطه شوف نقول لكم، كاين بعض الاخوه شفتهم، وحتى كاين منهم اللي ارسلوا لي بعض الفيديوهات وقال ها هو بوتفليقه مات، وها هو سعيد بوتفليقه وحكموا الكونسير. هذه خدمه النظام، هاني قلتها والكلام تاعي راه مسجل، خدمه النظام. دوك انت كاين الناس اللي راهم دوك ما يحملوا فيها هذا سعيد بوتفليقه، قال باللي سعيد بوتفليقه راه هو يدفع في خوه على جال باش يرشحوا، هو راهو ميت وهو راه كذا، هو راهو يدفع فيه بالترشح. دوك لما الناس يسمعوا باللي قال هذا السيد هذا راهو عنده الكونسير، قال اودي ايه طبق علينا خلينا من جد، هذا وقيلا راه يموت مش هو، فهمت؟ باش هو ينحي الهضره على روحه. ولما يقولوا هما باللي بوتفليقه باللي راهو مات، هذا المجموعه بالذات هذو اللي راهم دايرين هم معارضين، وهذو راهم اللي راهم يديروا في السيرك، غدوة هو لما يبينوك بوتفليقة في تدشين تاع المسجد، واش راح تقول؟ واش راح تقول؟ هما راهم درك هما يمشيو في هذيك الإشاعات باش فيما بعد أنت هما يخرجوه. هما على بالهم الناس راهم يقول لك إيه، يقول لك هاو يحيى، يقول لك حنا رانا نقولوا باللي راهو مريض، ما راناش نقولوا باللي موش مريض، رانا نقولوا باللي مريض. من بعد غدوة هو لما يخرج لك وتشوف انت في المج في ال... في الجامع هذا، ومن بعد راهم عندهم هما دي بروفيسيونيل حتى يستعينوا بناس من الخارج. اسمع اسمع نور الدين، نقول لك حاجه، هما خليهم هما ما يديروا في رايهم، يديروه هو بوتفليقه كون يرجع يوقف على رجليه، الشعب مش عاد يقبله، مش عاد يقبل المملكه البوتفليقيه. مانيش نهضر لك في هذا الكلام، لا لا نهضر معاك انا دركا، بوتفليقه ما يهمش دركا، احنا السيستم هذا ما عادش يقبلوا الشعب. الشعب راهو مال،
شعب راه مال وشعب راه يحوس على التغيير التغيير، جوستومون، هذه هي دونك. ولكن الناس اللي راهم درك هما يخطبوا في الشعب ماهمش في المستوى هذا، هو اللي راهم يخطبوا في الشعب ابا جوستومون دونك ما يمثلوش الشعب، دونك لازم يخرجوا ناس صحاح ولاد الشعب يعودوا يخدموا بالشعب بطريقه واحده اخرى. قال يا شعب لازمتنا مرحله انتقاليه نحكموها عقال، ناس عقال، ناس نظاف، هما اللي بريبارو الانتخابات، هما كل شيء من دارو جديد، دوزيام ريبوبليك يسموها هذه، الجمهوريه الثانيه، سي فيني وزاره المجاهدين واسم صخير هذه الامور هذه، اللي جانا يموت في البحر ترجع العلماء بلاصه يروحوا الحج ويرجعوا يحجوا للجزائر، اللي عنده 30 سنه ما دخلش في الجزائر، يضرب عام يحج في الجزائر يمد شكاية في راسه وينفيستي ثم وترجع الجزائر تتنور من دارو جديد، هذه تاع الانتقامات تاع تاكل لنا غير الوقت تاكل لنا. انا نتمنى ان شاء الله مرحله انتقاليه بكل هدوء، باسكو الجزائر هي دولة عظمى كم كيفاش والشعب تاعها عظيم والمصير نتاعو ان شاء الله ابار، ماهوش كيما لي تينيزيان ولا الجزائريه كونتر تينيزيان، مي اون ابار احنا الثوره اللي نديرو فيها هذه درناها احنا بكري في 88، سي با اوجوردي كنو دون دي لوكون المورال، كم كيفاش ان شاء الله ان شاء الله شكرا ان شاء الله الجزائر ان شاء الله تكون في عقاله يا نور الدين، كم كيفاش وبربي ان شاء الله ما يكون غير الخير ان شاء الله، هذا ما كان نتمنوا احنا شعبنا يكون بخير ان شاء الله، سواء اللي راه في الجزائر سواء اللي راه في الاوتونجي. شكرا الأخ عبد الله. نمر الإخوة الآخرين، نشوف طر الأخ هذا فارس، الإخوة الآخرين أصبروا شوية، أخ فارس عندك كان بلوكاج في الهاتف نتاعك، شوفوا في الأخ هذا مهدي، نفس الشيء الأخ مهدي، شوفوا طر الأخ هذا محاد، نفس الشيء الأخ محمد خوالف، شوفوا الأخ هذا ياسر، نفس الشيء الأخ ياسر، وش هذا صاحبي هذا؟ شوفوا هذا الأخ أنيس، ترى الأخ هذا أنيس. اصبروا الاخوه، كاين مجموعه من الاخوه اللي بغيت باش نطلعهم ولكن كلهم عندهم مشكل في الهاتف نتاعهم، كاين بعض الاخوه اللي راهم ينتظروا، اصبروا شويه. الاخ انيس مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله لاباس الحمد لله، الله يبارك فيك، الله يسلمك، الله يعيشك، الله يعيشك. شفيت عليا صفيه، انا شفيت عليك نتاع قسنطينه، تاع قسنطينة يا رحم الله. ايوا مرحبا بك الاخ شرف، يبارك فيك، نرحبوا ثاني بالناس اللي يتبعوا فينا يعني الجزائريين بكل في الجزائر ولا في الخارج ولا دونك شكراك توجور. اسم الموضوع هو الانتخابات ولا الوعي، نحكيو على الوعي، الوعي ايه الوعي، هل هناك وعي يعني وعي في يعني في ابناء الشعب وفي كل شرائح الشعب وشرائح المجتمع توسكي سوي. والله والله هذا الموضوع يعني جد هام، وهنا كما نقولوا ما هو هنا مربط الفرس، هنا مربط الفرس، لكن نحوسه حسب راينا، لكن نحوسه يعني يعني نتمناو يعني يكون كاين هناك تغيير، ثم يعني وداو الامل تاعنا بكل تغيير، لازم نخدمو شويه على الوعي هذا، نخدموه وعلى الحس، يكون عندنا حس مدني اول حاجه، هي هو يعني لا باز القاعده، الحس المدني، الحس المدني هذا اللي من بعد راح يكون بعد عندنا ثقافه سياسيه منه، عندنا اتجاهات سياسيه و كما نقولوا حنايا قناعات سياسيه، كل واحد وايديولوجيه، هذه من بعد حنا هذه الامور هذه راهي على باس كانت ما كانش بدات بعد احداث بعد دستور 89 والانطلاقه هذيك في التعدديه، ومن بعد المسار الانتخابي ونعرفوا طول الاستوار يعني للتاريخ ونعرف بان كيف هو صرا، انت كتعرفوا مليح وانا اللي نعرفوا مليح، انا سمعني كنت في هذيك بديت المسار الجامعي تاعي في التسعينات، في اوائل التسعينات. درك حنا هو هذا هو الاشكال، وانا صراحه يعني في عندي مده زمنيه وانا يعني في المحيط يعني البسيط اللي راه وانا راني عايش في قسنطينه، في يعني المحيط الجامعي، في المحيط المهني تاعي تاني،
يعني نجبدوا هذه يعني الاسئله هذه ونجبدها الاسئله هذه تهمني بزاف. وكانت المواضيع نتاعي ما يمكن نحب نريح مع صحابي ولا مع الزملاء تاعي، نوجه توجور النقاشات لهذه المواضيع هذه، لان انا نظن باللي هذه هي نقطه ضعف اللي عندنا احنا الجزائريين حاليا، وحاليا لان احنا عندنا واحد الظرف، نهضر على انا الجيل تاعي جيل التسعينات، عندنا واحد الظرف يعني جي احنا كان عندي 20 سنه هنا كي بدات مشاكل 92 و91 وتوقيف المسار الانتخابي، ومن بعد رحنا اتخذنا يعني البلاد راحت يعني في كما نقولوا احنا في زوبعه كبيره اللي سميناها احنا من بعد بالعشريه السوداء، لا علينا، واحد يسميها بالحرب الاهليه واحد، المهم احنا هذا اسمه راهو تاريخنا، واحنا كما نقولوا احنا رانا والله سيم والله سيم يعني تو الجيريان سون نيفو اسيم هاد ليستوار هادي. مي المشكله الكبيره هي انه لازم تكون، وانا ما عنديش برك في البارح برك، فكنت ولا غالب عليا كنت ساعه مع الطلبه تاعي كي نقعد معاهم كان في اوقات الفراغ، ولا نجبد يعني المواضيع هذه، وعندي شويه حس مع الطلبه قسم نحكي معاهم في خارج يعني الاوقات الدراسيه وكلش، كاينين ترى يعني ناس باسكو كي نبداو حنايا نهضروا على الحس ونهضروا على كيما نقولوا الحركه النخبويه والحوايج بكل، تبدا يعني ديجا نبداو من الجامعه، الجامعه هي اللي يعني في الاساس ونورمالمون هي اللي تمثل النخبه، يعني نخبه المجتمع، واللي نورمالمون منها تبدا اي حركه فكريه، اي حركه يعني كيما نقولوا نضالية سلمية وفكرية، يعني في إطار حضاري وفي إطار يعني الهدف تاعها هو التغيير إلى الأحسن، تغيير ثم إلى الأفضل، التغيير إلى تجسيد يعني الديمقراطية وحرية التعبير، وكما نقولوا وتجسيد حقوق لكل الأفكار ولكل الناس في إطار يعني نقول احترام الغير واحترام المتبادل واحترام قوانين اللي هي قوانين الجمهورية اللي يكونوا احنا متفقين عليها، وتمثل في دستور يكون دستور توافقي يعبر عن كل الاتجاهات الثقافية والإيديولوجية اللي راهي تخص بهذا المجتمع وهذا البلد. يعني أنا هذا هو الفكر نتاعي، وأنا حسب النقاش اللي تلاقي حكينا يعني عندنا واحد 15 يوم ولا ما لاباليش ماني شافي، أنا كنت عندي ما تبعتكم شوية من بعد كنت عندي ظروف شوية خدمة، مي على بالي بلي كاينين عندكم هاد لي فيديو كونفرنس مالي مادام سما لونغ كيما نقولوا حنايا الامر يعني، والوقت راهو يتطلب انه الانسان نتلاقاو ونحكيو ونطرحوا افكار، ولعل بان انه واحد يمد فكره واحد يمد فكره، ومن سما تكون ديما نكونوا تناقشنا، وبالك واحد ما على بالوش بحاجه يوعي واحد ويوله واحد الحاجه، وهذا هو النقاش، حنا المطلوب ان نتناقشوا ان نطرحوا اسئله ان نتبادلوا افكار، الناس من يفو كونسوا ليكوت يفو ايكوتي، مام الانسان اللي راني مانيش متفاهم معاه وايديولوجي وفكرته ما متناقض معاها، مي دركا لازم كونسوا ليكوت، مام هذاك اللي كان راهو معاكسني في لوبوزيسيون ومانيش يعني جذريين راديكاليين مانيش متفق معاه، مي انا لازمني المرحله هذه سما لازمني ندير الكونسيسيون تضحيه من اجل الفائده للجميع، باسكو البلاد هادي كون درك ما نديروش دي كونسيسيون راح انا قلتها راح نروحوا لوضعيه اخطر من هك، يا سير هادي لوضعيه اخطر من هك، هذا هو الاساس. تذكر انت مره تطرح اشكاليه، فهمت، تطرح اشكاليه ومن اجل على جلب باش انت تحدث نقاش تحدث ردود افعال، كاين ناس اللي هو ما يجاوبكش على الاشكاليه، ما يجاوبش عليها ويبدا هو يروح يسطح لك جوش من دروات، مرات هو انه يبدا يهاجم في شخصك، مرات كذا، كاينه اشكاليه راها موجوده، قنعني، فهمت، قنعني، انا راني غلط، قنعني. هذوك انت راهو درك واحد راهو موجود على ارض الواقع، راهو يقوم بجمع استمارات، يقول لك انت فهمني كيفاش انا هذ الناس راهم درك هما من جهه راهم رايحين يمنعوه، ومن جهه مخلينه هو يتحرك، هذه المفترض هو انك انت تفيق، انا واش راح نقول لك تتفيق، انت تعرف باللي راهم يستعملوا فيه،
تقول له باللي راهم يستعملوا فيه هو يقول لك باللي هو انا ذي مش دخلت لي في راسي انا اخويا قعد تبع نهار اللي تفوت المقصله نتاع المجلس الدستوري نشوفه فيما بعد شكون هو اللي راهو درك هو راهو يشوفه راهو يعرف في هذا النظام فدرك ها هو هضرنا على هذه القضيه نتاع بوتفليقة قادرين درك غدوه هما راهم يوجدوا في هذا المجلس يوجدوا في الجامع وعندهم مشاريع اخرى قادرين يخرجوه لك في الكروسه ثم ويجيبوا له ناس ثم تحيلوا وتسلموا عليه دو وعلى سيدي الشيخ ويعقبوه ها هو بوتفليقة ويجيبوه لك نورمال وقال احنا رانا قلنا لكم صحيح باللي راهو مريض وصحيح كذا بس احنا رانا شفنا باللي البرنامج وشفنا فيه كذا وعندهم الطبالين وعندهم الزمارين وعندهم تكتا واش راح تقول تحرك 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 على روحك تحرك احنا رانا نحوسوا على التغيير نتاع النظام مانيش نحوسوا على السيرك انا درك لما درك مثلا انا درك النظام راهو درك هو يستعمل في مناورات انا ما نطحش فيها نطحش في الخطا تاعو ها هي نعطيك كمثال نعطيك كمثال في مره من المرات حركوا جماعه حول ملفات نتاع ابتزاز وقال هاهم جابوا ذاك عبدو صمار وهاهم جابوا ذاك وهاهم جابوا ذاك وهاهم جابوا ذاك واش راه يدير عبدو صمار ذاك في فرنسا واش راه يدير في فرنسا نعم واش راه يدير في فرنسا واش راه يدير دركا واش كنت نقول انا كانوا بعض من الناس يقول لك انت بابا بابا تارك جايبها والناس يقول هكذا وهك تشوف بها بعينيك دونك انت لما تشوف هذاك بابا راهو دركا هو في الوسمو في المداومه نتاع بوتفليقه واش راك دير انت لما تشوف انت مع هذاك الجنرال القديري واش تفهم انت احنا رانا نقولوا لهم باللي راهم مجموعات راهم مجموعه راه في السلطه ومجموعه خارج السلطه وراهم يسعوا من اجل استعاده السلطه وانت راك تضرب في الريح في الشبك ماكش فاهم اللعب نتاعهم هما راهم درك عندهم هما الوسائل عندهم الاعلام وعندهم بحكم انه احنا رانا نحكيوا على القضيه هذه نتاع الوعي هما يعملون من اجل تحريف الوعي عن طريق وسائل الاعلام المختلفه فهمت دونك لما يجيبوا لك واحد انت يجيبوك واحد انت ويقول لك باللي هو راهو بوتفليقه مات وانت يا تصير انت انك انت تقول باللي بوتفليقه مات فيما بعد هما يخرجوه لك في في التدشين نتاع المسجد هما راحين يديروه يعني نقولها لك يديروا التدشين نتاع المسجد هذا ومن بعد انت واش تبان تبان بلك تضرب في الريح تبان بلك تكذب حتى الناس اللي راهم معاك قال سي محمد سامحني كنت نتبع فيك ولكن سامحني ما ورانا نشوفوا فيها ما قيمته هو انك انت تروح انت دوك تخرج في الناس تهيج فيها تهيج فيها لفائده من لفائده الناس اخرين راهم من وراك لانه كما قلت انا مثل لا كورس هذيك كاينين يعني الناس راهم هما يحطوهم في الصفوف الاماميه وناس راهم اللور راه تخدم لانه راهم راحين يهيئوا لهم الارضيه راهم راحين يجيوهم فيما بعد دوزيام ايطاب يا اخي لا انا ما نمشيش معاك احنا رانا نتحدثوا في هذه القضيه نتاع الوعي حوسوا على انه يكون هناك تغيير حقيقي يا اخي التغيير هذا اذا كان ما كانش وعي اذا كان ما كانش الناس فاهمه هذه الاخطار اللي راها وفاهمه هذه الالاعيب اللي راهم يستعملوا فيها سواء الناس اللي راهم في النظام او الناس هذو اللي راهم دوك هما يحوسوا على جل باش يستعيدوا المواقع نتاعهم ما نقدروش نديروا التغيير هذو باش انت تواجههم لازم اولا تكون فاهم الالاعيب نتاعهم ولازمك تعرف الاساليب نتاعهم وتواجههم بالاعلام بالصدق تواجههم بالمشروع تواجههم بقوة الفكرة تواجههم بقوة الطرح نعم هذا هو السلاح تجيب لي انت عندك انسان يدير لي في السرك الناس راها تخدم تدير في المشاريع الناس راها تشوف فيها رأي العين راهم الناس يوسموا يفرقوا لهم في السكنات ويعطيو لهم في مناصب نتاع عمل وكاين اللي راهم يدعموا فيهم راهم كذا وانت قال هاو مليونير 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 وهاو جل مليونير وهاو سلك الغرامات وهاو سلك الهي سلك الله
مواطن رايح اللي راه يشوف فيك وراه واعي يقول لك يا خويا انا ما تقعد تبع الريح، تبع على روحك، اقعد انت تبع تبع الهواء. هذه هي هي وني موافقك يعني يعني التحليل تاعك انني موافق، ودي الفكره تاعي كنت كنت قانع بها، يعني عندي قناعه يعني منذ يعني مده يعني معينه، مده يعني يعني طويله، ويعني وقلت لك انني سادير قلت لك في المحيط يعني يعني تاعي يعني البسيط يعني المحيط، قلت المهم لك يعني الإخوة اللي راح عليك في بالحال الجامعه. ربي يكون معكم إن شاء الله، تصبحوا على خير، ربي يكون معكم إن شاء الله، ربي يعاونكم إن شاء الله، ورانا نزيدوا إن شاء الله نتشوفوا في فرصة واحدة أخرى. إن شاء الله. المهم قلت لك سي نور الدين، قلت لك أنني متفق معك في القضية هذه، والناس هذو اللي قاعدين درك كما يقولوا يعملوا في التهريج، ويا بوكو دو مانيبيولاسيون، كاينين بزاف حوايج كي سون يعني، والنظام هذا اللي سي ان سبيسياليست، سبيسياليست على لا مانيبيولاسيون، سي فريمون سي مالفين بها يعني. حنا في الجزائر هذه ما مش حاجة جديدة علينا، ومش حاجة يعني كما نقولوا لي ما نعرفوهاش ولا، وما عندناش حل الخلاف، انه كما قلت درك انا واش قلت لك وانت عاودتها من ورايا، قلت سي تكون صادق ويكون عندك الحجة القوية ويكون عندك منهج فكري يعني يعني صحيح، اختر ما اصبر اصبر هذا السلاح الاخ هذا. الاخ اسمه شرف، صبرني مرة. انا الاخ اللي ترمز للاسم نتاعك بشير قلت لي باللي انت مريح في كرسي وتنقد في واحد يتحرك ويناضل، راك حاب نعطيك الحق، ما تعطينيش الحق على روحك، ليكن في علمك باللي انا نهار اللي كنت في الشوارع في العاصمه ونهار اللي كنت في الشوارع في الجزائر في الولايات المختلفه، رشيد نكاز نتاعك كان داير الجنسيه الفرنسيه وكان مترشح مع فرنسا، نهار اللي كنا في الشوارع في التسعينات كانوا وجوه البق هذو اللي راك انت تشوف فيهم كان حجاله ما يبين وجهه، فهمت؟ بحسب انت دوك راك تقول لي باللي زعما شغل احنا رانا خايفين من الشارع، راني جاي انا في كرسي، وانا راني جاي في كرسي وراني نمرر في الرساله نتاعي، راهم يسمعوا فيا رؤساء احزاب وراهم يسمعوا فيا صحفيين وراهم يسمعوا فيا اساتذه جامعيين وراهم يسمعوا فيا طلبه وراهم يسمعوا فيا باحثين، وانت روح تبع الهيشر، فهمت؟ روح تبع الريح، قضية تخرج انت. علاش نخرج انا؟ وعلى يعني قاعد انا بهاتف نقال بفكرة، وهو انه السحر نتاعك هذاك نحيه لك نهبطه لك، وانت اضرب الزرنا على روحك. قال له سي محمد قال لك اخرج لبرا الناس راها تتحرك، وين كنتوا لما كنا احنا في الشارع؟ انا راني ممنوع من النشاط السياسي، هذوك تهضر عليهم انت دايرهم معارضين، انا جواز سفر لحد الان، الان رانا في 14 فيفري 2019، اليوم لحد الان جواز سفر مازال ما عنديش، الناس راها طالعه بزوج باسبورات، باسبور جزائري وباسبور واحد اخر، وتقول لي انت ارواح الثمة وانا واش مع من نهضر، انا ممنوع، وانا لو كان نروح ونلم الناس انا ما نبلعطهمش، نعطي لهم حقائق، فهمت؟ مشي نروح نوعد الناس، فهمت؟ ونهار اللي انا لميت التوقيعات ما لميتهمش انا بالحس والعياط، رحت نمشي من دار لدار، روح تدخل السلام عليكم السلام، نتحدث معاهم، قال راني جيت من اجل فائده المرشح الفلاني، راهو برنامج تاعنا هاو الهدف نتاعنا واش رانا نحوسو، رانا محتاجين توقيعات من اجل علاج باش المرشح يستطيع هو انه يفوت في المجلس الدستوري، ويعرفون الناس كيما يقولوا اخو ابن اخته ابن خاله ابن عم، يعطيك قلم الكورت نتاع الدار، هم يعطيك 4 ولا 5 نتاع بطاقات، هم نتاع الناخب، هم كذا، روح عمر على روحك ديلو ورق نتاعك وعمرهم وروح، ما درنا لا سرك ولا هم يحزنون. دوك انت اذا كان راك تشوف باللي هذاك النشاط اللي راك تشوف فيه انت يا
يا خويا مبروك عليك، راه الايام بيننا، راه مازالوا ايامات، وبالك برك تجي تقول لي باللي اسمح لي راني غلطت، فهمت؟ لانه انا حنا هذيك الاخطاء اللي وقعت، المجازر اللي وقعت في البلاد، المشاكل اللي وقعت في البلاد، ماناش حابينها تزيد تعاود توقع. ماناش حابين هو انه اولادنا يزيدوا يوقعوا في نفس الاخطاء اللي وقعنا فيها احنا في التسعينات. احنا دوك الان نعرفوا النظام، نعرفوه معرفة صحيحة. انسان اللي مازال ما جربش النظام روح، فهمت؟ روح. وعندي واحد انا من العائلة نتاعي، ولو يعني مش من اسمه، ولكن راهو من العائلة نتاعي، هم ذبحوه عنده يومين في الجامعة نتاع واسمه نتاع بن عكنون. اروح انت ثم لكنه واقر، انا راني محروم، محروم انا لو كان جيت راني في البلاد ان نروح نحضر له الجنازة، فهمت؟ ربي كان يرحمه من جيت برد راه هو عندي جواز يطالب سفر، السنة الثالثة. كان جا عندي جواز سفر اي نروح نحضر الجنازة، فهمت؟ اي في من وهذو عكنون الناس اللي راك إقامة. انت دايرهم انت باللي يتحركوا، لو كان راحوا، كان راحوا حضروا، جيت تهضر لي انت، لو كان جيت تستحي كان جا عندك الكرام نتاع حياه ما تهضرش الهضره هذه، فهمت؟ والدي انا توفى وما حضرت لهمش، تجي انت تقول لي انت روح نمشي معاك، انا نمشي مع البكبك، نمشي مع البقوقو كيما الجماعه نتاعك، نمشي دير السياسه، سياسه للرجال، سياسه للناس اللي يعرفوا لها. سيد ما يعرفش حتى كوعو من بوعوجي، هضر لك انت يا ارواح، روح تبع المسطولين ذهنيا، فهمت؟ المخطوفين، مخطوفين عقليا، روح معاقين، معاقين فكريا، فهمت؟ روح روح تبع نهار اللي توصل للصح، من بعد تعرف شكون هو اللي راهو كان ينصح فيك، وشكان اللي كان ينور فيك، وشكان اللي كان يوريك في الطريق نتاع الصح. مسألة ماهيش قضية نتاع خروج، فهمت؟ قضية هو انك انت لابد هو انك تعرف انت هذه العصابة الحاكمة، تعرف هذا النظام كيفاش راهو متكون، كيفاش راهو يسير، كيفاش راهو يستعمل في التضليل، كيفاش راهو يستعمل في الملفات، تعرف انت فيما بعد كيفاش انت تواجه هذا النظام، تواجهه من خلال هو أنه يكون هناك وعي. هذا أنت لا تفرق بين معارض وبين موالي. هذا البارح واحد كان شياتي شيت البوتفليقة، صار الآن درك جازوش كلمات صار معارض، وأنا اللي كنت ضد بوتفليقة من 1999 لدرك صرت أنا ما عندي والو. هذا اللي كان مترشح في فرنسا عدة مرات ومن بعد دخل ثم يلا صار وطني وصار هو يتحرك، وانا راني قاعد. انا الملفات اللي طرقت ليها، فهمت؟ بدءا بالقضيه نتاع الملف نتاع المطار، وانت المجزره نتاع السركاجي، وانت البرواقيه، والملفات اللي حلوف من هذ الحلاليف هذو اللي راك تحسبهم انت، ما كانش يشرك اللغب نتاعو يتكلم فيهم. انا جبت مدني مزراق وجبته وهدرت معاه، وجبت عبد الحق العيايده وجبته وهدرت معاه، وجبت علي بن حجر جبته وهدرت معاه، وجبت علي بن حاج اللي كانوا يشوفوه يهربوا وجبته وهدرت معاه وانا في فرنسا، وجبته وهدرت معاه وتحدثت في مواضيع اللي حلوف من الحلاليف نتاعك ما كان يشرك لغبو ولا يتكلم. دوك انت الان لقيتوها خابزه، لقيتو انتم الحريه، حريه وتستعرض انت في العضلات نتاعك على اساس انه هذ الناس راهم صاروا ابطال. احنا تحركنا وتكلمنا نهار كان الكلام ممنوع، فهمت؟ وان كان النكاز نتاعك، وان كان هذا مانيش عارف، راح نقول كلمه قد مانيش عارف كيفها. وين كانوا لما نهار اللي كانت كان واحد ما يقدر يحل فمه. دوك الان انت سي نور تخرج الدين، دوك تروح انت بوليسي تبزق عليه ما يقول لك والو، روح تكلم نهار اللي كانت الكلام كان بالفنون نتاعو. انا عشت هذيك الوقت، هذاك عشتو ما تزعفش يا سي نور الدين، هادو ناس ما سي فون دو لا بروفوكاسيون،
فهم سمعتني يا سي نور الدين؟ الو اني نسمع فيك يعني نسمع فيك. لا هو أيه. مرات هو انه مرات تسمع على جل باش الواحد كاين بعض من الناس يحبوا ما يجاوبهم هذا مكان الله. ما سي نور الدين انا والله الناس انا كيما هادو يفون لا بروفوكاسيون وتلقاهم يعني ما صدير ما كي تحب يعني تلونسي حوار نقاش بالناس تلقاه ما يعطيكش حاجه يعني اللي راح تفيدك ولا مش راح يخرجك يعني لانه يعريهم تاع فايده. هذا الحوار يعريهم لما تحكي انت على القضيه تاع الوعي تحكي ما الوعي يعريهم لما تحكي انت على القضيه تاع الوعي يعريهم يعري الصحفيين اللي راهم هما يمارسوا في التضليل على الناس في التضليل. جيب لك انت صحفي راح يجيب لك انسان بقل في راسه ويصوروك على اساس نعم. انه راهو عنده برنامج وعنده مخرج للازمه وعنده مشروع نتاع نهضه وعنده كذا، وفي المقابل الناس اللي هما يوعيوا في الناس والناس اللي هما ينوروا في الناس والناس اللي هما عندهم برامج يشوشوا عليهم يشوشوا عليهم مشوشوا هذه هي هذه معروفه هذه الطريق خلاص نهائيا هذه الوقت هذه اسمها سياسه الناس ضعاف ومام لابريس الصحفيين وراح تجيب النهار تجيب النهار تاعك تجيب النهار تروح تجيب زيطوط ولا تجيب شوشان ولا تجيب عليك الحاجه هضر سيد لابريس كما نقولوا حنا سيد لابريس ا دو سو يعني ا دو بال يعني يسمحوا لي على العباره هذه الناس اللي فهمتني سما دون بور مو سيرتان سيرتان بلاص من حتى ما نسميهاش وما نشوفش معاها كسوا المكتوبه ولا السمعيه البصريه ولا يا سيرتان كما نقولوا يا سيرتان ديبا حنا نحوسوا على الحوار نحطوا يعني دي باز يعني اساسات ومنهاش تاع واحد الحوار يكون حوار يعني بناء يعني اللي ديالو حنا نسمعوا الناس اللي تكون ناس حقانيه ناس ديجا عندها يعني مصداقيه وكاينين الناس اللي عندهم مصداقيه عبر السمر الوطني تاعهم عبر لي بوزيسيون تاعهم ومعروفين وكلش مهما انه ميم يكون الانسان هذاك راهو ديجا كان خدم في النظام ولا اكتسب ما ولا كانت عنده سيرتان بوزيسيون مي حنا نحوسوا دركا على دركا مواقف يعني فكريه نضاليه باه نخرجوا بان كونسنسوس حنا نخرجوا بان كونسنسوس اللي نهضروا عليه حنا التوافق هذا وهذا باه يقدر يجي هذا باه يقدر يجي لازم تكون مسبقا حنا نكونوا حوسنا وحفرنا نحوسوا على واحد الحس نكونوا واحد الحس واحد الوعي وعي مجتمعي وعي عند الناس والوعي هذا مين راح يجي الناس الاولين اللي راح يبداو يبثوا هذا الحس وهذا الوعي هذا هي النخبه هي المجموعه النخبويه حنا دروك نقدروا نديروا نداء لكل واحد ما زاد فيه دره تاع وطنيه دره تاع وطنيه مفكر اي في المستوى تاعو عنده فكره عنده مصداقيه عنده فريمون يعني كما نقولوا حنايا حب الوطن وعنده فكره نبيله يطرحها ويتقبل انه مام لكن راه هو عنده كما نقولوا حيلي اونغاجي بوليتيكمون اللي اونغاجي ايديولوجيكمون ما عندوش انه توافق مع ناس خلاف لكن هاد الناس هادو اي سون بري وعندهم ان اونغاجمون وعندهم اون فولونتي وعندهم نيه ان سما نسمعوا بعضنا ونخرجوا كما نقولوا حنا بنقاش ونسمعوا بعضنا وما نديروا انطلاقه ولا نديروا كما نقولوا حنايا نبداو نبثوا هذا الحس باسكو الحس والوعي هذا راهو ضعيف وراهو شبه منعدم كي نهضر هنا نهضر بصفه عامه على المجتمع بصفه عامه والمشكل هنا سي النخبه هي مسؤوليه النخبه بمفهومها العام النخبه هي راهي تاع البلاد هذه الاخ شرف عام كاين الوقت راهو خروا كاين اخوه راهم ينتظروا شفت راك ما زدت مجموعه ان شاء الله ونختم البرنامج ان شاء الله شكرا الاخ شرف نلتقي ان شاء الله في فرصه اخرى شوفوا الاخ عبد الخالق بصبروا الاخوه السلام الاخ عبد الخالق مرحبا كيف حالك استاذ وعليكم السلام ورحمه الله الله يبارك فيك واشرك الاخ عبد الخالق
الله يبارك فيك وربي يكتب أجرك على التضحيات ونشر الوعي اللي تقوم به. الله يبارك فيك. بين الوعي عموما هو سلوك وممارسة يكتسبه الإنسان أو الفرد يعني من خلال يعني التجربة، من خلال قراءة التاريخ، من خلال يعني من خلال استخدام العقل الذي وهبه الله سبحانه وتعالى للإنسان وتوظيفه في مكانه الصحيح، من خلال الفطنة، من خلال يعني يعني العلم والقراءة إلى غير ذلك. يعني أما بالنسبة إلى يعني الأسباب التي أدت إلى عدم الوعي، فيعني أولا يعني ترجع إلى يعني عدم التجربة. يعني أناس لم يجربوا واقع معين، خصوصا يعني من الواقع السياسي، ولم يعيشوا يعني تجارب ولم يستفيدوا منها. تجد ناس مثلا عاشوا في المأساة ولكن لم يخرجوا منها، لم يعالجوها، لم يعالجوا ما حصل لهم في المأساة، لم يخرجوا منها بفوائد، وإنما مثل الإنسان اللي راه يعيش تجارب، ولكن يعني كما يقال يعني الأفكار أو الأمور تدخل من الأذن الأولى وتخرج من الأذن الثانية. والسبب الثاني يعني عدم مطالعة التاريخ وعدم القراءة. تجد يعني أناس يتكلمون في مواضيع كبار، واحد يتكلم لك في المأساة، واحد يتكلم في مؤتمر الصمام، واحد يتكلم على شخصيات، يتكلم على هوارب ومدين، يتكلم على التيارات، التيار الوطني وغيره، وهو لا يملك أي حافظة، لا يملك أي يعني قراءة، أي ثقافة اللي يعني هي تمكن من فحص الأمر الواقع اللي هو فيه. والو من يعني ايوه نعم، يعني تجده يتكلم في أمور عظام وهو ما عندوش. تجد تسأله حتى بعضهم للأسف الشديد سألوا عن المجموعة تاع 6 ما يعرفش، مجموعة تاع مثلا 20 و 22 ما يعرفش أمور. فبالتالي هو يعني راهو بالجهل تاعه راهو من الأسباب كذلك. وهو للأسف سواء في الوعي السياسي أو الوعي الديني أو أي وعي، وهو يعني عدم استخدام العقل الذي وهبه الله سبحانه وتعالى. تجد إنسان وهبه الله سبحانه وتعالى عقل، يستطيع أن يميز الصحيح من الفاسد، يستطيع يميز الصادق من المخادع. فبالتالي هو ماشي وراه يغفل في نفسه، وراه يعني كما نقولوا احنا يعني يستغفل في نفسه، يستغبى في نفسه، وراه يتبع يعني هكذاك برك. نعم. ومن الأسباب كذلك التضليل، يعني التضليل الذي يعني تبثه وسائل الإعلام، التضليل الذي يبثه بعض الشخصيات، اللي في بالتالي هو الذي يقع فيه الذي لم يتثقف، اللي يعني المستغبي أو الغبي، فبالتالي يقع في التضليل، يقع في الحملات الممنهجة، يقع في هذا الإعلام، هذا اللي يضل الناس، اللي يوجه الناس. ويعني أسباب عدم الوعي السياسي وغيره يعني أسبابه كثيرة. حبيت نتطرق إلى أمثلة من عدم الوعي يعني السياسي في الواقع الحالي. نبدأ مثلا في المرشحين، مثلا يعني مواطن مثلا تجده مثلا يعني كيف ينظر إلى مثلا المترشح رشيد نكاز. أولا دائما نكرر وأنت يعني تتكلم مع الأستاذ حول المجلس الدستوري، كيفاش أنت راك يعني بحواسك الأربعة وراك عاقل راشد بالغ تعرف أنه هذا رشيد نكاز لن يمر في المجلس الدستوري وعنده موانع. وكذلك هذا بما يخص المجلس الدستوري. أما ما يخص هو هل هو ناضل مرة؟ هل لديه سجل؟ هل لديه إسهامات؟ يقولون عليه أنه مليونير، يقولون عليه أنه يحب الخير، يدفع المنقبات. هل شفته مرة في أزمة من أزمات الجزائر الاقتصادية أنه ساهم بعث باخرة للحليب في أزمة الحليب؟ هل ساهم وعاون المتضررين في ولايته؟ روحوا ابحثوا عليه. هل لديه يعني كما نقولوا احنا سجل؟ هل لديه نضال؟ الشخص ترشح معاهم في فرنسا في واسمه هذاك في الرئاسيات، وكان عنده جنسية فرنسية ولا يحمل أي نضال، ثم تجي أنت تحطه كله
يعني عقل الإنسان في الناس راه يتبع. المترشح الثاني مثلا غاني مهدي نفس الشيء، هل هو مناضل؟ لن يمر في المجلس الدستوري. هل الرجل يعني أنا رأيت أنه وصل حتى حد الكذب وحد فبالتالي هو تظهره الحقائق. أنا لا أسف على الشخص المضل، أنا لا أسف على الشخص الضار للأمة، أنا أسف على الذين يتبعونه فقط، لأنه هذا راح يكشف مع الزمان، ستبدي لك الأيام وما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار ما لم تزودي. لكن أرانا أني نأسف على الشعب المسؤول، الشعب هذا السكران. تفضل أستاذ. أخ عبد الخالق، شوف كاين بعض الشباب والله بعض الناس اللي هما عندهم مظالم. أنا يتصلوا بيا، أنا كاينين مرات اللي يتصلوا بيا، أنا راني ندير في حوار التزم لي بالموضوع. نعم فهمت. راه واحد لك كنت راك رايح لجمع التوقيعات، خليني مع جمع التوقيعات، راني جيت أنا نلتقي. وش عليه راك رايح تترشح راح تدير انت دوك مثلا في دعاية، وش عليه؟ انت راه فرصه قال مثلا تلتقي بالناس ولا تحكي مع الناس، ولا كنت حاب انت تسونسيبيليزي الناس، ولا راك حاب انت تستعملها من اجل تحريك الناس، جائزه سيدي، ولكن خليها في الاطار تاعها. الناس راهم درك هما كاين منهم اللي هو لما يجي من اجل على جل باش هو يمرر الرساله نتاعو عن طريقك. قال له السيد هذا راه قال مثلا راه يتبعوا فيه 4000 ولا 5000، انا نمر الرساله نتاعي. واحد عنده مشكله مع رئيس البلديه، واحد عنده مشكله مع الوالي، واحد عنده مشكله مع الشرطه، واحد عنده مشكله مع جاره، واحد عنده مشكله مع في الحي نتاعو كذا. كاينين الناس اللي هما لما يجي من اجل على جل باش هو يمرر الرساله نتاعو، ما عنده علاقه بك ولا اسمه. وكاينين اللي هما مكلفين بمهمه نعرفوهم. نعم لكن شوف ما يجيوهما من اجل التضليل الراي العام، يبعثوا لك ناس باش ينفلتريوهما تجمع ولا فهمت ولا مسيره ولا كذا، ينفلتريوها من اجل تمرير. هاك شوف دوك هذا الشعار دوك اللي راهو تحرك دوك نتاع، قال بوتفليقه يا المروكي ما كانش عهده خامسه، نفس الشعار نفس الصوت نفس الاداء، في البرج في الشلف في وهرن في عين تيموشنت في راك تشوف. راه كاينه ناس راه درك انا مع تغيير النظام، مع تغيير النظام اليوم وغدا، راني مع تغيير النظام، مع ذهاب بوتفليقه بخيله وحميره البارح واليوم وغدوه. ولكن ما يجيش انا واحد يستغفلني، ما يجيش انا واحد يستحمرني، ما يجيش انا واحد يستبغلني، فهمتني؟ حنا نحوسوا على جال باش هو يكون هناك تغيير حقيقي مش تغيير مفبرك. استعملوا القضيه نتاع البطالين في وقت من الاوقات وقال هاي تحركت ورقله وهاي تحركت الاغواط وهكذا، وراهم البطالين. استعملوا في وقت من الاوقات القضيه نتاع العروش في المنطقه نتاع تيزي وزو في بجايه وفي كذا، وين راحوا؟ حتى ربما المشطوبين والمعطوبين نفس الشيء. قضيه غير هذه القضيه نتاع غير بعيد، هذه القضيه هذه نتاع عدلان ملاح نتاع كذا، راك تشوف يا عبدو سمار راهو يشرح في الرساله نتاع بوتفليقه. نعم هذه يعني بوتفليقه بالتالي درك دوك اذا تحوسوا على تغيير حقيقي، انا هاد الناس اللي راهم مكلفين بمهمه، هاد الاوباش اللي راهم دوك ما يجيو يسبوا ولا يجيو يستفزوا ولا هذوك ما على باليش بهم. انا اللي راهم غايديني هاد المستحمرين، هذو اللي راهم درك هما يخادعوا فيهم من اجل كل مره يفشلوا عمليه نتاع التغيير. انا مانيش حاب هو انه الشباب يصاب بالاحباط. هذه اللي راهو درك هذا يحكي عليها هذا غني مهدي، راهو صار هو درك هو يدي في يزرع في الامل، هذا راهو يسرق في الافكار. روحوا اسمعوا الحوارات نتاع اذاعه وطني،
روحوا اقراوا كتاب تاع المصالحه الجزائريه، شوفوه الكلام اللي راهو يردد فيه. روحوا راه التسجيلات موجوده وموثقه، شوفوا العبارات اللي راهو يستخدم فيها. صار يغرس في الامل. روحوا اقراوا اسمعوا الامل والتغيير على اذاعه وطني، روحوا اسمعوا حوار هاو موجود في الموقع نتاع اليوتيوب، اسمعوه في الصفحه نتاعي وغيرها من الحوارات، روحوا اسمعوا على جل باش تفهموا باللي ما راناش. بالعكس حنا رانا نحوسوا على جل باش يكون هناك تغيير، ولكن ما يجيش ان يخدعني باي شعار، لا بشعار تاع البطالين ولا بشعار تاع تاع المتقاعدين والمشطوبين تاع الجيش ولا بنتاع الاطباء ولا باي شعار. نحوسوا على تغيير حقيقي، الناس تلتف مع بعضها البعض من اجل تسيير مرحله الجزائر مستهدفه في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل. الجزائر مستهدفه في الثروات نتاعها، مستهدفه في المناخ نتاعها، في في الجغرافيا نتاعها، مستهدفه في كلش. فهمت؟ مستهدفه في كل نعم شيء. الجزائر مستهدفه في كل شيء. كون نعم. يسيبوا كيفاش يلوثوا المناخ نتاعها، يلوثوه المناخ يلوثوه نعم. بالتالي احنا درك اذا حابين على جال باش يكون هناك تغيير حقيقي لازمنا نشوفوا وش اللي وقع للجزائر، الصراعات اللي وقعت. هاك نشوف انت دوك الان هذا الوسم واش هي زعامات. نعم كل واحد هو الزعامة. نعم ماشي يا خاو الزعامة، كل واحد هو الزعامة. هاد الجماعه اللي هما النهار اللي هما فجروا الثوره باش فجروها لانه تخلصوا من الزعامات، خلصوا من الزعامة وداروا عمل جماعي. عمل جماعي في داروا هذيك المجموعه نتاع في الاول في مجموعه من الناس، من بعد هذيك المجموعه التقاو في هذيك نتاع 22، وفيما بعد المجموعه نتاع 6. عمل جماعي على جال باش هما يقوموا بالتغيير. هذه نتاع واحد هو انه روح هاو الزعيم. شوفوا سجلوا في المذكرات نتاعكم باللي الانتخابات راه تفوت، وتعرفوا فيما بعد الاغراض بعد الانتخابات. خاطر كاين الناس اللي راهم درك هو يعطيك واجهه، يعطيك خطاب، ولكن خطاب هو على باله في قرارة نفسه باللي ما راهوش راح يفوت في المجلس الدستوري، على باله في قرارة نفسه باللي ما راهوش راح يفوت في الانتخابات، ومع ذلك يروح ويلتقي مع الناس لانه عنده اهداف واحده اخرى، قادرة تكون أهداف مادية كيما قادرة تكون أهداف واحدة أخرى تتضح بعد الانتخابات. راهو يحوس يدير حزب، راهو يحوس يدير كذا، مع الوقت تتضح. كونوا هاني احنا المرنا ننصحوا فيكم لأنه راه عندنا تجارب، يا ما ناس تخدعت، يا ما ناس راحت التجارة نتاعها، يا ما ناس راحت الارزاق نتاعها، يا ما ناس راحت الاملاك نتاعها، يا ما ناس دخلت للسجون، يا ما ناس دخلت للمعتقلات، يا ما ناس خرجت وراها لاجئه منذ سنوات. وما ناش حابينكم هو انه ايها الشباب هو انه توقعوا في الفخ. رانا ننصحوا فيكم لوجه الله، رغم انه راه منكم انت تنصح فيه هو يعض فيك. راني ننصحوا فيكم لوجه الله. انا ما رانيش نقول لك انا ما تروحش الغاني مهدي وارواح تبعني انا، ما رانيش نقول لك هكذا، ما رانيش نقول لك انا ما تروحش النكاز وارواح تبعني انا. رانا نقول لكم ارواح ونتعاونوا من اجل الجزائر. وين يبان انت المشروع نتاعك؟ انت فيه ربع كلمات مليئه بالاخطاء مع مشاريع تاع ناس قضات سنوات في البحث في كل المجالات،
مؤرخين، فلاسفة، دكاترة، علماء من كل الجهات. حنا نحوس على جل باش نوقفوا بالجزائر كرجل واحد. الجزائر مرت بمرحلة فاتت 20 سنة من عمرها، هذا بوتفليقة اللي كان من وقت من الأوقات قال هذا راه محسوب على بومدين، وقال نتاع دبلوماسية، وقال كذا راكم تشوفوا 20 سنة، ومع الملايير اللي دخلت البلاد راكم شفتوا الفساد في المقابل من كل نواحي، لا للفساد الأخلاقي ولا الفساد السياسي ولا الاقتصادي ولا الإعلامي ولا من كل جهات. وراكم شفتوا الوضع اللي الآن الجزائر راها عايشته. احنا نحوسوا على جال باش ما نبقاوش في سياسة التطبع، كل مرة يعضكم واحد، كل مرة يأكلكم واحد أو يأكلكم مجموعة من الناس. يا ما ناس فاتوا في البرلمان، يا ما ناس فاتوا في البلديات، نحوسوا على جل باش نديروا كفاء. ولكن هذا التسابق، تسابق للحكم والتسابق من أجل على جل باش قال شوفوني أنا اللي راني نحرك في الشباب وأنا اللي راني ما راهو رايح يؤدي لحتى النتيجة. خطاب العقلاني والخطاب المنطقي، وراها الناس مع الوقت، راها كاين الإنسان اللي راه ما عندوش نضج سياسي ولا فكري، مع الوقت يقعد مع راسه ويعاود يسمع الكلام وقال والله العظيم سبحان الله، شوف أنا ذاك الوقت كنت أنا نحسب السيد هذاك راهو مثبط، كنت أنا راني نحسب في السيد هذاك باللي ما راهو فاهم فيها حتى حبة، وكنت من بعد تلقى روحك باللي راها كانت المشاعر هي اللي تمشي فيك، والعاطفة هي اللي تمشي فيك، والانفعالات هي اللي تمشي فيك. فيما بعد ما راهيش راح تنفعك لا الانفعالات ولا المشاعر ولا العواطف ولا الغضب الزائد هذاك ولا التوتر، وإنما العقل فيما بعد لما تولي تكتسب خبرات فيما بعد انت تعاود تراجع نفسك، ومن بعد تلقى روحك باللي يا ما سنوات فاتك القطار، ومن بعد سترطار. احنا ما نش حابينكم هو انه توقعوا فيما وقعنا فيه في التسعينات، كاين الناس اللي هما نتيجة الغضب نتاعهم والتوتر نتاعهم راحوا دخلوا في متاهات، دخلوا وصاروا يكفروا بعباس مدني وعلي بالحاج، راحوا دخلوا في متاهات وطلعوا الجبل وحملوا سلاح ودخلوا في متاهات. ما نش حابين هذاك الغضب هذاك تستغلوا ناس. رانا ننصحوا فيكم لوجه الله على جل باش ما تساهموش في حرق الجزائر، راها كاينه ناس اللي هي هذه هي الخدمه نتاعها. حوسوا على التغيير، ولكن يكون تغيير بالوعي، تغيير حقيقي اللي ما يعطيش الفرصه لهذه العصابه على جل باش هي تفلت، ما يعطيش فرصه لهذه العصابه على جل باش هي تستمر في تلاعب. كل مره لما تجي فرصة نتاع التغيير تزيد ضيعها، لأنه هذا الناس، هذا الإنسان هذا اللي راهو ذوك هو يروح يمشي مع إنسان ما راهوش متأكد باللي راهو راح يفوت فيما بعد، وش راهو راح يصرى له، راه راح يصاب بالإحباط. رانا نعرفوا ناس، نعرفوهم مشي قال 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 قال، نعرفوا ناس راهو مشاو غير إلى وقت غير بعيد في الانتخابات التشريعية ولو في الانتخابات البلدية. تروح انت يوعدك الناس وقال مثلا ودير قهاوي ودير غداوات ودير كذا، وعندي تجارب شخصية والله العظيم غير مرة من المرات كنت مراقب في التسعينات في الانتخابات هذيك تاع الفيس، والله واحد بنت عمو مشي زعما قال منا ومنا كيما راه دوك الناس يتلاقى مع واحد ما يعرفوش، بنت عمو خت بيو وختها ميتة، ومن بعد جات هي باش تنتخب وتنتخب على ختها الميتة. وانا نعرف العائلة هذيك، نعرف بعضنا البعض يعني بحكم هو اننا نسكنوا في أبا كيما نقولوا في منطقة وحده، نعرفوا بعضنا البعض يعني دور هو انه نذكر الاسماء.
لما جت تنتخب فيما بعد أنا وقفتها، قلت لها يا سيدتي تنتخب انت يا أوكي، ولكن أختك هي خيميتة ما لقيت مدير، وحكمنا شغل الريزيرف. من بعد جبدتني هكذا قالت لي شوف، قلت لي والله العظيم غير جيت على جال باش ننتخب على الحزب الفلاني، هاي هذه بنت عمو وصح، والناس اللي راهم دركم مارسوا الانتخابات راهم على بالهم، كاين اللي انت تروح تعطيله دراهم والله غير يدي دراهم تغديه، والله غير يتغدى وينتخب ضدك، خاطر على باله بك باللي انت تاع مصلحة، ماكش تحوس على المصلحة تاع البلاد. يجي يقول لك هو هذا الانسان انا اللي راهو داير في باله باللي راهو يشريني، خلي انا نبيعه. لذلك الاخوة والاخوات ما راناش حابينكم هو انه تزيدوا تمارسوا مثل هذه الممارسات اللي مارسوها الناس قبلكم، لانه كيما يقولوا هذوك الناس نتاع الرياضيات ودايمين نكروها، لما انت راك راه انت تستعمل عمليه بنفس الاعداد راك راه توصل لنفس النتائج، توصل لنفس النتيجه. احنا ماناش حابينكم هو انه تزيدوا تضيعوا اوقات كثيره. يا خويا انت راك تحاول تعمل تغيير رانا معاك، ولكن اضرب في الباب صحيح. تفضل اخي عبد الخالق وماذر. نعم بارك الله فيك على هذا التوضيح. والله شوف كما قال الشاعر، انك اذا ناديت اسمعت حيا ولكن لا حياه لمن تنادي، وذكرني كلامك بالايه الكريمه فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ألهم آذان يسمعون بها ولهم أعين يبصرون بها ولكن كالأنعام بل هم أضل. يعني هذه الأمور الممنهجة، هذا يعني توجيه الرأي العام، هذه يعني الخطاب التوجيهي الخطاب المضلل أصبح ضحية المواطن. ونرجع يعني للسبب هو يعني عدم يعني العبرة بالمآسي السابقة، عدم العبرة بالتاريخ الماضي، ويعني كذلك المنطق الذي أصبح يرى به المواطن الصحيح من الفاسد والسقيم من الصحيح هو منطق العاطفة، هو مفهوم يعني كما نقوله احنا يعني وسمك العاطفة، وليس مفهوم العقل ومفهوم يعني النظرة يعني الصائبة. فبالتالي يعني الناس اللي لم يقتنعوا بالوعي الصحيح، الناس اللي يعني راهو يمشوا في السراب وراهم يعني تبعوا في الأبهام، كي توصل انت لطريق مسدود وتخبط راسك في الحيط تقول ها يا ليتني ويا ليتني، ولما تكون انت راك تؤدي الى ايصال البلاد الى المحرقة والمهلكة راك محاسب عند الله سبحانه وتعالى، وبعدين تقول يا ليتني يعني ويا ليتني لم افعل ويا ليتني اقتنعت ويا ليتني لم اجري وراء السراب، وحينها يعني لم ينفع الندم. فبالتالي استاذ يعني عندي سؤالين لو نعم لو سمحت لي، وخلي الفرصه للاخوه الاخرين. يعني السؤال الاول ربما يعني انت قد وضحته مرارا، ولكن يعني لما شفت التعليقات وشفت هكذا قلت يعني لابد من طرحه، وهو يعني كيف يتضح وكيف يميز ما بين الأفكار الصحيحة والأفكار الحقيقية والأفكار الزائفة، كمن يتغنى بمشروع المصالحة الحقيقية وبمن يتغنى ب يعني رفع شعار الجزائر الثانية والجزائر الجديدة، وهو يعني يستعمل هذه الشعارات يعني كيعني ستارة له ويسرق يعني أفكار غيره، فكيف يعني يميز ما بين الأفكار الحقيقية وأصحابها وأصحاب الأفكار الزائفة اللي يتخذوها يعني شعار هو ما يعني يفهم والو ولا راه يتبع فيها مثلا؟ شوف نقول لك مع الوقت فهمت، هو الوقت كشاف، احنا الحمد لله رانا مسلمين. نعم. وراه ربي لا تخفى عليه خافية، ربي راه يعرف شكون هو صاحب النية الصادقة ويعرف الخبيث، يعرف الإنسان المحتال
ويعرف الإنسان الصادق، وربي نعم. راه لا يصلح عمل المفسدين، تأكد. نعم فهمت. ياما أنبياء وياما صحابة وياما مصلحين مرهما بالطريق هذه نتاع الابتلاء، فهمت، تعرضوا للابتلاءات وتعرضوا للمصاعب وتعرضوا لكذا. دوك القضية نتاع الأفكار، الأفكار درك الناس مثلا لو تأخذ مثلا هذه القضية نتاع المصالحة، المصالحة نتاع النظام معروفة، هو أنه الجماعة نتاع المخابرات التقوا مع الجناح هذا نتاع ما يسمى بالجيش الإسلامي للإنقاذ بمبادرة سواء من شخص أو من مجموعة من الناس، المهم هو ما كانت فيه هناك اتصالات، ولقوا صيغة وفيما بعد هما نزلوا وداروا هدنة، ومن بعد داروا هذيك كاينة أشياء اللي هي شكلية داروها في اسمه في وسائل الإعلام كذا، ولكن هناك هو هذ الناس هذو داروا مفاوضات مع اسمه، لكن حقائق مازالها غايبة إلى غاية اليوم. أنا شخصيا في 1999 جالية واحد طلب على جل باش نلتقي معاه، كنت في تلك المرحلة الممثل نتاع أحمد طرب الإبراهيمي، هذه على الموضوع تاع المصالحة بالذات. في 1999 أنا مشيت مع أحمد طرب على هذا الأساس، من أجل على جل باش نكون هناك مصالحة حقيقية في الجزائر. جاء طلب باش يلتقيني، قلت له ما فيش مشكلة مرحبا بك، قال لي نخرجوا نمشيوا هكذا شوية في الطريق هكذا، قلت له ما كان حتى مشكلة، خرجنا نمشيوا، فإذا بالشخص اللي كان معاه كان من الجماعة نتاع الأيس، هذه في 99 مازال في تلك المرحلة مازال ما فروش الموضوع، وقدم نفسه على أساس أنه راهم في إطار تاع الهدنة ويسمحوا لهم على جل باش يتنقلوا وكذا، وجا وتكلم معايا في الموضوع نتاع المختطفين وغيرها من المواضيع. درك هذا النظام اللي راهم درك هما قالوا باللي راهم داروا المصالحة، يا سيدي درت المصالحة، علاش ما تعطيش واحد جواز سفر يروح لدارهم؟ درت المصالحة، لماذا راهم كاينين الناس راهم في السجن ما تطلقهمش؟ درت المصالحة، لماذا المظالم لا تردها إلى أصحابها؟ درت المصالحة، هذاك الإنسان اللي راه هو مطرد من العمل علاش ما ترجعوش للمنصب نتاع العمل تاعه أو تعطي له عمل واحد آخر، أو على الأقل هو أنك تكف على الظلم نتاعك ليه؟ درت المصالحة، كيفاش أنت تخلي إنسان اللي هو يعبد في عبادات واحد أخرى ليست لها علاقة بالإسلام، وفي نفس الوقت أنت تمنع ناس من نشاطات مختلفة، درت أنت المصالحة، لماذا تميز بين الناس؟ تلما تشوف درك أنت إنسان راه درك هو عنده الحق على جل باش يترشح، والآخر ما عندهش الحق على جل باش يترشح، وفي نفس الوقت تقول أنت باللي هذا القانون راه على الجميع، درت المصالحة إلى غير ذلك. درك أنت بالواقع راك تشوف أنت بالمصالحة هذه أنت النظام هذه اللي راهو دارها، حتى الناس اللي راهم دركوما في الجيش الإسلامي للإنقاذ يعني وعلى رأسهم مدني مزرق، روح اسمع الحوار اللي درتو معاه إذا أنت وطني، وش كان يقول؟ كان يقول بالحرف الواحد باللي هناك تمييز عنصري، راها مسجلة ومكتوبة وموثقة، وإلى غاية اليوم كاين الناس اللي هما قال مثلا راهو تزوج واحد ما على باليش، انا شاف طفله عجباته قال حب يتزوج بها، يمنع من الزواج بهذيك البنت، لماذا؟ لانه ابنها اباها راهو كان في السجن. نعم، ولكن لا تزر وزر اخرى ايه، ولكن هما يطبقوها. كثير من الناس منعوا من الالتحاق بصفوف نتاع الجيش بهذا السبب، وفي اسلاك واحد اخرى، واحد من بين المرشحين راهو عنده خوه مقتول، راك تسمع فيا يا اخي، خوك راهو مقتول في الفتره نتاع التسعينات، والنظام ما ينساكش الحاجه هذه، فهمت؟
دير الكرافاطة، دير الكوستيمة، دير واش حبيت، دير البودر في عينيك، النظام راهو على باله، غير سي با لا بان راك تساهم في المسرحية نتاعهم، وكمل كمل في السيرك، كمل في السيرك. لذلك إذا هما هذه القضية نتاع المصالحة راها معروفة مبنية على الإقصاء، خليين درك راهم أحزاب راها تنشط، منظمات راها تنشط، قنوات راها تنشط، جمعيات إلى غير ذلك، ولكن في المقابل ناس مقموعين، ناس مطرودين، ناس موقوفين. جيب لي انت لك مثلا حزب هذا والحركة هذه اللي كنت أنا واحد من المؤسسين تاعها، منعنا من النشاط السياسي، عن أي مصالحة تتحدث؟ وفي المقابل فيما بعد انت قال راحهم شمعهم هذاك محمد سعيد عينوه وزير، فراك تشوف انت التمييز بين الناس، وهذه مش مصالحة. دوك انت لما تحكي على مصالحة حقيقية ما راهمش رايحين يديروها، تأكد، هما راهم يحاولوا كل مرة لما يشوفوا فكرة صائبة يحاولوا هو انه يفرغوها من المحتوى نتاعها. قال واشي، قال قلنا احنا الجزائر للجميع، قال أبا 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 هذه واعرة هذه، يلا هات نديوها. قال مؤتمر الجزائر، قال يلا أبا 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 هذه فكرة ممكن بالك دير، قال يلا نأولوها نديوها ندوروها نقلبوها ندوا نقلبوها كذا، ولكن ما يخليوهاش تمشي في الاتجاه نتاعها الصحيح. ولكن تأكد هذا الناس ما دام النية نتاعهم خبيثة ما راهوش راح ربي يوصلهم. هاك تشوف 20 سنة من حكم بوتفليقة، ومن بعد يخرجوا لك الشباب يناديوا في الطرقات بوتفليقة يا المروكي ما كانش العهدة الخامسة. احكي وش حبيت، قول وش حبيت، سواء هذه الناس راهم مدفوعين او الناس راهم من صلب هذا النظام او الناس هذو راهم خرجوا بالإرادة نتاعهم، المهم كل هذه الناس حتى اللي كانوا معك راهم درك كفرين بك. بالتالي عن اي مصالحه تتحدث؟ اذا في القضيه هذه نتاع الافكار هذه كاين هناك افكار اللي هي ما تقدرش تسرقها. لماذا؟ لانها مش نتاعك، ما تعرف لهاش، تروح تهز انت فكره ولكن ما تعرفش انت كيفاش تطورها، ما تعرفش انت كيفاش انت تنميها، تسرقها على جل باش انت تحرفها على الاساس تاعها ممكن، ولكن تبقى الفكره، الجوهر نتاع الفكره يبقى. فهذا الناس هذو سواء كانوا في السلطه او من هذو اشباه المعارضه الناس راه على بالها. وقال مثلا مثال راه قال واحد، قال مثلا انا ممنوع من الظهور في قناه فضائيه معينه، فهمت؟ نعم. مثلا يجي واحد قال مثلا هو يسمع في قناة هذيك راهم يتبعوها 4 ملايين وانا يتبعوني 4 من الناس، يسمع هو قال مثلا الناس هضرت على قضية المطار، هذاك الشاب هذاك شرح يقول ما فهمش او ما لحقش بالقناة هذيك، شرح يدير يقولك والله غنروح انا نحوش في الانترنت. يجي هو الانترنت يلحق، قال أبا 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 هذه اللي كنت نحوس عليها أنا، أو هذو يهضروا مليح، أو هذو يشرحوا مليح، أو هذو يقولوا حقائق أحسن. ومن بعد تجي أنت راك تخدم فيا، أنت راك تقاطع فيا، ولكن تأكد باللي راك تخدم فيا من جهة واحدة أخرى. راهم كاينين الناس درك أنت أهضر وهو يجي يجي يحوس عليك يطيح فيا، فهمت؟ لماذا؟ لأنه كاين أشياء اللي متوليها ربي، رغم أنه الناس هذو راهم يجيو في الطرق ويزرعوا في الأشواك، رغم الأحقاد نتاعهم ورغم الضغائن نتاعهم، ولكن اللي ربي في النهاية ما راهوش رايح يخلي هذا العمل الصالح راهو رايح هو يروح هباء منثورا. نعم صحيح، ولكن يعني بالنسبة للنقطة الثانية من السؤال، بالنسبة لمن يزعم أن في برنامجه يعني رفع شعار الجزائر الثانية
أو الجزائر الجديدة حينما يتبادر إلينا هذا الشعار، وهو يعني إصلاح المنظومات، إصلاح المؤسسات، والإتيان بمؤسسات جديدة، والسيطرة على النزاعات، ويعني السيطرة موجودة في على الكتاب تاع الأجهزة المصالحة، المختلفة. نعم، والسيطرة على موجودة الأجهزة في الكتاب تاع المختلفة. المصالحة كيف ويقدروا هذا الناس يعني؟ يطالعوه. نعم، لكن المشكلة الأستاذ أنه الناس يعني 99% ما يطالعش، هذا هو الإشكال يعني. إيه يعني مع وما الوقت يطالعش يحب. نعم. طيب يا إيه مع بالنسبة الوقت إلى شوف نقول لك اسمع اسمع شوف ها هو درك نعطيك واسمه هذا واسمه هذا الأخ خديري، هذا اللي توفى هذا اللي توفى ذاك النهار ربي اللي يرحمه. قتلوه هذا ما كان حتى واحد يعرفه ربما يعرفه شباب 4 ولا 5 من الناس جيب لك ربي سبة تصير انت به هو تعرف العائلة فهمت قال راهو درك يا بابا جدو راهو مجاهد ولا كذا واحد من العائلة نتاعو كان محقور وكان كذا واحد ما هو سمع به ولا العائلة ذيك راها مهمشة وكذا وكذا يجيب لك ربي ها هو درك قال لك ما تعرفش برج بعريش هاك عرفتها يجيب لك ربي ربي راه يقول لك سنستدرجهم من حيث لا يعلمون نعم. يجيب لك ربي حاجة تصير درك انت قال الولاية تاع البرج هذه ما كنتش تعرفها راهم ولاو صاروا يهضروا عليها في سي ان ان وصاروا يهضروا عليها في البي بي سي وصاروا يهضروا عليها في فرانس 24 وفي في الجزيرة وصاروا يهضروا عليها في قنوات مختلفة وفي صحف مختلفة من العالم وتصير انت فيما بعد تروح تسأل وتلقى بالتالي غير كون كهاني شوف يا سعدك يا فاعل الخير حاجة ما راه راح تدوم اكذب بلعط زور دير وش حبيت ولكن تأكد باللي راهو يجي النهار تعرف الناس الحقيقة إذا ما عرفتهاش الآن راح تعرفها غدوة قدام ربي العب على روحك نعم، بالنسبة عندي السؤال الثاني، ولو أنه خارج الموضوع، يعني بالنسبة إلى يعني بعض الشخصيات، أو بعض مثلا اللي يستطيعون أن يكونوا مرشحين ويكونوا في عمل جماعي، كيف يعني الشعب، أو كيف يعني مثلا النشطاء عبر وسائل التواصل والمعارضين مثلا يساهموا في تحفيزهم، يعني مثلا يساهموا في استدراجهم إلى يعني البروز وإلى قيادة تغيير حقيقي. راهو الصوت تاعك يتقطع مرة على مرة نسمعك ومرات يروح هكذا ما كيفاش قلت لي؟ ألو ساك، سمع فيا درك؟ نعم الله يبارك فيك. قلت لك يعني عندي سؤال ولو يعني خارج الموضوع، يعني مثلا هناك يعني بعض الشخصيات اللي يعني يستطيعون أن يكونوا يعني في عمل مشترك، يستطيعون أن يكونوا مرشحين، يستطيعون أن يعني يقودوا إلى تغيير حقيقي. يعني كيف يعني الشعب مثلا، أو يعني بعض الشخصيات أو بعض الفاعلين في وسائل الإعلام والناشطين في وسائل الإعلام وغيرها، يعني يحفزوهم ويهيئوا لهم أرضية ويستدرجوهم ويدفعوا بهم إلى عمل مشترك وإلى تغيير حقيقي؟ لأنه بعض الشخصيات يعني تجد عندهم يعني إرادة، ولكن حتى يعني لا يتحرك حتى يجد أرضية مثلا، ويجد أناس يعني في داخل أجهزة يتفاعلون وهذا. فكيف يعني هو المجتمع بكامله، سواء في الأجهزة المختلفة، الفاعلين والعاملين الآن في النظام، والشعب، يعني كيف يساهم في تهيئة أرضية لدفع مرشحين وتحفيزهم لقيادة تغيير حقيقي؟ ايه هو شوف نقول لك دركا كاينه احزاب وكاينه نعم. جمعيات كاين اللي هما درك راهم شخصيات مستقله ما هم منتمين للجمعيات ولا الاحزاب السياسيه كاين فيه مبادرات كاين فيه مبادرات لعلك راك سمعت وش هدر شوشان على جاب الله نعم هو نعم راهو يدافع على شخص وراهم كاينين ناس اخرين راهم يشوفوا في اشخاص اخرين وما راهم كاين مجموعه من الشخصيات راه فيه اتصالات مختلفه فهمت راهم يشوفوا هما وينها شكون هو الشخصيه اللي يقدر يعني يجمع اكبر عدد ممكن من الناس
بالإضافة إلى أنه كاينين الناس اللي راهم مقاطعين، راهم يشوفوا باللي هذه المسألة لعب ذر، شوفوا فيها ما دام هو أنه النظام هذا والسلطة الحاكمة هذو راهم درك هما قرروا باللي يفوت بوتفليقة، انتهى الأمر هما بالنسبة لهم، وبالتالي نقاش على شخص ولا زيد ولا عمر من الناس كله مضيعة نتاع وقت. نعم، بالإضافة إلى لكن أنه تتكلم كاين يعني عن ناس معقد آخرين، الشخصيات. نعم اصبرني اصبرني، كاين ناس آخرين اللي هما راهم يشوفوا يقول لك باللي لابد من حياد الجيش. مش المشكلة في أنك أنت تروح تقترح شخصية، قادر أنت تقترح شخصية وقادر هو أنه يقبل لك هذه الشخصية على جال باش هو يقوم بدور، ولكن في المقابل يقول لك أنا لابد من اسمه حياد الجيش، بمعنى أنه لازم يخلي المرشحين ما لازمش ينحاز. المهم فيه مبادرات، فيه ناس راها تتحرك، أنا شخصيا ما عندي حتى علاقة بهم باش تكون الأمور واضحة، باش ما يكونش الكلام تاعي فيه لبس، والله ما عندي حتى علاقة حتى بواحد، راني لما نتحدث مرات نتحدث تاع العام والناس كامل تسمع وتقرأ، ولا واحد راهو قال مثلا قال لي يعطيني في أوامر ولا راه يوجه فيا ولا راهو ساعات. أنا بالعكس، أنا ساعات متصل ببعض الناس قال ودي كيفاه منا منا منا، كاين مرات هو انه يقول لك اودي رانا نسعاو في الشيء اللي راك تحكي عليه، ولكن لحد الان الناس مازال ما كاين منهم اللي قال لي باللي راهم قطعوا اشواط هكذا، ولكن لحد الان مازال راك تشوف الوقت راهو يجري. المهم هما درك لما يوصلوا القناعة، تا لما تشوف تصريحات مثلا تاع مقري تاع علي بن فليس، سمعت التصريحات نتاعهم، هو انه يقول لك انا ما عنديش مشكله اذا كان فيه رجل اللي نقدر نجمع عليه، انا ما عنديش مشكله، ولكن هم مش وحدهم، مش في اشخاصهم، ايه مشكلة مقري مش في جماعة شخصه، يعني. بن فليس مش في نفسه، في شخصه والاخر والاخر والاخر. المهم ذرك فيما بعد هما ذوك لما يوصلوا لصيغه، اذا كان الشخص هذاك راهو هو عنده قابليه عند في الشارع الجزائري، هما راهم رايحين يتحركوا لانهم منظمين، كاين احزاب اللي منظمه، قال مثلا انت حمص ولا احزاب واحده اخرى رايحين هما يتحركوا، لما يتحركوا فيما بعد ويخلقوا هذيك الارضيه، فيما بعد كاين الناس فيما بعد راها راح تلتحق، لانه راها راح تتضح الصوره، فهمت؟ قال يعني راه فيه لقاءات، تبدا تحرك الناس في تنشيط نتاع تجمعات والى غير ذلك. ولكن إذا كان ما وصلوش للصيغة هذه اللي راني نحكي لك عليها، هذه الصيغة التوافقية على مشروع وعلى برنامج، راها الأمور راح تكون مزربعة بين مقاطع وبين مشارك وبين لا مبالي وبين صامت، والمستفيد هو أنه هذا الناس اللي راهم في النظام، وتبقى تستمر الأمور هذه. نعم، لكن الإشكالية، يعني الإشكالية هو الآن يعني الأغلب الذين يدعون إلى تغيير حقيقي، والبعض الذين نحسبهم يعني مثلا يريدون أن يدفعوا البلاد إلى التغيير، راهم يقترحوا في شخصيات وما همش يعني قدموا يعني مشروع مثلا، أو يدعوا إلى عمل مشترك أو إلى حوار أو إلى التفاف حول شخصيات والمشي ما كان وراءهم. حتى مشروع، هما نعم ممكن يديروا هكذا خطوط عريضة بصح نتاع مشروع نتاع هكذا، ما ظنيتش. نعم لا حتى يعني في اقتراح الشخصيات، أنا سمعت يعني بعضهم يقترح أشخاص مثلا يعني جاءت بهم المخابرات، وناس لم تكن لهم شجاعة في مواجهة في المواجهة والتنديد بما حصل تمام، مثلا في التسعينات، وبالتالي هم يعني اقترحوهم كشخصية توافقية ويعني كرجل إجماع. وأنا يعني الحقيقة سمعت إلى مدى يعني إلى انا تعليقك شخصيا ماشي، انا ما اللي في نمشيش، اليوتيوب. انا شخصيا مثلا هذا واسمه هذا بن بيتور، لو كان نعم يخرج يده نعم بيضاء، لو كان يخرج يده بيضاء ما نمشيش معاه، نعم عندي والمشكل 18 إلى سنة الآن، وانا في نعم الخارج، الموقف نتاعو في التسعينات كان مع النظام، كان مع الجهاز تاع المخابرات، وكان مع الانقلابيين، كان يخدم معاهم الى غايه واسمه وصول بوتفليقه، وخدم معاه رئيس حكومه،
تجي دوك انت تقول لي باللي نزيه وما سرقش ومنا ومنا، انا راني واحد من الناس اللي كنت انا في هذه الحركه نتاع الوفاء والعدل وتم حظرها، وكان الوزير الداخليه يزيد زرهوني في الحكومه نتاعو وفي الحكومه نتاع واسمو نتاع علي بن فليس في زوج، فهمت؟ ومن هذاك القرار انا زدت تشجعت على جال باش انا نزيد نخرج. وخلي بالاضافه الى اشياء واحده اخرى، انا درك مانيش مستعد على جال باش نمشي معاه. تقول لي انت باللي انت ما تسوي والو، ربي سهل عليك، ربي سهل عليك، على ما رانيش راح نسكت. نعم، لكن نتمنى يعني هذا يدخل في اطار يعني موضوعنا وهو اطار الوعي. والله يجي واحد يقول لي انا مظلمه، والله يجي يقول لي باللي انا يا مانيش عارف انا، وخلي الامر نتاعك وهذه مصلحه وطنيه، مصلحه نتاع وطنيه، انا ما يجيش واحد يقد عليا. نعم نعم، فهمت؟ يجي واحد يقد عليا بديت السياسه قبل بعض الناس اللي راهم يشركوا في الغاب، هم بديت السياسه قبلهم، كنت معارض في الجزائر، فهمت؟ نعم، ورانا ضحايا نتاع هذا النظام وضحايا نتاع هذا التعسف. ما يجيش واحد انا يجي يلعبها لي، ويجي واحد انا يبيضه، والله يجي كذا. اذا كان الناس تخدم في الوضوح، تخدم في الوضوح، انت كيما نقول انت ما تجيش تشاورني، الله يسهل عليك، جيب تشاورني ومن بعد جاي انا نمشي معاك، انا مانيش محقن باش تجي انت تعكب عليا. لا شوف، لكن أستاذ يعني من بين الخطوط أو من بين الأمور التي تعيق التغيير الحقيقي هو يعني نشر يعني الوعي الزائف أو يعني عدم الوعي. يعني الآن كما قلت يعني ناس تقترح مثلا هذا بن بيتون، ناس إلى الآن تعتقد أنه يعني قيادة الأركان على رأسهم يعني القائد صالح هما راهم يمشوا في تغيير، هما راهم كما نقولوا احنا راهم يدخلوا التاريخ، هما يعني راهم حمى يعني حامين الحمى. فبالتالي نحن بحاجة إلى مشروع، نحن بحاجة كل الناس راح تتبع في الريح. القائد صالح ماشي مع الجماعة نتاع بوتفليقة، بدليل هو أنه كان من الناس اللي ضمنوا هذه نتاع العهدة الرابعة، وراه ماشي معاهم، والتصريحات نتاع وراها واضحة وضوح الشمس، غير الإنسان اللي راسه مضرب بمارطو، فهمت؟ بوتفليقة واسمه القائد صالح راه مع الجماعة نتاع بوتفليقة، فهمت؟ والباقي هذا كله تاع بيع أوهام. نعم نعم، كاين الناس اللي راهم ضقال مثلا، راهم جماعة توصلوا إلى صيغة قالوا والله نرشحوا فلان، بالتالي جماعة قال نحرم أنايا، فهمت؟ نحرم باسكو علاه هو راه يحوس على جلباش، قال أنا اللي نديرو باش هو يولي يصير يفرض عليه، قال أنا ندير كذا وإلا ما كانش أنا نفسد، فهمت؟ نعم. فبالتالي يعني الوعي الحقيقي، فبالتالي الوعي الحقيقي ومربط الفرس ما راح يمشي معه. انت دوك انت هذا راهو كان في السلطه، تجي انت تفرض عليه، تجي لي انت واحد انت من الشارع ما عنده حتى اربع ايامات في النضال، تجي تهضر انت مع واحد وزير ومع رئيس حكومه، تجي انت تملي عليه انت الشروط تاعو، عندك باج في الفيسبوك جيت انت تملي عليه الشروط تاعو، يقول لك راه تحمل على راك مشي، دابا راك جيت تعمرني انت وجيت تعطي لي انت وتقول لي دير كذا ودير كذا، انت مشي تلعب على راك. السيد راه هو ترشح في 2014، ترشح في 2014 ومن بعد شاف باللي ما عندوش حاضنه شعبيه جبد روحه. انت دركا راح تجيب له الحاضنه الشعبيه باش تجيبها في الفيسبوك؟ حاضنة شعبية لما تشوف انت درك الناس راها في الشارع، راها في الشارع تتحرك كذا، الناس راهم قلت لك انا راهم هما سطاد يخدموه، قاعة يخدموها كما شوف ذاك النهار قاعدة نتاع واسمو نتاع 5 جوي تاع لاكوبول هذيك يخدموها، مختصين في هذه الامور هذو، هما يبعثوا لك الناس عندهم الجمعيات وعندهم كذا بتكستو، راك تشوف فيهم قبيل دخلوا تكستو يدخلوا مع بعضهم ويردوا في نفس العباره على جال باش هما يصنعوا راي. قال مثلا قول يحيى نكاز
يجيبوها من وراهم كل حتى باش انت فيما بعد تشوف. قال والله هذا عنده شعبيه يوه، وهكذاك في القاعات يديروا يبعثوا لهم تيكستو، يبعثوا لهم سيرتو مع دوك التطور تاع التكنولوجيا هذيك، يروحوا يدخلوا القاعه مع بعض كامل شعارات متفاهمين عليها مسبقا ويمشيو، ومن بعد لما هما يحبوا ينسحبوا ينسحبوا نفس الشيء. يدخلوا لكم قال مثلا انت مثلا مؤتمر او ندوه، يدخلوا هما في مجموعه راه مقلبين الدنيا ووسائل الاعلام، ومن بعد انسحاب، انسحاب جماعي، ادخل يدخل لك راسك في الحيط. يودي راه هذ الناس راهم راهو غير ربي اللي يقدر لهم. نعم، لكن المشكل الذي يقع في فخ هذا هو اللي يعني راجع الى عدم الوعي. الله سبحانه وتعالى يقول وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. هل يعني عقلك، هل عقلك يحدثك انه المترشح يعني هو عباره عن يعني الشعبيه او عباره عن الهول اللي خلقوا له الناس؟ لا، عباره عن برنامج، عباره عن سجل، عباره عن نظام سياسي، عباره عن حنكه، عباره ماهوش يعني لو العبره هكذا بالشهره وبجمع الاصوات هكذا سما. ما يعني ما اكثر يعني اتبع ابليس في هذا الزمان. فبالتالي مربط الفرس الذي ينادي اليه العقلاء هو هو تعبئة شاملة ومشروع كما ذكرتم، مشروع المصالحة الجزائرية، وأن الناس يمشوا وراء شخصيات ويكون عمل مشترك وجزائر من أجل الجميع وبناء جزائر ثانية حقيقية، ويعني في العمل المشترك ولا إقصاء، وليس تركونا من اتباع الشعارات الزائفة والمشي وراء شخصيات. راكو توصلوا إلى وقت الإنسان يخبط راسه في الحيط وبعد تندم، حين لا ينفع الندم. لا تكون يعني أداة ولا تكون تساهم في يعني بقاء التخريب وبقاء الرداءة وبقاء التعفن، سواء يعني من حيث تشعر أو يعني من ناحية التي يعني لا تشعر بها. لكن بالنسبة معليش يعني لنقطة يعني أنت ذكرتها أستاذ، بالنسبة لقيادة الأركاد قيادة صالح، البعض يقول لك هو يقف مع بوتفليقة من أجل الرجلة لأنه هو جابه وقف معه مثلا ضد العماري، فبالتالي هو من باب الرجلة ومن باب الوفاء ويقف معه، فإذا راح راه مثلا راه يقود تغيير أو كيف يعني مثلا الآن لو البعض اللي يعني باش. يعني اللي لا يعني اللي ينحازوا كنت اسمح لي وكم راهم دايرين دستور، راهم دايرين دستور وهذه راه دولة. دوك إلا انت عطاك على منطق حاجة أخرى، تقيلة تمشي بالقوانين هذه اللي راهم دايرينها، القايد صالح ما عنده حتى علاقة بالموضوع، فهمت؟ إذا تشوف بالقوانين، بالقوانين هو لا شك هو أنه الجيش راهو عنده اللي عنده اللي عنده البوفوار، هذا أمر مفروغ منه، لكن بالقوانين هما اللي راهم دايرينها، راهم درك هما عندهم رئيس المجلس نتاع الأمة، وعندهم رئيس المجلس الدستوري. رئيس المجلس الدستوري اللي كان مضمون اللي هو مدل سيمات، شكون داروا في بلاستو؟ طيب بالعيس داروا هذا اللي داروه في بلاستو كان ديجا من قبل كان موجود في هذا المنصب، بمعنى انه المنصب مضمون لمن؟ مضمون القايد صالح، مضمون البوتفليقة والجباه تاعو. رئيس مجلس الأمة راهو المنصب مضمون، بالتالي حتى يموت بوتفليقة هاد الجماعة اللي راهم دوكا في المجلس الدستوري وهذا المجلس نتاع الأمة راهم رايحين يوجدوا اللي يحوسوا عليه بالتوافق مع جماعة آخرين في الجيش، خطر هما هو هذا راه بوتفليقة باش تغلب عليهم. ما تغلبش عليهم غير هكذاك برك، هو دوك خلاص انتهى. لكن هو راه استعمل المناوره، استعمل كيما نقولوا الجانب الخارجي هذاك في القضيه نتاع بعض الجرائم هكذا، كان يهدد فيهم بالمحاكم وكذا، منها القضيه نتاع بحرين، القضيه نتاع بوطياف، قضايا واحده اخرى، وهما عندهم مصالح في الداخل وفي الخارج، بالتالي هما مرات يوليو يرضخوا لانه لما يشوفوا في رواحهم انت دوك هاهم دوك مثلا هذه الايامات، لما يشوفوا في رواحهم دوك هما راهو قرب ليهم الشعب،
الشعب راه على أهبة تاع انفجار. لا تستغرب هو أنه نهار الجمعة بعد صلاة الجمعة هو أنه ينفجر الشارع، ديرها في راسك هذا في أي لحظة، في أي لحظة. بالتالي درك هما قال حبس الخطر راه قرب لنا، دونك لازم يوليو هما يمشيو، حتى إذا كان راهم قال مثلا كانوا رافضين والله قال أب 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 السفينة راح تغرق بينا، دونك لازم نصبروا نفوتوا الموجة هذه. وعندهم الطرق، عندهم الوسائل خاصة الإعلام وكذا، ويقدروا حتى هما يتبناوا لك. أنت مش تعرف جماعة تاع مخابرات والله، يا جماعة تاع مخابرات يجي في الوقت هذا كنت على الفيس والله يجي لك يلبس لك قندورة ويدير لك لحية ويصلي معك في الصف، وراه عليها نحيا وعليها نموت وراه وكذا، ولكن فيما بعد يجي يهزك، يجي انت تمشي معاه كذا روح عند قهوة والأخ والله دير يديك من وراك ومشي، فهمت؟ هذه راه في وقت حوز لي انت على دركا الاس ام اس والتيكستو والفيديوهات واللي كونت هذو كونت فونتوم تاع الفيسبوك يا حسره. دوك راه تطورت، راه ولات مانيش عارف انا كذا، خلي من تاع البيراطاش، خلي 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 هما درك هذو باش انت تقدر لهم. لازم يكون هناك وعي سياسي حقيقي، ويكون الوعي مش غير فقط في السياسة، وعي في الإعلام. لازم تكون انت تعرف هذه المسائل، تعرف الأساليب تاعهم، تعرف كيفاش هما يضلوا الناس، تعرف الطرق نتاعهم كيفاش يسيروا الأمور، تعرف المسائل الإدارية، تعرف المسائل القانونية، حتى باش انت غدوة فيما بعد انت تقدر انت توعد عندك عندك كان كونسيي تاع قانون عندك غير اللي ترى واحد عنده من هاد المرشحين عنده محامي، لا محامي ولا مستوى ولا شيء. او هذاك علي غديري، هذاك هو علي غديري، او داير معاه محمد واسمه هذاك هو يقد عليه واش اسمه هذاك ايت العربي، وين اللي ترى من هذو اللي راهم يهضروا. تسيد الدستور راه مانع ورايح، بالتالي الامور واضحه. اخ عبد الخالق المهم نختم هذا اسمه البرنامج، اعتقد مازال فيه واحد والله سيطر على جنب. الله يبارك فيك، بس لو شو اسمه تسمح لي يعني نقطة بسيطة بس في خلال دقيقة، وهي يعني انه يعني الناس مثلا اللي مثلا يعني اقتنعوا بالتغيير الحقيقي ويريدون معرفة الوعي، ويعني ما عندهمش الوقت مثلا انه يعني يقرأ في كتب، فبالتالي يعني لو يرجعوا إلى كتاب المصالحة للأستاذ نور الدين في يعني أجزائه الأخيرة مثلا ابتداء من الجمهورية الجديدة خيارات التغيير، فبالتالي يعني يجدوا يعني وعي ويجدوا طالعت فيه يعني شوية ورجعوا. نعم أستاذ طالعت فيه شوية، طالعت الكتابة إيه نعم، لكن لسه ما وصلتش للجمهورية الجديدة قريب شوية نعم. فبالتالي يعني لو حتى يرجعوا للمداخلات، يعني أنا نقول لهم خصوصا يعني اللي كتبوا تعليقات، شوف عندك مشكل مثلا في شخص الأستاذ، معليش راهي المداخلات مسجلة في اليوتيوب منذ سنوات، راح تلقى بلي نفس الكلام اللي ذكره راهو موجود، وتعلم وش اسمه خذ الوعي، لقيته صحيح خذ به، ما لقيته صحيح ما تاخذش به. المشكل يعني الشيء اللي راهم يعني اللي راهو زعجهم هو انه كلامك الذي قلته منذ سنوات راهو يتحقق، الوعي والمشروع اللي انت عملته منذ سنوات راهو يتحقق، فبالتالي هما ما مش عاجبهم لذلك راهم يعني ينزعجوا. فالباحث عن الوعي الحقيقي بامكانه ان يتوعى، بامكانه ان يبحث، الا من يعني اعمى الله بصيرته. في الختام شكرا استاذ وبارك الله فيك على الوعي اللي تبث فيه، جزاك الله خير، ونعطي المجال لأخوة آخرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا الأخ عبد الخالق. شوفوا ترى هذا الأخ هذا اللي مصباح، وشوفوا ترى وش راح يقول هذا وبعد نشوف. السلام عليكم لباس. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك. الاسم ومن راح تكلم فيه؟ جلول من أمريكا أخويا العزيز. مرحبا بك الأخ جلول. بس وش راكم؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. والله الحمد لله قدرنا نطلعوا، يعني في واحد الثلاث سوايع هكذا وانا
نبعت لك للاسف راهم كاينين الناس يتكلموا ماشي قضيه نتاع تعليقات، ما وكان جات راه نقولوا مثلا بوطو هكذا تضغط عليها تطلع، اما عندك تما نقولوا مثلا تقدر تطلع واحد، ما كانش ما تقدرش تطلع اكثر من واحد. اه لا لا مرات انت تثير نقاط، وكاين الناس اللي دوك مثلا تنقولوا مثلا دوك نقولوا مثلا انت تتكلم الان وتصير نقولوا مثلا مداوم، والله نعرف انا قال مثلا الى حد ما قال مثلا وجهه النظر تاعك كذا، ما راكش مش راح نلقى مشكله معك مثل ما نلقى مع واحد ما على باليش به ما نعرفوش اصلا. كاين اللي راهو دوك مش كل الناس راهم يتكلموا، كاين اللي راهم دوك ما يجيو باش يشوشوا، والله يجيو على جل باش ماشي يناقشوا، والله يجيو على جل باش يفزدوا باش يفلطوا كذا. ومرات هو انه كاين الناس اللي يثيروا بعض النقاط اللي هما انت لازمك تجاوب عليها، جاوب عليها لخطر كاين الناس اللي ما على بالهمش، ما يعرفك ولا سمع لك ولا قرا لك ولا تابعك، ويجي انت يا يطلق لك احكام هكذاك مسبقه، من بعد انت لما تبدا تحكي له والله ذاك يولي يسكت ما عنده باش يجاوب، ياخذ لك وقت. اوكي هي بون، بارك الله فيك على اللايف، وشكرا بزاف انك منحتنا الفرصه يعني ندخلوا معك، تشرف بك. كنت نتبع يعني ما تتبعت بالك لايف ولا زوج تاعك صراحه يعني، ولا ثلاثه اعتقد هذا الثالث يعني. حبيت انت قلت من الجانب انه تطلع الناس اللي تعرفهم، المشكل لما تطلع الناس اللي تعرفهم الاراء تكون يعني الاغلبيه يعني متشابهه يعني، انا نفضل تكون لا لا قصدي على الاقل على الاقل يعني انت قلت لي شغل نتوقع واش راح يهضروا اذا يكون نقاش في المستوى بصح، هذا اذا تعرف انسان واش راح يهضر مثال تما شغل راح اوتوماتيك ما راح يكون عندكم نفس الراي. انا واش شفت قبيله صراحه يعني، واش شفت الاغلبيه اللي طلعوا كانوا متفقين معك في الراي، وانا نفضل يعني الديبا خير يعني يكون نقاش يعني ويكون اراء مختلفه هكذا باش نوصلوا الافكار ان شاء الله كيما نقولوا سليمه وصحيحه شويه، لانه مستحيل يكون الصواب على من جهه يعني، هو دوما الصواب يعني يكون في الوسط يعني، ولا يغلب الفئه كذا اكثر يعني، الافكار تاع انسان تكون 90% منها صحيحه، حتى اللي الافكار تاعو 90% غلطه نقدروا نستفادوا من 10% الصحيحه من الافكار تاعو، وهذا هو المشكل في الجزائر انه صافي بليزير انك تقبل الاختلاف، هذه حاجه مليحه لانه لازم الواحد يفرق بين الاختلاف والخلاف وكلش. سمعتك تهضر على المترشحين الحاليين اللي في الجزائر واللي ما عندهمش ممكن ماشي ما عندهمش ممكن الخبره السياسيه في الجزائر، وما يقدروش يعني انه يقودوا ممكن انهم يوصلوا لرئاسه الجمهوريه ولا انهم حتى يقدروا على التغيير في الجزائر يعني. انت على حسب هذه الخلاصه اللي شفت على حسب الهضره تاعك، الا راني غلط صحح لي، شغل تشوفهم انهم شغل هكذاك برك شغل باش يزينوا الحاله برك. انا بالك عندي شويه راي معارض، علاش هذا رايك ممكن، انا نقدر نشوف مثال الحل في الجزائر انه يكون خارج يجي من انسان خارج المنظومه السياسيه اصلا اللي موجوده في الجزائر، والحل يكون انه الشعب يقرر انه يطرد كاع المنظومه السياسيه اللي كاينه في الجزائر من الاستقلال حتى 2019، ويقرر الشعب يبدا عهده جديده ويخير هو الانسب اللي يمثله. وانا متاكد يعني 90% راح الانسب يكون خارج المنظومه لانهم كانوا في الحكم. شوف سامحني برك في النقطه هذه، برك تفضل في النقطه هذه ومن بعد زيد كمل الفكره نتاعك. ما كاش مشكل تفضل. شوف درك لو كان رانا في الدوله نتاع حق ونتاع قانون، هذا الشيء اللي انت راك تقول فيه راهو جائز، فهمت راهو جائز. نقولوا مثلا راك انت كيما مثلا قال ماري كان قال باسطا راه كاينه مؤسسات كان كذا، او خرج اوباما والله في فرنسا قالها وخرج ماكرون، هذيك راه دول وين انه راهم فيها مؤسسات تقدر تلقى فيها سسبنس. هذا صح، هذو راهو بوتفليقه ميت وفايت. انا بالنسبه لي بون هي عندك الحق كاين اختلاف كبير، انا بالنسبه لي الكلام هذا يخلي الشعب يزيد يدخل في حاله ياس اكبر يعني، ونزيدوا نضخموا الامور شويه. لا 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 لا، هو درك لما نقولوا شغل هذا اعتراف بالهزيمه، شغل احنا قبلنا الهزيمه يعني، احنا لازم نقرروا انه واحد نجيبوا واحد اللي ماشي مليح بصح شويه مليح
ويمشي لنا الحاله. سما هكذا شغل رانا قبلنا بالهزيمه، معناتها قررنا انه يزيدوا اعطينا اسماء، اعطينا اسماء اللي معليش. سيدي تقدر انت من خلالها راك تشوف فيها انت، يا علمنا سيدي. لا لا ماني هنا نعلم حتى واحد، انت اكثر مني خبره في الحياه وماني سياسي. انا اسمح لي دقيقه برك باش ما نشخصوا شويه الامور. مانيش باش نتكلم عليك ولا تكلم عليا، رانا نتناقشوا في الافكار. انا هنا كانسان شاب جزائري ممكن عندي افكار، انت ما عندكش، ممكن انت اكثر مني خبره، ممكن انا النظره تاعي للحياه تختلف عن النظره تاع الحياه انت، ممكن انت متاثر بسياسه تاع دوله انك ممكن عشت معاهم ولا كان احتكاك تاعك معاهم واثر هذا الشيء على النفسيه تاعك، ممكن انا ما نسمعش بهم خلاص، يعني ما ندير لهمش قيمه اصلا. هي دركا على حساب انا واش عشت وانت واش عشت نقدروا نخرجوا بافكار. انني موافقك في واش راك تقول واني فاهمك، بصح لازم حنا ثاني نفهموا حاجه، لازم المجتمع الجزائري والفرد الجزائري يفهم بلي هما ماشي حاجه كبيره بزاف هكذا نضخموها كيما الافلام الهوليوديه. ومنا النظام حاكم الجزائر لما الشعب تكون عنده ثقه في النفس ويقرر انه ينوض الصباح ما يتحقرش يعبر على الراي تاعو، ماشي غير في الرئاسه ولا رئيس الجمهوريه ولا الحكومه، من رئيس من نقدر نقول لك من رئيس البلديه وروح، لما الشعب يوصل للثقافه. لانه المشكل الاكبر ماشي في الرئيس، طريقه تعامل الشعوب مع الحكام تاعها. نعطيك مثال، هنا في امريكا ترامب ماهوش ناس ملاح، ترامب هو في خدمه اصحاب رؤوس الاموال هنايا، اصحاب الشركات، ويحقر الناس اللي كبار ويطيع الماده وكلش، وجا لخدمه ناس هما اللي طلعوه لرئاسه الجمهوريه. بصح الطريقه اللي تتعامل هذيك الشعوب تاع امريكا كيفاش تتعامل مع ترامب ماشي كيما يتعاملوا الجزائريين مع الرئيس ولا حتى مع المترشح للرئاسيات. مثال نكاز ولا اللي كنت تهضر عليهم ولا اسمه غاني مهدي، انا شفتهم مترشحين كيفاش يعاملوا فيهم. تخيل غاني مهدي واللي رئيس كيف الشعب راح يعاملوا، معناتها بدات الشيته حتى المترشحين، واحد هازلو يده واحد هازلو كتفه واحد يدير معاه في السالفه. المشكل في الشعوب ماشي متحرم العبوديه. حنا نتمناو صراحه، يعني نتمناو النخبه اللي كاينه في الجزائر ولا اللي في الخارج ولا اللي عاشت مع مجتمعات راقيه، نتمناو يبداو نشوفوا دي لايف اكثر انهم يمسوا المجتمع ويمسوا العمق ويبينوا للشعب الجزائري انه منصب رئيس الجمهوريه هو منصب فقط عنده مهام دستوريه يقوم بها، واجبات تجاه الشعب الجزائري كما عنده صلاحيات، واللي ينفذها لخدمه الشعب اللي اختاره رئيس الجمهوريه فقط، ماشي حاجه كبيره. نهار يقرر الشعب ينحيه وما يرضاش عليه ينحيه باي طريقه كانت. احنا هذه الفكره مازال ما وصلنا، احنا لازم نشوفوا باللي لازم واحد كان في التسعينات ولا في الثمانينات ولا في السبعينات وداخل في نصهم يقود لنا مرحله. انا هذه اللي ممكن نختلف معك فيها، لا 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 يقود لا. يقود لنا مرحله انتقاليه. انا بالنسبه لي ما يقدرش، لانه اذا كان في نصهم الحاجه الاولى متاثر بالافكار تاعهم. تفضل اخ جلول. شوف نقول لك شوف هذه راها مش جالوري، راه مش جالوري ومش سوق الفلاح ومش مؤسسة ومش اصطاد، هذه راها أمة. درك انت راني قلت لك لو كان جات راها الدولة مثل أمريكا وراه قال مثلا الشعب نتاعك بروحك راك تأكد فيها، لو كان جات راه قال مثلا دولة مثل أمريكا راه قال مثلا كاين مؤسسات وراه قال مثلا الشعب راه مثل الشعب الأمريكي، وش عليه هذا الكلام انت اللي راك تقول فيه يصير نورمال عادي. ولكن انت راك مع شعب راهم كاين اللي الان في 2019 راهو كاين اللي راهو مازال يعتقد باللي بومدين مازالو حي في اقليله. ايه بصح مازالك تشوف فيهم انت هذاك النهار واحد يوريك واحد الشيباني داخل على حي على حجر وخارج خارج عليها، لانه لما يمر من ثم راهو راح يبرى. الناس راهم يروحوا يجيبوا التيسي يشربوه اللي يشربوا البول تاعو. تايا شوف نقول تايا دركا راك مع مجتمع ماهوش المجتمع الامريكي،
ولا المجتمع هذه هذه اكيد هذه اكيد. دوك حنا لما حنا رانا نقولوا باللي درك هاد الناس شوف هما مروا هذه المساله نتاع الشرعيه الثوريه، فهمت؟ خطر الانسان درك هذا باش هو نتا درك الطبيب لما راه رايح درك هو يداوي مريض يخدير له تشخيص ولا لا؟ لا صح، يدير له عمليه تاع التشخيص. انت نفس الشيء، اذا كان راك تحوس تدير انت التغيير لابد هو ان تمر بعمليه التشخيص. تذكر لما تدير انت التشخيص تشوف بانه هذا النظام راه درك هو يستعمل في هذه المساله تاع الشرعيه الثوريه. بومدين قال راه كان قائد الاركان، الشاذلي قال راه ثوري، فهمتني؟ زروال راه ثوري، بوضياف راه ثوري، بوتفليقه راه محاسبينه باللي راه مع ثوره. بالتالي انت درك باش تمر من المجاهد تمر مباشره نتاع واحد ما عنده حتى علاقه بالجهاد، مازال ما صرحش هذيك. راه مضك قلت لك قبيل كنت نحكي على جبهه التحرير، الناس عندهم بار ديفو تسمى بروغرامي هكذاك. انت باش تقدر انت تغير الذهنيات وتغير العقليات لازم دي جينيراسيون باش تغير. كنت لما تحكي لي على امريكا ولا على فرنسا صح لحقوا المستوى، هو انه انت جيت تحكي له على اسمه ام قدروا هنا مثلا في فرنسا قدروا هو انه يتخلصوا من لا غوش ولا دروات في عشيه. مانيش نحكي على امريكا، لا لا معليش فرنسا النقطه تاعي، تخلصوا من لا غوش ولا دروات في عشيه عشا ماكرون، لكن صح. في الجزائر اروح انت خلصوا من جبهه التحرير، بس انت هكذاك مباشره تجي نتايا هو انك انت ناس من بروغراميا، فهمت؟ داروا لهم من بروغرامي دوك انت عن طريق التلفازه من خلال مسلسلات من خلال المدرسه من خلال المسجد متحكمين في كلش. دوك الناس اللي راهم واعيين راهم هما اللي اجتهدوا من تلقاء انفسهم، راهم طالعوا كتب ولا راهم خرجوا لبرا للخارج ولا كذا، صارت عندهم هي هذيك الثقافه على صار هو انه فيما بعد هو انه يقدر يميز ويقدر يعرف. لكن الناس ما راهاش عندها الوقل الوسمو نتاعك انت الوعي نتاعك انت. تشوف انت دوك مثلا انت تخالفني وانا نخالفك وانت تسمعني وانا نسمعك، والمواطن فيما بعد كاين الناس اللي راهم يستفادوا من وجهه النظر تاعك انت. اكيد من وجهة النظر تاعي انا. هذا هو الحوار السليم، هذه نحتاجوها بزاف في الجزائر. هضرت هضره صح، رانا عايشينها الهندسه الاجتماعيه على مستوى كافه المجالات، تعليميا ولا دينيا ولا يعني كلش ثقافيا، هذه رانا متاكدين منها. انا الفكره تاعي انه الناس اللي ماشي خاضعين للهندسه الاجتماعيه هذيك وكتب لهم ربي يعني وكانت عندهم نظره خاصه وعندهم ما يستخدموش المنقول، يستخدموا يعني الافكار تاعهم والتحليل تاعهم ويخرجوا بنتائج. هادو الناس اللي نحتاجوهم انهم هما اللي يخلقوا التغيير. انا ما نشوفش التغيير في الجزائر على 5 سنين ولا 10 سنين، على 5 سنين مستحيل، بالك على 10 سنين اذا بدينا من اليوم، بدينا في ناس تنظم روحها، النخبه في الخارج ولا في الجزائر يكون عندهم تنظيم، يتلاقوا يريحوا يتناقشوا يخرجوا لنا بافكار كيما هما يهدموا كيما حنا نقدروا نبنوا، كيما هما يستخدموا النهار كيما حنا نقدروا نستخدموا اللايف الفيسبوك كيما هما. اسمح لي نكملك دقيقه، نكملك الفكره تاعي. بصح لو كان نرضاو انه ندعموا واحد كان منهم باسكو نقولوا غير هو اللي يقدر ينتخب عليهم الشعب، نون انا الافضل ندير نلتزم السكوت خير، ومن بعد كي نولي في موضع قوه ندعم الاصح، لانه هكذا رانا ندعمه في الغلط معك. سبحان الله درك انا لو كان مثال حمروش، شفت دخلت قبل ما نطلع معك اللايف دخلت شفت المنشورات تاعك، انت تقول هذه النظره تاعك ونقدر نحترمك عليها، لانه النظره تاعك شفت انه المرحله الانتقاليه تاع الجزائر تخص واحد اكثر نزاهه حمروش وعنده علاقات مع السلطه ويعرف النظام ويقدر انه يقود المرحله الانتقاليه. انا ممكن نشوفها غلطه لانه اعطنا عمر النظام يعني زدنا مدينا له 7 سنين، انا تبان لي على الاقل يعني ما نمدولوش فرصه يعني ما نمدوش حمروش فرصه، ننظموا روحنا نوعوا المجتمع نخرجوه من العبوديه اللي راهو عايشها، لازم يتعلم الفرد في الجزائر كيفاش تكون العلاقه بينه وبين الحاكم تاعو،
انها علاقه بسيطه جدا، حتى الوسيله اللي يستخدمها الرئيس في الجزائر مثال ولا النظام اللي هي الشرطه والجيش، هذوك ثاني لازم يكونوا واعيين ويفهموا المهام الدستوريه تاعهم الحقيقيه، الجيش الحفاظ على امن الدوله والشرطه هي الحفاظ على النظام العام وفقط، ماشي حمايه رئيس الجمهوريه. لما حتى الافراد هذوك هما افراد يعني هما اصلا شعب يعني ما نشوفهمش سلطه، هذوك لما يوصلوا لهذه الثقافه ولهذا الوعي الحاكم يلقى روحه معزول يعني بطريقه اخرى، رايحين حنا نديروا العمليه العكسيه اللي راه يدير فيها النظام في الجزائر. انا بالنسبه لي هذا الفكر تاعي، ونتمنى النخبه والناس اللي عندهم افكار في الجزائر ولا خارج الجزائر يطبقوها. بالنسبه لغاني مهدي، بالنسبه لغاني مهدي برك باش ما نطولش على خاوتنا، بالنسبه لغاني مهدي انا نشوف غاني مهدي انسان ما عندوش خبره سياسيه، معدوم نهائيا من الخبره السياسيه، ما عندوش هذيك الرزانه نقدر نشوفها اللي يقدر انه يتحكم في زمام الامور، نشوفه هكذا عنده متعارض مع روحه يخرج لك خرجات. المهم بصح نقدر نشوفه ثاني انسان نزيه مثال، نقدر ثاني نشوفه انسان عنده أفكار اللي اكتسبها من دول متقدمة، بالرغم من أنه صراحة يعني أنا لو كان يمدوا لي نروح نفوطي ما نفوطيش عليه، نحطها بيضة حاليا. وش هي الأفكار اللي يقدر؟ أنا متأكد باللي أي حاليا أي مترشح اللي راهو عنده صدى، خلينا من المترشحين اللي ما يعرفش ما بايج يكون جملة مفيدة، احسن من الرئيس الحالي مثال، واحسن من الناس اللي راهم في السلطه. واحسن نكمل هذه برك، نكمل هذه برك، احسن من الناس اللي تعاقبوا على الجزائر من الاستقلال تقريبا يعني، وكانوا عندهم نفس السياسه نفس التهديم، حتى يعني نقدروا يكون عندنا رئيس ما يدير والو خير من رئيس يهدم، لانه لما نشوف بوتفليقه مثال من 99 حتى 2018 المجتمع الجزائري وغرق، وكان في 99 خير. الاخ اخ جلال شوف تفضل. تارك قبيل لما بدينا الحديث راني حطيت لك في النقطه، لانه هذه تسمى راه انا صارت لي من المسلمات. من خلال تسمى تكرار نفس الكلام صارت لي كيما نقولوا حاجه بارديفو خلاص، تسمى ولات لي اسمو. كنت لو كان راك تبعت الحوارات نتاعي، تبعت المداخلات نتاعي، لو كان ما نعاودوش في نفس الكلام هذا نعاودو نشرحوه كل مره يجي واحد انت تعاود تشرح له كل مره يجي. دونك لما انت واحد راك ديجا خلاص تسمى تكلمت معاه وراهو فاهم الموضوع، انت تروح تمشي معاه نقطه واحد اخرى، لكن اللي راهو ماهوش الموضوع يعاود يرجعك للزيرو، تعاود ترجع. صح عندك الحق، وتعاود انت في 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 في, في نفس النقطه. شوف حنا دركا هذا الانسان هذه دخلنا في التجربه، وكنت هذا الانسان اللي ضرب هو راه جرب عنده تجارب، يعرف النظام هذا، جربنا الانتخابات معاه وجربنا العمل الحزبي معاه وجربنا الخروج للشارع وجربنا الانتفاضه وجربنا الاضراب، ونعرف هذا النظام معرفه صحيحه نعرفوه. دوك انت تعرف هذا النظام، تعرف الوسائل اللي راهو يستخدمها، تعرف الطرق اللي راهو يخدم بها، تعرف كيفاش راهو يضلل في الناس، تعرف كيفاش راهو يستعمل مثلا في هذه المأساة من اجل تخويف الناس الى غير ذلك من المسائل. بالتالي المراهنة على واحد اللي راه ما هو فاهم فيها حتى حبة راه مضيعة تاع وقت، مخاطرة صح، مضيعة تاع وقت. تدرك لما احنا راني كي تكلمت انا على حمروش، وكل انسان اللي ما راهوش فاهم السياسه وما راهوش فاهم النظام وموش فاهم الالعاب تاع النظام، يقول لك صاحبي انت والله غير السيد هذا عنده 75 سنه صاحبي انت، يا من جهه تهضر لي على التغيير ومن جهه تحكي لي انت على واحد انت من تو السيستم وانت هكذا. نو كلا تعرف النظام هذا كيفاش راهو راكب. دوك حنا لما نتحدثوا على التغيير راني كيما كنت نقول لك قبيل، ما راناش في الماريكان، ما راناش في لاسويس، ما راناش في فرنسا، راك في الجزائر. راهم هما يستعملوا في القضيه دي نتاع الثوره، لما تنظر نتاع حمروش ابن شهيد، فهمتني؟ لما يحكي لك هو على الجيش راهم خايفين على الاستقلال تاع البلاد تاع كذا، حمروش راهو كان عسكري.
لما يحكيوا على جبهة التحرير وكذا وكذا وكذا، حمروش راهو كان في جبهة التحرير، أوراق اللي هما يستعملوها ضد المرشحين هذو راه واحد ما هو سامع بجدو، واحد ما على بالهم بيه، راهو يعرف يلبس يدير الكرافاطه وعنده كوستيمه وراهو باهي ما شاء الله عليه. هذه امور ما عندها حتى معنى، هذه راه عند الناس اللي راهم معاقين فكريا، هذو الناس اللي راهم في السلطه راهم درك هما قلت لك انا متحكمين كما ينبغي، وراهم استطاعوا برمجه شعب مش غير هكذاك برك. بالتالي انت باش تواجههم لازمك تواجههم من واحد اللي خارج منهم، يعرفهم من مليح كما ينبغي، ويكون هو عنده القابلية على جل باش يكون هناك تغيير. حمروش عنده القابلية نتاع التغيير، فهمت؟ بالإضافة إلى أنه أنت وش هي الضمانات هذه برك؟ نسقسيك الضمانات اللي عندك. أصبر. لا لا نسقسيك على حمروش برك، الضمانات اللي عندك أنه عنده قابلية للتغيير، يعني كي تهضر هكذا كامل الثقة. نجيلك بالوحدة باش ما تخلطش الأفكار. داكور، اسمح لي قاطعتك برك. احنا ما راناش ماناش في وضع طبيعي، لو كان رانا في وضع طبيعي مثل ما كنت نقول لك احنا راك في دوله، وانه راها في مؤسسات وراها كاين فيه دستور نابع من الاراده نتاع الشعب، وراها كاين مثلا انتخابات شفافه ونزيهه وكذا، ما نهضرش انا على حمروش. انا نهضر على حمروش اذا كان راهو غني مهدي هذا وقبل به الشعب الله يسهل عليه، لكن احنا ماناش في هذاك الوضع. احنا رانا في الوضع هذا اللي رانا نقول لك فيه على جل باش حنا نمروا لوضع واحد اخر. تراها درك مثل الباخره هذيك اللي انت راك في بحر متلاطم نتاع الامواج، لازم لها من قيادي محنك اللي هو يمرر العواصف، يتمر العواصف هذيك والطوفان، ومن بعد نهار اللي نلحقوا وين انه تتولي الامور راكحه، فيما بعد راهم يجوا ربان اخرين. تاع حمروش درك هو حمروش اولا راهو هو كان في التيار الوطني، وكان من الناس اللي كانوا مع بو مدين، وكان في القياده نتاع حزب جبهه التحرير الوطني، وكان رئيس حكومه، والاصلاحات اللي راهو كان راه رايح يبدا فيها هو يعني قبل ما يوصل الفيس، قبل ما يوصل الفيس حمروش راهو كان ضحيه نتاع مؤامره. هذه احنا في الوقت هذاك تاع التسعينات ما كناش فاهمينها، كنا مثل الشباب اللي راك تشوف فيهم انت دركا في سطيف وفي في باتنا وفي برج، ورانا معاك نكاز ورانا معاك القدام ودز القدام. كنا في الوقت هذاك في الشباب هذاك في السن تاعهم كنا كيما راهم دوك تشوف انت في هذوك الناس، مع انه فرق كبير، خطر كانت الناس في الوقت هذا كانت تمشي على المشاريع، مشاريع وبرامج، ومع ذلك لعبوها لنا. حمروش درك هو راهو كان نتيجة، كان ضحية نتاع مؤامرة فيه تيار وطني اللي هو أمن بالعروبة وبالإسلام، وعنده نظرة استشرافية ويشوف للمستقبل، وفيه تيار اللي هو يشوف في شوفات واحدة أخرى اللي هي تناقض الهوية نتاع المجتمع الجزائري، وحدث صراع بيناتهم، وهما استعملوا الفيس كغطاء على جل باش يضربوهم في بعضهم، وضربوهم نجحوا، استطاعوا هو أنه ضرب التيار الإسلامي بالتيار الوطني وخرجوهما منتصرين ودخلوا الجزائر في مأزق. احنا درك راه فيه دماء سالت، وراها مازالها الناس الى اليوم، كاين الناس اللي كتشوف فيهم نتاع عائله المختطفين مازالوا الى اليوم مازال ما يحوسوا على اولادهم، صح؟ والازمه مازال ما خرجناش منها، بالتالي لابد من رجل حكيم، مش نتاع واحد مهبول، واحد ما على بالوش حتى بالنظام كيفاش راهو ماشي، عمره لا سير بلديه، تعطي له انت دوله يسيرها. حمروش راهو كان رئيس حكومه، حمروش راهو كان ضابط، حمروش راهو ابن شهيد، حمروش راهو عنده شهاده في العلوم السياسيه، حمروش راهو كان مع بو مدين، حمروش راهو يعرف الجهاز تاع المخابرات، وعنده هذيك القناعه تاع التغيير، بدليل هو انه كان
في التيار الإصلاحي، وكان هو يقود في حملة نتاع إصلاحات من بينها سماح للأحزاب، من بينها حرية نتاع الإعلام، هذه راه جات في وقت حمروش، من بينها شغيل الشباب، وخاض هو حرب ضد هذاك التيار، وفيما بعد هو دفع الفاتورة. درك أنا ذوك لما راني نتحدث على حمروش، أنا كنت ضده، أنا كنت ضده في 90، وذرك الآن راني نشوف فيه باللي حمروش راهو قادر هو يستأنف الخط الإصلاحي من أجل الذهاب إلى إصلاحات عميقة في الجزائر، ولكن مش وحده. احنا رانا نحوسوا انا هو انه تكون هناك حكومة نتاع وحدة وطنية اللي تجمع التيارات كلها، تيار العلماني، تيار الاسلامي، تيار الوطني، ونبنيو مؤسسات نتاع الدولة اللي فيما بعد يجيو اجيال واحدة اخرى اللي هما يلقوا الدولة مبنية ومن بعد يتنافسوا هما من اجل خدمة الجزائر. مش يتروح لي انت باللي نظام معاش عش فيه الجهاز تاع المخابرات، معاش عش فيه الفساد، ومعاش عش فيه الاسمو، يجيب لك انت واحد مهما كانت النزاهة نتاع واحد، مهما كانت النزاهة. بوضياف ما جابوهش وقتلوه، بوضياف جاي حارب الفساد وتكاوه في عنابة. قاسم مرباح كان في الجهاز تاع المخابرات وقتلوه. الشاذلي داروا له يديه من وراه وقالوا له روح. احنا ذركا ما لازمناش ندخلوا في الصراع، لانك انت لما تدخل في الصراع مع هذا الناس راك رايح تمشي للمواجهه. احنا ما نش نحوسوا على المواجهه. تا انا ذوك مثلا هذيك راها اقتراحات، برك اقتراحات يعني من اجل احداث نقاش. تا ذوك مثلا لما انت تجيب ناس راهم عندهم تيار وطني وقال تيار اسلامي وقال كذا وقال كذا، تلتقي الناس، ما كانش اقصاء، ما كانش اقصاء، تمشي الناس وحده وحده. نهار اللي نبنيو المؤسسات نتاع الدولة ونعاودوا نرجعوا اللحمة للأسرة، اللحمة للمجتمع، تبدأ الناس تروح لهذيك الحساسيات، الناس متخاوية مع بعضها وتخدم مع بعضها، تتنافس الناس من أجل الخير، ما تمشي الناس واحدة واحدة. روح أقرأ الكتاب تاع المصالحة، أقرأ الكتاب مصالحة، أراه مشهور، وطالع عندك وقت، وراها التسجيلات راها موجوده في اليوتيوب، راها عندي اكثر من 1300 تسجيل ما شاء الله، تقدر تسمعهم وتشوف الشيء اللي راني حكيت عليه وتفهم المأساة كما ينبغي، فما بعد عندك مطلق الحكم. لا لا، واش هضرت نتايا يعني واقع للاسف، واش راك تهضر نتايا نقدر نقول انايا تاع انسان على بال واش كان صاري واش راه صاري. بصح لما نقولوا حنايا حمروش يعرف جهاز المخابرات وعنده علاقه مع جهاز المخابرات، يعني شغل استسلام الجهاز هنايا في الحاله هذه، رانا مستسلمين لجهاز المخابرات انه هو اللي يسير البلاد، ولا لا لا ولا قصدك انت يستغل العلاقه تاعو هذاك باش 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 راح دير بوكس انت، راح دير بوكس ولا راح دير انت واسمه مقابله انت كره القدم، علاش يروح يجيبوا المحترفين؟ لماذا علاش يروحوا يجيبوا محترفين؟ ما يروحوش يجيبوا جماعه نتاع الانتر كارتي ويلعبوهم معاه. نفس الشيء اكيد صحيح، نفس الشيء. تا لما راح انت تلعب انت قال لا كوب دي موند، تلعب لا كوب دي موند، تجيب انت واحد قال مثلا هذا محرز والله ما على باليش انا واش اسمه، قال لك هو كان يلعب مع لونغلوتير، الاخر كان يلعب مع الاسباس مع الاسبان، الاخر معه وكان يلعب مع فرنسا، الاخر كان يلعب مع الالمان. درك لما راك راح تجيبهم لما ينزلوا للميدان ما يتخلعوش، عندهم اكسبيريونس، ناس محترفين، ناس لعبوا مقابلات، ناس يعرفوا اللاعبين هذوك كذا، بالتالي راهم رايحين يحققوا لك النتيجه. حتى اذا كان ما ربحوش راهم رايحين على الاقل ما يبهدلوكش. انت راح تجيب لي انت واحد انسان ما عنده حتى علاقه بالسياسه، ما عنده حتى علاقه بالسياسه، رايح يواجه لك النظام نتاع 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 عصابات مضروب شنو، ما تقدرش. صعيبه يعرف وفي نفس الوقت ضمانات، انت لما انت تشارك الناس الكل انت
تبين باللي انت ما راكش رايح انت تدير تصفيه نتاع حسابات، ما راكش رايح تنتقم. بالتالي حتى هاد الناس اللي راهم هما في النظام يقول لك يا خويا والله سيدي حتى احنا رانا غلطنا، وبالك يا خويا خلي فرصه جات فرصه، لما لا خلي يا سيدي بالك حنا نساهموا في الوسمو، والوقت راهو رايح الواحد يموت وكذا، بالك ربي يهديهم. بصح باش انت تروح تجيب لي انت درك هاد الناس كي شغل انت راك تنوض في عيش بوزنزل، الجماعه الاخرين من بعد واش يديروا؟ يجيبوا له مالك نتاع الفلي توكس هذيك هيا روح بالسلامه بالعافيه، زيد جيبك شما تجي لواحد اخر. حنا الان هنا الان راح ندخلوا في المرحله نتاع الشيخوخه. الصراعات اللي كانوا عايشينها هما ورثوها لنا، حنا مالاش نحوسوا تزيد تتورث لولادنا. فهمت المساله؟ وي فما هي واش راك تهضر. انا ممكن انا وانت متفقين في حوايج بزاف، خصوصا انه باش تمارس السياسه لازم ما تكونش تاع روحك، يعني لازم تكون عندك القوه هذيك والمناعه هذيك اللي تخليك تصمد. يعني ما تقدرش تدخل معترك وانت ماكش قادر على روحك. انا هذه جزوي داكور معك فيها 100%، وعلى بها قلت لك حاليا انا انسان ما نقدر نزكي حتى مترشح، لاني نشوف سبحان الله الخطاب تاعو في كل شغل مش ناس اللي يقدروا يقودوا البلد حاليا. المشكل بالك اللي ما فهمتنيش انا فيه، انا بالك طلعت ماشي نهضر على شكون يحكم البلاد، يعني صراحه بالك الموضوع اللي طلعت فيه هو اللي لاني شفت الوعي السياسي ما فهمتش باللي جيست على الرئاسيات. انا نشوف الوعي السياسي ما يكونش الا يكون كاين وعي تاع المجتمع في حد ذاته، يعني ماشي لازم يكون واحد رئيس جمهوريه ولا رئيس حكومه ولا حاكم ولا رئيس المجلس الدستوري ولا ما على باليش باش يقدر يساهم في تحقيق الوعي في المجتمع الجزائري. انا هذه اللي حبيت ندخل عليها، يعني اي انسان يكون عنده فكره كيما الراي تاعك هذا. انا استفدت من حوايج هضرت، استفدت شخصيا، يعني اي انسان يقدر يبدا باش نبغاو حنايا توجور هذيك المعارضات اللي ما عندهاش معنى، اللي خاسرين توجور خاسرين، يعني دوما خاسرين. اللي تهضر باش تهضر تهضر عليهم واش داروا وما تطالب ها منا لي زاكسيدو بزاف وجامينا. انا نوافقك في هذه وجامي نقصر. لا 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 نقول لك اسمع التسجيلات واكيد راح تستفاد كثير. لا لا راني نشوف. لا لا بلا يعني كما يقولوا حنايا تكلم لكي اعرفك، يعني كي راك تهضر راني نميز باش الناس يفهموني. انا مانيش كونتر واش راك تهضر نتايا، بصح نقدر نختلف معاك في حوايج انه نقدر نشوف مثال حمروش مخاطره، يعني شغل تقدر تشوف حمروش انه راح يخلي اللعب كيما راه مثال. بون انا ما عنديش، بالك انت تكون عندك معلومات ولا انا ما عنديش صراحه. انا نهضر انا قلت لك حمروش نعرفه يعني مش بطريقه مباشره، نعرفه بطريقه غير مباشره، تعرف التوجه تاعه ممكن ممكن توجه وطني ممكن. كان من الناس اللي كان مع مهري مع عبد الحميد مهري ما شاء الله. اكيد اكيد انسان مش من الناس اللي هما يعني اذا كان قبل لك حمروش يا راه ماشي غير هكذا قال تروح تقول له انت اروح ترشح يمشي معاك على بالي كيما راهم هذو. اي والله العظيم يمشي معاك والله أكيد. لو كان ما يتاكدش باللي فعلا راهو كاينه منافسه والله ما يمشي صح. معاك اكيد ما يكونش ما يكونش ما يحطش روحه في موضع ضعف يعني وسخافه. يعني شو والله ماشي معاك والله وما يتاكدش باللي راهو فعلا الجيش راهو كاينه ضمانات باللي ما راهيش راح توقع قال مثلا تزوير وكذا، وراهو رايح يحترم الراي نتاع الشعب وكذا. انت تجي انت ماشي تمشي انت في اخر عمره يجي يمشي معك، اذا مش انسان راهو جاي يلعب. قلت لك راه كيعطيك قبيل المثل نتاع واسمه نتاع كره القدم، انسان محترف فهمت؟ هذا راه انسان تاع رجل دوله، غدوه هو كي يجي يتكلم ماشي يقول نيمبورت كوا. هذه لا نقاش في هذا. انا قلت لك قلت لي انت شكون، علاش قلت لك ما نقدرش نقول لك؟ باسكو ما شفت حتى واحد حاليا في المترشحين كاع كيما راهم نتشرف به انه يكون الرئيس تاعي صراحه. المشكل اذا حمروش، اذا مثال حمر، انا قلت لك انا مع التغيير حتى لو كان يجي يحطونا ما على باليش شكون انا شاوشي رئيس،
صراحة أنا وصلت لواحد المرحلة. لا أنا ما نمشيش هكذا. أنا هذا رأيي. أنا نحوس على التغيير. أنا أعطيتك مثال، أنا أعطيتك مثال يعني كما نقولوا كناية. صراحة يعني المرحلة اللي وصلت ليها يعني الضغط النفسي اللي راني نشوف نعيشه يعني كجزائري، كجزائري تغيضني بلادي، وكجزائري مغترب، وكجزائري عندي احتكاك بالجاليات العربية مثال، يعني ولينا أضحوكة، ولينا احنا درك ولا ويقولوا الشعب الجزائري رخيص، الشعب الجزائري ما عندوش كرامة، الشعب الجزائري وكي يهضروا هكذاك. يعني انت لما تقول العكس ما تقدرش، لانه الواقع يقول انه ما قدرناش نغيروا رئيس، حبينا ولا كرهنا، سواء صعب الصعيبه باش تغير رئيس ولا ماشي صعيبه ما قدرناش، سواء ما انتجناش ما خرجناش من المجتمع ناس يقدروا يقودونا ويخلقوا معارضه حقيقيه ويصرى التغيير في الجزائر. يعني تقدر تقول المجتمع منهزم فكريا، يلعب دور المتفرج ويشكي، البكي الشكي والبكي والشكي. انت بالنسبه لي نحترمك صراحة، يعني مع أني عرضتك يعني ومن حقي أني نقدر نعرضك في أي حاجة، قلت لك الحقيقة المطلقة مستحيلة، الحقيقة المطلقة مستحيلة، صح نحترمك في حاجة عمري نكملها. آه تفضل. عمري ولكن نخاف من الإنسان اللي عرضني ولا اللي ينتقدني ويصوبني. بالعكس عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لك لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها. ولكن هو أن الإنسان لما يكون يصوب فيا، فهمت، يكون يصوب فيا هو مشكل. كاين دوك الإنسان اللي راه هو ما فاهم فيها حاجة، الشخصانة، الشخصانة، الشخصانة حاجة واحدة أخرى. يعني مش فاهم، مش فاهم، مش فاهم. أنا دوك مثلا نجي قال صح صح صح. أنا مثلا مثلا درك أنا قال مثلا أنا نحكي على سعيد بوتفليقة مثلا، نحكي على سعيد بوتفليقة ونقول أنا كلام ونقول كذاب، قال لي عيط لي وفي التليفون قال السي محمد انت راك غلط، معلومات اللي راك عطيتها راها معلومات كاذبه وراها معلومات كذا. يا خويا نقول له اسمح لي، فهمت، اسمح لي يا خويا ومعذره اكيد، باسكو انا الهدف نتاعي، انا ماشي الهدف نتاعي باش نهضر. صح فهمتك. انا بنفليس، بنفليس شخصيا مره من المرات نشرع عليه هذاك مع هشام عبود، نشرع عليه معلومات كاذبه. وانا كنت نمشي بالعاطفه الى حد ما، ولو انه راني سالت وسالت ناس اخرين وقال لي بلي المعلومات صحيحه، ورحت انا على اساس هذيك المعلومات اللي نشرها اللي هي غلطه كتبت انا مقال. هو اتصل بيا علي بن فليس، اتصل بيا قال لي كيفاش انت سي خبابة والعائله نعرفها وعائله كذا ونعرفكم ونعرفكم، كيفاش يعني تقول فيا هذا الكلام؟ اعتذرت له ودرت تسجيل بالصوت وبالصوره واعتذرت له قدام ربي وعباده في اليوتيوب. فهمتك. لماذا؟ لانه غلط. بصح صح. من ذاك النهار هذا هشام عبود داير عليه كروان. خلاص. ايه. داير عليه كروان. انا مانيش نتكلم من اجل الكلام، دوك انت انه واحد دوك انا ينتقدني ولكن ينتقدني بالصح، شي يجي هو يكذب. واحد يجي يقول لك مانيش عارف انت شيات، واحد يقول صح صح يا ودي روح تلعب على روحك. لا 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 لا، هذه هذه هي لما ندخلوا نخلوا الافكار ونروحوا للشخصانه هنا مشكل. وثاني لما تناقش انسان لعلاقه ثاني مضيعه الوقت. صراحه انا نوافقك في الحاجه هذه، يعني تطلع معك مثال واحد لايف يهضر لك واحد الكلام هكذا تاع برا تاع الشارع، ما عنده حتى فكر طلع يهضر به، ما عنده حتى راي اصلا، طلع باش ينتقد وخلاص. انا واش باش باش ندير خلاصه برك قبل ما على بالي طولوا عليك بزاف وعلى بالي راك عييت، باش ندير خلاصه كيما نقولوا باش الناس ممكن تفهمنيش غلطه. انا راني موافقك في الافكار تاعك الى حد ما، لانك انت انسان تؤمن بالتغيير وانا انسان نؤمن بالتغيير، وانت غايضتك الجيري والبلاد وعندك افكار عندك حلول، كيما انا ثاني غايضتني البلاد ونقدر ثاني عندي بالك افكار بالك تفيد الناس ولا بالك تخرج لهم نخرجوا من العبوديه اللي رانا على العين وعلى الراس. يعطيك في كل وقت. يا خويا سفيان لما قلت شاوشي انا كنايه برك باش ما نركزوش مع التعليقات. واش حبيت نقول انايا؟ الاختلاف عمره ما كان مشكل، الخلاف هو اللي مشكل. بنصر المشكل الخلاف يعني قذف الكلام ولا هذاك المشكل. الاختلاف راهو رحمه،
احنا واش يخصنا حاليا كاي انسان حال يبان هكذا في اللايف ولا في القهوه ولا اي، لازم نتقبلوا الاختلاف باش وتكون النيه لما نتكلموا انه ماشي نبانوا على حق ونبانوا حنايا باتمان تاع الدنيا وحنا اللي عندنا الحلول، ولو كان تخطينا حنا نموتوا ما كانش الحل. هنا انا نعتبرها ديكتاتوريه ونعتبرها كيف كيف، لان يعني عنده نفس الذهنيه تاع السلطه، حتى لو كان يعارض ويقتل روحه ويهضر واش يهضر، انا بالنسبه ليا في العقل الباطني تاعي الانسان هذاك ديكتاتور، ما وصلش للحكم فقط. لما تلقاه يتكلم بطريقه انه عنده الحقيقه المطلقه، انا بالنسبه ليا الانسان هذاك لو كان يوصل للحكم راح يمارس الديكتاتوريه بلاك اللي ما مارسو ما شفناهاش في الجزائر من الاستقلال. شوف نقول لك، شوف كاين بعض الاشياء مثلا مرات انا نتحدث في بعض المسائل نتحدث فيها من منطلق بحث في الموضوع، ماشي قال واحد راهو قال مثلا يتكلم صح، من منطلق بحث في الموضوع. وكاين امور من منطلق تجربه، وكاين امور من منطلق معطيات، ماشي غير هكذاك برك. دوك لما نتحدث في موضوع كاين بعض من الناس اللي هما تغلب عليهم المشاعر وتغلب عليهم العواطف صح صح، وما راهمش يستخدموا في العقل، بل حتى مرات هو انه ما يستوعبوش الكلام نتاعك. انت تتكلم في كلام راك تشوف للامام، شوف نقولوا مثلا ما بعد الانتخابات، ولكن هو راهو حاصل هنا، هو يشوف الهضره تاع 20 مليون للشهر وليتيديون مدلو 7 ملايين، هو يشوف الهضره تاع الطالب مدلو 7 ملايين للشهر. راني فاهمك تاع لا 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 لا، قال مثلا درك مثلا في القضيه تاع الانتخابات، مثلا انت درك تراك تحكي لما بعد الانتخابات، راك تحكي من اجل مستقبل نتاع اجيال، راك تحكي هو انك انت تحوس الدير مشروع، تحوس هو انك تحل ازمه، وكاين اللي هو راهو يحكي لانه راهو مع نكاز ولا راهو مع غاني ولا مع زيد ولا مع واش اسمه هذاك سبيسيفيك ولا مع واحد اخر. هو انت لما انت توجه له انتقاد، هو راهو يشوف فيك باللي انت عدو، شوفي كاين اللي راهو يشوف فيك باللي انت حسود صح، يشوف فيك باللي ترك غير تمنو صح، يشوف فيك باللي انت راك ما صبتهاش، يشوف فيك باللي فيما بعد حتى لما راح تفوت الانتخابات هذاك الشخص راهو رايح يصاب بصدمه، راح يصاب بالاحباط صح، راح رايح فيما بعد يبدا يعاود يراجع نفسه، يقول لك والله العظيم غير انا السيد هذاك سبيته والله قلت له، ولكن الكلام اللي قاله لي راهو خرج صح. لماذا؟ لانه هو ما راهوش كان يشوف، راه كان يشوف غير قدام رجليه صح، شوف يحوس يعاقب النظام الحالي وخلاص، المهم يحوس ينتقم من الوضع الحالي، ما يهموش النتائج المترتبه ممكن تكون أسوأ، وعشناها في التسعينات صراحه يعني عشناها في التسعينات صراحه، انه يعني صار يعني الفيس كان الأغلبية المطلقة تاع الشعب الجزائري، بصح متأكد أنه الأغلبية المطلقة هذيك الأغلبية المطلقة منها انتخبت عليه بس باش تعاقب برك لفلان that's it، يعني باش كيما نقول يعني الأغلبية، أنا متأكد أنه الأغلبية ما شافوا مشاريع، ما شافوا دراء، ما حوسوش يفهموا كاين تغيير نحو النظام الحالي اللي وصل المجتمع الشعب الجزائري للفقر. إذا يكون كاين الناس اللي انتخبوا على الفيس، انا نعرفهم معرفه شخصيه انتخبوا على الفيس بالقناعه وكاين الناس اللي راهو هما انتخبوا على الفيس لانه عطاو لهم طلعة، فهمت، عاونوهم ولا هكذا انتخبوا عليهم. ولكن فيما بعد كاين انسان اللي راهو عنده مبدا راهو مازالوا ثابت عليه، وكاين الانسان اللي هو انتخب على الفيس ومشى معاهم واللي يحارب فيهم بالسلاح، فهمت، حارب فيهم بالسلاح نعرفهم بالاسماء، كاين يعني فيما بعد اللي راحوا لبسوا معناتها الحرس البلدي وكذا وصاروا يديروا في البراجات للناس ويهزوا فيهم، يمشي مع القوه يعني كيما نقولوا يطير القوه من الاخر. المهم نحاول بارك الله فيك يا بارك الله فيك، وان شاء الله ربي يصلح الحوال، وكيما نقولوا نحييك
على الاقل راك تفيد فينا هذه صراحه يعني، وان شاء الله نزيد نقرا الكتاب تاعك، وبربي ان شاء الله نعاود نطلع ونعاود نطلع معك لايف ان شاء الله، ونمد راي ان شاء الله فيك ان شاء الله، ان شاء الله نزيدو نديرو برامج وان شاء الله نزيدو نحكي مع بعض. وجو بونس زعفوك شويه قبيله، باسكو انا اللي حبيت نطلع صراحه يعني حبيت نطلع معك لايف، لانه شفتك تهضر بواحد الطريقه تاع انسان ممكن في هذيك اللحظه صراحه انا ما نقدرش نحكم على لايف ندخلو من الاخر ولا، باسكو ما تقدرش تعرف واش صرا قبل، مي شفتك تهضر بواحد الطريقه تاع النرفزه تاع انك لما تسمع راي مخالف تتنرفز، واتضح انك تنرفزت على واحد ممكن لح الكلام، فمعذره شوف بها ونختمو. انت راك مجروح، راك مجروح، هذا اللي نقوله مثلا انت راك موجوع. انا راه عندي ذكا واحد ماهوش خويا يعني يقولوا مثلا من العائله، المهم العائله الكبيره راه من العائله، عنده هو الجدود نتاعو من العائله نتاعي، جدته من امه وجدته من بيو من العائله نتاعي، في زوج من العائله راهو يسبه من العائله، ذبحوه. راك سمعت بالقضيه هذيك اللي راهم يهضروا عليها في وسائل الاعلام، ربي يرحمه الطالب تاع برج بوعريش، ربي يرحمه مسكين. انت دركا راك موجوع صح، مش غير هذه لانه انا راه عندي 18 سنه ما دخلتش للبلاد، ما ادري على بالي يعني. وراني ضد النظام صباح وعشيه، وروح اسمع المداخله تاعي واش حكيت على بوتفليقه لما كان يشطح. ماشي دركا هو ميت انا بالنسبه لي صح. يجي لك انت انسان هو يضرب في الشتاء صح، هو يضرب في الشتاء صح، ويجي يتهمك بها، هو يضرب في الشتاء النكاز ويضرب في الشتاء يضرب الشتاء، تلقى حتى ممكن الرئيس بلديه يضرب له الشتاء، شيف سيرفيس يضرب له الشتاء صراحه، هذا واقع. ما هو فهم سياسه ما صح، ما صح، هو يجي هو يطعنك صح، يطعنك انت راك ممنوع من الدخول، هو يجي يقول لك اروح للبلاد وهضر صح، ممنوع من النشاط السياسي، ممنوع من النشاط السياسي، انا ممنوع من النشاط السياسي في البلاد. درنا حركه الوفاء، كنت مع احمد طالب الابراهيمي، كنت عضو مؤسس، منعنا من النشاط السياسي طيب. منعنا، ويجي نتايا واحد ما هو فاهم فيها حتى واسمه يجي يقول لك انت روح للبلاد وهضر. فهمتك اوكي، باسكو هو غاني ماني راه غاني ما وهدي هذاك راه يهضر ولا نكز راه صح. انا راه هضرت نهار كان الرصاص يصيح، وما نكذبوش على بعض، انا ثاني كنت نخدم يعني في واحد المنصب هكذا اللي نعرف شويه النظام الجزائري كيفاش يمشي والطريقه البوليسيه تاعو، يعني غاني مهدي مش واحد اللي راه يصعب النظام الجزائري باش يسكتوه لو كان يشكل خطر صراحه. ما هذه لا نقاش فيها، هذه امور بديهيه. نتشرف خويا بك، وربي يصلح الحوايج ان شاء الله، ربي يبارك فيك اخويا، وان شاء الله نشوفوا دي لايف تاع توعيه ان شاء الله. السلام عليكم، ربي يبارك فيك، شكرا صح. بارك الله فيك، شكرا. المهم الاخوه والاخوات، معذره راهو عندي واسمو الباتري تاع التليفون راه طايحه، ورانا في وقت متاخر من الليل الان، راه 2:32 التوقيت نتاع فرنسا وتوقيت تاع الجزائر، رانا دخلنا في 4. المهم معذره ان شاء الله الاخوه اللي ما دخلتوش، ان شاء الله ربما اخ يحيى والنوغي واحمد يونس ذكروني برك غدوه ان شاء الله نديروا برنامج ونعطيكم الكلمه انتم الاولين، ذكروني برك غدوه كي ندخل، والله بعثوا لي ميساج باش غدو ندخلكم انتم الاولين. المهم الان راه عندي واسمو مشكل في الهاتف، ما نقدرش نزيد نطول بزاف، نلتقي ان شاء الله في فرصه واحده اخرى. الى ذلك الحين تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.